الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان أهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. قبل كل حاجة طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا بنستقبل في هذه الأيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا على مصر والمصريين وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. مبروك لجمهور الأهلي الفوز المؤثر، فوز كبير ومهم وفي توقيت أكثر من رائع، حسابات النقاط في البطولة الأفريقية وأيضا الدوافع والأبعاد المعنوية والقيم اللي بيعكسها وأيضا الحقائق اللي بيعكسها هذا الفوز الكبير على أقوى المنافسين للأهلي في هذه المجموعة، فريق الترجي التونسي صاحب الخبرات الكبيرة والتاريخ الكبير أيضا على ملعبه ووسط جماهيره. عشان كده دايما بنقول إن الفوز، هذه المباريات الحاسمة والمصيرية في أي بطولة في أي مشوار بيخوضه الأهلي محليا أو دوليا، هو ده اللي بيأكد حصيلة الخبرات الكبيرة التي تميز النادي الأهلي عن أقرانه على كافة المستويات محليا ودوليا على المستوى العربي والأفريقي. النادي الأهلي قيم ومبادئ وتاريخ وحصيلة خبرات كبيرة جدا بتحسم هذه المواقف وبيقدر من خلالها يرجع أفضل مما كان مهما كان الموقف صعب أو معقد. والمثال قدامنا في هذه المجموعة اللي بيعود بقوة إلى المنافسة على صدارتها وإلى التألق والتقدم بقوة نحو الاستمرار في المنافسات في البطولة من أجل الوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب، أملا في حلم العودة لكأس العالم للأندية إن شاء الله والتألق على الصعيد الدولي مرة أخرى. وده المعروف دائما أبدا وثقتنا بلا حدود دائما أبدا في قدرات النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه ونجومه على مستوى كل اللعبات وليس فقط على مستوى كرة القدم. هنتقل سريعا مع حضراتكم لزميلي العزيز أمير هشام يقول لنا النهاردة على مدى 3 ساعات نسعد ونشرف بوجودنا مع حضراتكم أنا وزميلي أمير هشام وزميلنا الكابتن خالد العوضي على مدار 3 ساعات النهاردة من 7 مساء وحتى تمام 10 مساء بتوقيت القاهرة من خلال الأهلي الليلة. المزيد من التفاصيل حول لقاء اليوم وهذه الحلقة من الأهلي الليلة مع زميلنا أمير هشام. يا مساء الفل عليك يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة، برنامج يومي أكيد مهم جدا بالنسبة للأعضاء وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. طبعا النهاردة هيكون عندنا العديد والعديد من الفقرات، لكن بمناسبة مباراة الأهلي والترجي فبالتالي أكيد فوز كبير وفوز جيد جدا بالنسبة للنادي الأهلي، كل جمهور النادي الأهلي سعداء بهذا الفوز، وخصوصا أن الفريق خلاص احتل المركز الأول، لكن لسه المهمة ما انتهتش. احنا فرحانين طبعا ومبسوطين وكل حاجة، لكن النادي الأهلي لسه عنده تحديات مهمة جدا. خلاص بعد بكره مباراه وادي دجله في الدوري، اكيد مباراه مهمه جدا، هيبقى بعديها مباراه حرس الحدود، وهتبقى بعديها كمان اخر مباراه في دوري المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال مباراه كامبالا سيتي في استاد برج العرب، وهيكون مهم جدا جدا النادي الاهلي ان شاء الله يكمل مشواره من خلال الفوز في هذه المباراه علشان طبعا يقدر ان هو يحتل المركز الاول بشكل نهائي، فبالتالي ده شيء جيد ومهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي من خلال هذه البطوله. ان شاء الله المسيره تفضل مستمره بالنسبه للفريق بهذا الشكل الجيد تحت قياده مستر باتريس كارترون والكابتن محمد يوسف وبقيه الجهاز المعاون وايضا اللاعبين اللي بيادوا بدايه موسم اكثر من رائعه. لكن بالمناسبه خلينا نروح سريعا نطمن على فريق النادي الاهلي اللي رجع امبارح من تونس، بالتالي النهارده كان في اول مران في اطار الاستعداد لمباراه وادي دجله في الاسبوع الثالث من بطوله الدوري العام. علشان كده خلينا نروح ناخد سريعا زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. يا شريف مساء الفل عليك. نور زميلي امير وتحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طمنا يا شريف من خلال مران النهارده، اعتقد المران كان فيه تمام الساعه 6 مساء واكيد كان مران مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي عشان بيستعد من خلاله للمباراه القادمه امام فريق وادي دجله. كلمنا عن المران وكواليس المران النهارده واستعدادات الفريق للمباراه القادمه يا شريف. يمكن هو المران لسه بادئ حالا، يمكن الكابتن محمد يوسف ومستر كارديرون لسه بيدوا كده زي محاضره سريعه للاعبي فريق النادي الاهلي في وسط الملعب، ويمكن على الجانب اليمين من الملعب الكابتن مصطفى كمال منفرد بالشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد طارق وعامل لهم تدريبات قويه جدا. التدريب لسه بادئ فلسه ما فيش حاجه بقت في التمرين، بس موجود في التمرين ناصر ماهر اللي كان عنده كدمه بس قالوا جاهز لمباراه دجله، موجود وليد سليمان ايضا في التمرين باذن الله برضه يكون جاهز لمباراه دجله. هنا طبعا الحاله معنويه مرتفعه جدا من لاعبي النادي الاهلي، في ثقه كبيره جدا بعد الفوز على الترجي في تعاقل داره، يمكن بيجري تدريبات تاهيليه لوحده باسم علي نجم فريق النادي الاهلي او المدافع النادي الاهلي.
تمام. لكن انت طمنتنا بشكل كبير كده على ناصر ماهر ووليد سليمان، عنصرين مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، باين ان هم جاهزين بنسبه 100% وبيشاركوا في التدريبات، ولا لسه فقرات التدريبات ما بانتش يا شريف؟ لسه الفقره ما ابتدتش، هم لسه في محاضره بس. لو فيهم حاجه كانوا ممكن يشتغلوا مع باشا، بس يشتغل لوحده. فاللي انا شايفه هو هيشاركوا في التمرين عادي، وموجود كمان باقة، وموجود باقة كمان موجود اصلا ايضا في المحاضره اللي هي على السريع. يمكن مستر كارديرون بعد دلوقتي للحراس شريف اكرامي وعلي لطفي ناوي يحضروا الاجتماع في ارض الملعب، يمكن الاجتماع شغال حالا دلوقتي. طبعا ممكن يتكلم عن مباراه الترجي، ويفتح بقى ونقفل صفحه الترجي، ونفكر في صفحه الدوري الممتاز، ونستغل الروح المعنويه العاليه، ونفوز على دجله. يمكن ده توقع للمحاضره، ممكن طبعا انا مش سامع، بس يعني ده التوقع اللي ممكن يقوله يعني. طيب اكيد المران النهارده يا شريف هيكون من خلاله او هيتم تحديد البرنامج الخاص بالفريق استعدادا لمباراه وادي دجله. هل عندك اي معلومات عن البرنامج الخاص بالفريق خلال بكره ان شاء الله حتى ميعاد المباراه؟ انا عارف ميعاد المباراه الساعه 9 مساء اول يوم العيد، ده انا اللي اعرفه. بكره بقى اللعيبه اللعيبه كلها صايمه، هيخلي التمرين قبل الفطار. لسه ما تحددش، هيخليه قبل الفطار ويفطروا في المعسكر بتاعهم. لسه ما تاكدش، بس يعني الشكل اللي عندي كده هو ان انا اعمل تمرين قبل الفطار واروح افطر في المعسكر المغلق، بس كل ده هيبان بعد التمرين طبعا. اكيد ان شاء الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. ده كان معانا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، واللي قال لنا كل التفاصيل الخاصه بالفريق النهارده من خلال استئنافه للمران الخاص به استعدادا للمباراه القادمه، وبعد الفوز الهام جدا على فريق الترجي، واستعدادا لمباراه وادي دجله في بطوله الدوري اللي هي لا تقل اهميه بكل تاكيد بالنسبه للنادي الاهلي. اي مباراه بيشارك فيها النادي الاهلي هي مباراه اكيد مهمه، ويبقى الهدف الاساسي الفوز من خلالها. فعلشان كده بنتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هو يواصل مشواره سواء في البطولة الأفريقية أو البطولات المحلية المختلفة زي ما احنا متعودين دايما من قبل النادي الأهلي. نخش بقى سريعا في حلقة النهاردة، وإيه اللي عندنا النهاردة؟ عندنا الجزء الأول لقاء مهم جدا من خلال أستاذ محمد الجندي، هيستضيف فيه نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب الوطني رامي ربيع، أحد النجوم الكبار جدا في النادي الأهلي، ويمكن الفترة اللي فاتت يعني عانى من بعض الإصابات، وبالتحديد قطع في العضلة الضمة وبعض الالتهابات في الحوض. بالتالي رامي ربيع خلاص في المراحل النهائية بتاعته بشكل كبير جدا. هنطمن على رامي من خلال هذا اللقاء الهام جدا، وظهوره منذ فترة طويلة جدا رامي ما كانش بيظهر في قناة النادي الأهلي، لكن مهم جدا ان احنا نطمن كل جمهور النادي الأهلي على لعيب كبير بحجم رامي ربيعة. نتمنى له الشفاء سريعا والعودة للملاعب عشان يكون إضافة قوية جدا بالنسبة للنادي الأهلي. دي هتكون اول فقرة واول جزء معانا النهاردة من خلال هذا اللقاء الهام جدا مع رامي ربيعة. الجزء الثاني هكون معاكم بعض الفقرات الخاصة طبعا من خلال برنامج الأهلي الليلة، هيكون معنا فقرة خاصة بجمهور النادي الأهلي، وفقرة أخرى خاصة بالأهلي في كل حتة، وهي فقرة هامة جدا بنتكلم فيها عن بعض الأندية اللي بتحمل نفس اسم النادي الأهلي، بنعرف أخبارهم وآخر استعداداتهم لمختلف المباريات ومختلف البطولات اللي بيشاركوا فيها. وأيضا هيكون معنا فقرة عائلة النادي الأهلي، وهنقرب فيها بشكل كبير جدا لما يحدث داخل مقرات النادي الأهلي المختلفة، أكيد في فقرة أخرى من برة النادي الأهلي، ودي بتتخصص في بعض الأخبار اللي خارج أسوار النادي الأهلي. فبالتالي أكيد فقرات مهمة جدا ومميزة إن شاء الله تابعوها معنا من خلال برنامج الأهلي الليلة. ده هيكون الجزء الثالث. بالنسبة للجزء الثالث في حلقة الأهلي الليلة النهاردة، احنا عارفين إن احنا مستمرين معاكم من الساعة 7 لغاية الساعة 10 مساء، فبالتالي الجزء الثالث هيكون من خلال فقرة خاصة بالألعاب الأخرى من خلال تواجد الكابتن خالد العوضي، هيكلمنا عن بعض التقارير الخاصة ببعض الألعاب داخل النادي الاهلي والنشاط الرياضي. وايضا هيكون معاه فقره الضيف من خلال استضافه كابتن حاتم البحيري لاعب الفريق الاول لكره السله، اكيد هتكون فقره مهمه ومميزه جدا. تابعوا كل هذه الفقرات من خلال برنامج الاهلي الليله النهارده. لكن دلوقتي هروح سريعا لزميلي محمد الجندي عشان نبتدي معاه اول فقره النهارده. بشكرك على هذا التقديم والتفاصيل اللي تابعناها معاك عن لقائنا النهارده ومجموعه اللقاءات اللي هنجريها من خلال الاهلي الليله. شكرا لزميلي امير هشام. سريعا مره ثانيه الى كره القدم في يعني عجاله ان شاء الله في حاله استمرار، بتوقع باذن الله انه في حاله استمرار هذا التركيز الكبير من الجهاز الفني واللاعبين والانضباط الخططي اللي شفناه في مباراه الترجي على ملعبه ووسط جماهيره في البطوله الافريقيه، ان شاء الله انتظروا الاهلي باذن الله تعالى في نهائي البطوله الافريقيه او في نهائي دوري رابطه الابطال هذا الموسم.
وصولا إلى إن شاء الله حصد اللقب والانطلاق للمسابقات العالمية وكأس العالم للأندية مرة أخرى. وأيضا على المستوى بتوقع إن شاء الله وفقا للمعطيات اللي شايفينها والشغل على مستوى الإدارة ولجنة الكرة والجهاز الفني واللاعبين ودعم الجماهير وكل المحبين داخل وخارج مصر لهذا الكيان الكبير النادي الأهلي، هذا النادي العريق، بتوقع أنه خلال إن شاء الله 9 أو 10 أسابيع من عمر الدوري يكون الأهلي في الصدارة، وننتظر مشاهدة الانطلاقة الحقيقية خلال الأسابيع القليلة القادمة للأهلي محليا خلال مسابقة الدوري الممتاز، وبتوقع أن يكون في صدارة البطولة مع احترامنا طبعا للطموح المشروع لدى كل المنافسين وجهدهم وبذلهم للجهد من أجل المنافسة على كافة المستويات محليا ودوليا، وده حق مشروع للجميع. هننتقل بعد الفاصل نرجع سريعا لحضراتكم، هيكون معانا في استوديو الأهلي الليلة نجمنا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم وواحد من أفضل المدافعين في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية، وهنتكلم معاه عن أمور كثيرة جدا في كل الاتجاهات عن كرة القدم على مستوى الأهلي والمنتخب الوطني وطموحاته على المستوى المحلي والدولي، وأيضا الإصابات ومواجهته لهذه الإصابات وتخطيها بقوة وبعزيمة وإرادة إن شاء الله. هيكون معانا ومعاكم إن شاء الله في الأهلي ليلة بعد قليل النجم رامي ربيعة. فاصل ونعود. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، جدير بذكر انه في تنويهات هتظهر في هذا التوقيت على صفحه القناه، صفحه قناه الاهلي، من اجل استقبال كل تساؤلاتكم وكل الرسائل اللي حابين توصلوها لنجمنا النهارده، وكلمات يود كل مشاهد وكل محب للنادي الاهلي ولنجمنا رامي ربيعه ان توجه اليه من خلال هذا اللقاء. معانا ومعاكم في الاهلي الليله نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وواحد من افضل المدافعين المستوى الفني وقدراته البدنيه كلاعب، حتى وان بالفعل قامت الاصابات او ادت الاصابات الى تعطيل مشواره في بعض الفترات، لكن باذن الله يعود بقوه وافضل مما كان في الفترة المقبلة. بنرحب بنجمنا النهاردة في الأهلي الليلة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الكابتن رامي ربيعة. مساء الخير يا كابتن رامي. مساء الخير يا استاذ، سعداء بوجودك معانا وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى الأمة الإسلامية كلها، وطبعا سعيد بوجود حضرتك معايا ووجودي مع حضرتك. وأنا سعيد بوجودك معانا جدا ومشرف بوجودك معانا النهارده في بيتك على شاشة قناة الأهلي. أولا الحمد لله على سلامتك، عايزين نطمن عليك، وأكيد كل المشاهدين دلوقتي عايزين يعرفوا منك شخصيا أخبار برنامجك العلاجي والتأهيلي ووصل لحد فين هذا البرنامج. دلوقتي انا في المرحله الاخيره من مراحل العلاج، يعني الحمد لله عديت بوقت، يعني عديت بمرحله كبيره قوي من العلاج، لان المشكله عندي كانت مشكلتين في مشكله واحده، كان عندي قطع في العضله الضمه، وبعديها جالي زي تليفات في العضله، وزي بتبقى الاصابه ادت لمشكله ثانيه بالظبط كده، فكنت بعالج حاجتين في حاجه واحده، فكانت محتاجه مجهود ومحتاج وقت كبير. وجات اللعيبه قبل كده مرت بيها وكان عدت عليها وقت كتير، فهي اصابه بتحتاج وقت اكتر من محتاجه علاج. يعني ما فيش علاج يخليها تتعالج بسرعه بالظبط كده، هي محتاجه وقت طويل فعلا بالظبط كده، فهي محتاجه وقتها. فانا ماشي مع الوقت وبعمل اللي عليا وبقى ربنا يعني طبعا الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا قبل كل الاسباب الاخرى، بس طبعا ربنا امرنا بالاخذ بالاسباب. اكيد بالزبط. متابع برنامج طبي على اعلى مستوى بيقدم دايما لكل نجوم النادي الاهلي وبالتاكيد منهم نجمنا رامي ربيعه. الوقت اللي بيعلن حتى الان من الجهاز الطبي انه متوقع ان شاء الله تكون خلال قد ايه اذا صارت الامور بشكل جيد؟ دلوقتي انا كنت في المانيا، يعني خلاص لسه راجع من فتره، ويعني الراجل كان مبلغني ان هو في خلال 3 شهور أو شهرين باذن الله على حسب احساسك بالوجع تبتدي تنزل. فانا دلوقتي مع كابتن طارق عبد العزيز مخصص التاهيل عندنا في النادي، ماشي معايا بالتدريبات اللي حضرتك بتقولها، خد بالاسباب طبعا، فانا واخدها، بعمل الشغل البدني والجيم بحيث ان انا اقدر اقف على رجلي تاني، وابتدي في خلال شهرين ان شاء الله اكون جاهز باذن الله. طيب هنرجع نكمل كلامنا او نبدا فعليا الحوار، ولكن بعد ما نتابع مع نجمنا رامي ربيعه ومع حضراتكم هذا التقرير. يعد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واحدا من أبرز نجوم جيله لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية،
منحته الضوء الأخضر مبكرا للحصول على ثقة مدربيه حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2010. كان حينها لم يكمل 17 ربيعا. كان ربيعة هو حديث الوسط الرياضي، خاصة أن تصعيد لاعب ليلعب بالفريق الأول في هذا التوقيت هو شيء استثنائي. فلفت الأنظار وترقب الجميع هذا الفتى الصلد، تيقنوا أنه قادم ليس لقيادة دفاع ووسط فريق الأهلي فقط، ولكن لمنتخبات بلاده بكل الأعمار السنية حتى المنتخب الأول. سريعا عرف ربيع طريقه إلى التواجد المستمر للفريق الأول بالأهلي. شارك في الفوز بعدة بطولات محلية وقارية، انضم لجميع المنتخبات حتى فاز ببطولة إفريقيا تحت قيادة ربيع ياسين. انضم للمنتخب الأول وكان شريكا أساسيا في مشوار تأهل أحفاد الفراعنة إلى مونديال العالم الذي أقيم بروسيا مؤخرا. لكن الإصابة اللعينة كانت رصاصة غادرة في قلب فتى الأهلي ومعشوق جماهيره لتبعده عن حلمه الكبير. بكى ربيع كثيرا، لكنه قرر التحدي، تحدى تلك الإصابة ليعود للملاعب أولا، ثم يكون في مقدمة صفوف المنتخب الوطني الذي سيشارك في تصفيات مونديال 2022. رامي ربيعة ابن الأهلي حصريا على قناة الأهلي ليتحدث عن إصابته وحلم المونديال وشائعات الاعتزال. هبدأ الأسئلة من حيث انتهى التقرير اللي عرض لنا تفاصيل كتيرة جدا عن مشوارك كلاعب ونجم في النادي الأهلي ومنتخب مصر. شائعات الاعتزال، رامي ربيعة يعاني من مشكلات مزمنة مش هتمنعه انه يكمل مشواره كلاعب محترف. بتسمع ده، الناس بتسألك عن ده في الشارع، رد فعلك إيه لما بتشوفه على موقع من المواقع أو في أي صحيفة؟ لا، انت كلاعب كوره انت متعود انك تسمع الحاجات دي في السوشيال ميديا وفي الشارع، والناس تفهم كلام غلط او في ناس تكتب عليك بكلام غلط. انت متقبل المواضيع دي كلها، ويعني متفاهم المواضيع ومتفاهم الناس برضو غصب عنها، يعني تحب تعرف اخبار عن اللعيبه، تحب تعرف حتى لو غلط او صح، بس يحبوا يوصلوا للحقيقه، فغصب عنها تسمع الحاجه الغلط وبتصدقها. ده مش حاجه وحشه او حاجه تضايقك، بس ده اكيد بيلفت نظرك كلاعب، بس تلفت نظري ان انا بحب، انا من نوع الناس ان انا احب ارد في الملعب، يعني ما احبش ارد ان انا مصاب او حاجه، فركز في شغلي واركز في اللي انا فيه واركز في علاجي، بحيث ان انا اقف على رجلي لما لغايه ما يشوفوني في الملعب واقف على رجلي وبثبت نفسي، الناس كلها تفهم ان ده كانت اشاعات او اي فهم. ما بتهتمش بتفاصيل ان كل خبر تشوفه لو غير صحيح او غير دقيق ترد عليه. ممكن اكون انا فلسفتي غلط شويه، ان انا المفروض اواجه او ان انا اشرح للناس او ان انا افهمهم الصح، بس انا بحب كده. بس طبعا في الفتره الاخيره بدات اشرح للناس ان انا اصلا جالي اصابه ثانيه برده في الركبه، قالوا ان هي مزمنه. انا اول مره اشوف اصابه بتيجي في الركبه بتبقى مزمنه، يعني انا على حد العيل دايما مع كل اصابه اصاباتك، فحفظت يعني انا حفظت كلاعب كوره، انا حفظت ان هو اي اصابه هيبقى ماتش اعتزالي امتى واحدده، اتعودت على الرد على الحاجات. فانا بالنسبه لي بقيت بضحك بالحاجات دي، مش بتشدني قوي دلوقتي. انت سنك صغير ما شاء الله، رغم حصيله يعني الخبرات ومشاركتك في عدد كبير من المباريات والبطولات مع الاهلي ومع منتخب مصر، لكن ما زلت لاعب بدا مشواره بشكل مبكر جدا، فلاعب سنك صغير بلغه الكوره. دي حقيقه، فانا بستغرب بصراحه ان الناس بتقول يعني انا عندي انك تفهم ان اللي عندي ايه او الاصابه اللي عندي ايه، واكتب زي ما انت عايز، بس في حدود فهمك للموضوع اذا كان صح او غلط. يعني افهم مني او افهم من حد او دكتور يتعالج ليا واكتب اللي حد عنده معلومه بس بالظبط، يعني وقول اللي انت عايزه بقى، يبقى دي حاجه ترجع لك انت، انما ما تاخدش الكلام وخلاص من دماغك وتقوله. فانا برد على الناس طبعا دي اشاعه، ما فيش حاجه اسمها اعتزال، دي مجرد اجهاد في العضله الضمه اتسبب له انها اتقطعت، العضله اتقطعت
وبقى فيه التهابات ناتجه من القطع ده على العظم. فالعظم اي علاج ليه بياخد وقت طبعا. ده في طبعا. اي حته يعني يعني في اي حته في جسمك، كوعك، اي حته في جسمك، دايما العظم بياخد وقت. دي مشكله فعلا. فانا عندي دلوقتي مشكله في الحوض اللي هو العظم ملتهب، فبياخد وقت كبير عقبال ما الالتهابات يعني والألياف. الفيصل دلوقتي اللي قالوه الخبراء هنا في مصر وفي المانيا انه استجابه رامي ربيعه للعلاج وحديثه ان شكوته خلاص انتهت بالظبط، والاصابه ده اللي هيحسم موعد مشاركتك بالظبط كده. وانا احساسي بالوجع دلوقتي الوجع بدا يقل والحمد لله، بدات اشارك في التمارين اللي هو ببتدي اباص خفيف، بجرب حاجات بالكوره، الروتيشن، الترنات والحاجات دي بعملها دلوقتي، ما بقاش فيها الحمل بدا يزيد عليك بالزبط. في معدلات الحركه اللي بتعملها في المباريات بشكل تدريجي دلوقتي تماما كده. فابتدي ازود الحمل مع الوقت والتاني، بحيث ان انا قبل شهر واحد اكون متواجد مع الفرقه ان شاء الله، وابتدي ادخل معاهم في المباريات. اثرت قوي زي ما التقرير قال انك ما كنتش مع المنتخب في المونديال. طبعا ده سي في كبير قوي لكل لعيب، يعني ايا كان النتائج او ايا كان الناس اخفقت او شكل الاداء بالظبط. بس دي حاجه بتبقى لاولادك فيما بعد، يعني يعني انت برضو بقالك كتير ما دخلتش كاس عالم، فتبقى يعني لو هتحكي لاولادك او هتحكي لاسرتك او حاجه تبقى حاجه هم فخورين بيها. يعني يعني ايا كان الاخفاقات دي بتحصل في جميع المنتخبات، انت شفت الارجنتين، شفت المانيا اخر، يعني في منتخبات تقيله انت ما كنتش تستغرب. لكن كل لاعب عنده حلم انه يتقال عليه في يوم من الايام كلمه او مصطلح اللاعب المونديالي بالظبط. الكلمه دي لها قيمه، لها ثمن عند الناس، وبالاخص في مصر لان انت مريت بفتره كبيره جدا مش موجود في كاس العالم، فدي بالنسبه لك كانت وجودها لاول مره، يعني بعد فتره دي بتبقى احساسها حلو ايا كان بقى نتيجتها ايه، وحشه حلوه بقى. انا مع الناس ان هي كانت وحشه، وطبعا الاخفاق كان كبير والناس كانت حاطه حمل كبير على المنتخب، بس يعني في اكيد سنوات جايه ان شاء الله. انا بالنسبه لي انا كلاعب كوره حطينا رجلينا على اول الطريق، بعد كده نبتدي بقى نركز بقى فاهم في الاداء، نبتدي ستيب باي ستيب كده الدنيا تبقى احسن. رامي ربيعه من اللاعبين اللي بيعتبروا جوكر، بيقدر يلعب في اكتر من مركز، هاف ديفندر، بيلعب مساك، بيلعب ليبرو، عنده القدره انه يؤدي ما يطلبه الجهاز الفني في اكتر من مركز، ومدافع كان عندك دايما في المباريات كمان قدرات تهديفيه، وعندك دريبلينج او قدره عاليه على الكنترول على الكره. تمام. بتشوف نفسك ازاي، حلمك بتفضل وجودك فيه في كل المراكز اللي شاركت؟ انا في بدايتي في الناشئين خالص، يعني بدايتي في النادي الاهلي وانا عندي، انا في الناشئين وانا عندي 8 سنين في النادي الاهلي. فبدايتي خالص اول ما لعبنا بدايه مباريات، يعني ملعب كبير 11 بلعب باك رايت، يعني عمري ما لعبت مساك، عمري ما لعبت ديفندر، عمري ما لعبت اصلا باك رايت، يعني موجود مثلا كابتن محمد، كابتن عمرو انور، كابتن بدر كانوا بيلعبوني باك رايت دايما يعني. فانا بدات العب مساك على كبر، بدات العب الديفندر دي يعني كابتن حسام بدري كنت اول مره العبها معاه، كان في كاس العالم للانديه قدام مباراه بعد اصابه مع الفريق الاول، مع الفريق الاول كانت اول مره العب فيها ديفندر، كنت بعد اصابه حسام غالي، بس اول مره بقى ديفندر صريح اللي هو انا وواحد جنبي، يعني كنت في الاول بلعبها بس ثلاثه وانا اللي ببقى في النص، اللي بحس ان انا ابقى ليبرو متقدم، يعني ابقى برضو تلعب ورا الاثنين هاف ديفندر بينهم وبين المساكين بالظبط، فكاني مساك يعني ما تعتبرش ديفندر. فاول مره في حياتي العب ديفندر صريح اللي هو بعد اصابه حسام غالي في كاس العالم للانديه يعني. فدي كانت بالنسبه لي هي عجبتني، يعني بوزيشن عجبني ان انا ببقى حر بالكوره، بتجري في الملعب كتير، انا بحب ان انا ما اقفش في مكان، يعني انا بحب في الملعب اجري كتير، مجهودي كتير في الملعب. فانا بالنسبه للديفندر دي بحبها، بحس ان انا ازيد عندي حته الزياده زي ما حضرتك قلت. حسام غالي كان من نجوم في المكان ده وكان عنده القدرات الدفاعيه، لا بس حسام غالي اعلى بكتير والجانب المهاري كمان كان مخلي عنده دور البلاي ميكر والقدرات الهجوميه والتهديفيه. طبعا كابتن حسام غالي اعلى بكتير في الحته دي لان هو عنده الكنترول على الكوره اعلى مني بكتير، بحس ان انا عشان مساك شويه فانا متعود ان انا استلم والعب بسرعه، استلم والعب بسرعه، فاهم يعني عايزه وقت، وعايزه عندك نزعه هجوميه بالظبط. عندي نزعه هجوميه كتير بتقرب من دي، محتاجه ماتشات كتير، لو لعبت ماتشات كتير دي تيجي بالماتشات، فاي حاجه بتيجي بالتمرين واي حاجه بتيجي بالماتشات. فانا بالنسبه لي بفضل ان انا العب ديفندر بحيث ان انا ازيد كتير وهاجم كتير. مين على المستوى المحلي قلت انك معجب جدا كنت باداء النجم حسام غالي، كابتن حسام في المركز ده، على المستوى الدولي مين اللاعبين اللي شفتهم متميزين ونفسك تادي بنفس الشكل ده في مركز الهاف ديفندر؟ في عندك يعني بحب مودريتش، بس مع ان هو مختلف تماما عني، هو يعني متقدم شويه. عندك
تشافي، عندك انيستا، في لعيبه كتير بس هم مختلفين عني تماما، هم مهاريين اكتر، انا دفاعي شويه بس في نفس الوقت لما بلاقي فرصه ان انا ازيد بيها بالكوره او اعمل دريبلينج بالكوره لقدام بعملها، لانما مش بلاقي، بس المهمه الاساسيه بتاعتي ان انا ادافع، بتركز على الدفاع يعني لو المدرب بيطلب مني في المحاضره اللي قبل المباراه ان انت تنزل تسيب الحريه للي جنبك، يعني الديفندر اللي جنبك هو ليه الحريه شويه، انا اساعد الاثنين المساكين واميل مثلا لو على الباك رايت او على منك اكتر مهام دفاعيه الاثنين، بس انا ما بسمعش الكلام شويه ممكن ابقى في عشان تقدر تجيب اجوان. لا يعني مباريات كتيره كهادر في العاب الهواء في الكرات المشتركه في التسديدات بتقدر تعمل ده، يعني في ماتش النجم الساحلي اللي كسبنا فيه 6-2 انا بالنسبه لي انا لاعب ديفندر، يعني هو كان قايل لي كابتن حسام بدري ان انا ما هاجمش، اسيب الحريه لعمرو السوليه، يعني ما قاليش هاجم خالص، يعني انا بالنسبه له انا مساك ثالث، يعني ما قاليش خد الكره واجري، قال لي بس انت تلعب ناحيه علي معلول عشان علي بيحب يهاجم كتير، تغطي ناحيه، فانا غطي ناحيته وغطي مع سعد ونجيب، دي كانت مهمتي في ماتش النجم. بس انا يعني انا ما بحبش اكون يعني زي ما بيقولوا كده ماليش دور في الفرق، يعني ده دور مهم بالنسبه لي، بس انا بحب اعمل حاجه زياده، بحب اعمل لما بتلاقي فرصه زيادة. تعمل اكتر من الجهاز الفني طلبه بالظبط، وكان اللعيبه بصراحه في المباراه دي كانت مساعداني، وكانت لا الفريق كله كان بيلعب بشكل مميز جدا، والجمهور كان معانا يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه، لان احنا كنا موقفنا صعب جدا هناك. طيب شايف ازاي فرص العوده للتشكيل الاساسي للاهلي في اسماء جديده؟ سليف كوليبالي، في بعض الاسماء دخلت على الفريق في السنوات الاخيره سواء في مركز الوسط المدافع او في مركز المساك، شايف المنافسه معاهم ازاي؟ وهل لاعب بحجم وقدرات رامي ربيعه بيبقى متخوف جدا من رجوعه من الاصابه، خايف على مكانه في الملعب ولا لا؟ طبيعي اي لعيب في الدنيا لازم يخاف على مكانه، لازم يخاف على مستقبله، لازم يخاف على التفكير بالظبط، التفكير مطلوب، يعني حضرتك اكيد في مكانك بتبقى خايف ان حد مثلا يجي ياخد مكانك، كلنا ده طبيعي، ده انت لو ما خفتش يبقى ما يعني ده جزء من الطموح بالظبط كده، فالخوف ده طبيعي، بس احنا دلوقتي مجموعه واحده، مصلحتي في مصلحه النادي، مصلحه اللعيبه اللي جايه، يعني احنا طول عمرنا اتربينا على النادي الاهلي، في النادي الاهلي اللي جاي ده تبعك مش ضدك، يعني تساعده لو في حاجه، يعني انا شفت امثال كتيره قدامي، ابو تريكه، كابتن وائل جمعه، لا يعني اللي بيجي عليهم بيعلموه بيوجهوه، اعمل ده ما تعملش ده، ده غلط، خلي بالك من كلامك، اسلوبك، فانا لما شفت الكلام ده بقت يعني انا مش خايف على مكاني في وجود اللعيبه زمايلي، انما انا خايف على مكاني ان انا اكون متواجد اساسي، انما انا طالما مش متواجد والنتيجه في مصلحه النادي الاهلي واحنا بنكسب، انا بالعكس انا مبسوط، اللعب مبسوط بالمنافسه اللي فيه عناصر ثانيه مميزه جنبك في الفريق بالظبط، هو يبقى بينافس على مكانه وانا بنافس على مكاني وكله يعني اللي هي في مصلحه المدرب لما يشوف. قيل انك كنت بتبقى سعيد جدا بالدويتو مع احمد حجازي في الملعب قبل احتراف في انجلترا بالظبط، لان انا حجازي انا معاهم في المنتخب وانا عندي مثلا 17 سنه، هم كنت انا متصعد منتخبهم، هو حجازي اكبر مني بسنتين، انا كنت بلعب مع كابتن ضياء السيد كان هو ماسك المنتخب بتاعهم، كان منتخب 20 سنه، انا كان عندي 18 سنه ساعتها او 17 او هم كانوا المنتخب اللي 19 سنه، فكنت بلعب معاهم بطوله افريقيا، فانا على طول مع حجازي، يعني كان يعني من صغرنا ففاهمين بعض شويه، حجازي بيبقى قريب مني في اللعب، توجيهاتنا مع بعض، فاوريدي يعني احنا الاثنين نفس الدماغ شويه، فبنندمج مع بعض في الماتشات، يعني مش بنحتاج المجهود الكبير قوي ان انت تفهمه، يعني انا بالنسبه لي حجازي اقرب، شايفينك في الملعب اهو اقرب حاجه قدامنا مع حجازي يعني اعتقد ان كل لاعب بيبقى فيه طبعا بيقدر يتفاهم مع زمايله، اللاعب المحترف بيقدر يلعب مع اي زميل ويتعاون معاه ويبقى فيه تنسيق بينهم وفاهمين بعض في ملعب، بس بيبقى فيه دويتوهات لها وضع خاص جدا، في لاعب بيبقى هو الاقرب لطريقه لعب رامي ربيعه ومتفاهمين اكتر، هل حجازي كان اللاعب ده؟ حجازي بيكملني، يعني احنا مش متقاربين بالظبط في طريقه الاداء، بس هو بيكملني، يعني في حاجات بتبقى ناقصاني كتير في حجازي، فانا بتكمل بالظبط كده، فاحنا الاثنين يعني مش شرط نبقى نفس الستايل اللعب، يعني هو انا في حاجات كتيره ناقصه، مثلا هو اطول مني شويه، هو اقوى، هو يعني في حاجات احنا بنكمل بعض بيها، هو ده التيم الكوره اللي احنا بنحتاجه، في لعيبه مهاريه جامد، يعني انا مش محتاج اكون مهاري وانا جنبي واحد مهاري، فاهم قصدي؟ انا بقى اكمله بسرعه، اكمله بقوه في الالتحامات واداء دايما في يعني القوه دي بالظبط كده، فهو انا لو انا عندي نفس القوه او نفس الطريقه بتاعته ممكن ما نتفاهمش مع بعض.
لو بتفضل الاثنين المساكين يبقى كل واحد عنده قدرات بالظبط، لان احنا بنكمل بعض، ستايلين مختلفين. انا احب كده لان احنا بنكمل بعض، انا ناقصني حاجه هو يبقى شايلني فيها، وهو ناقصه حاجه انا اشيله فيها. لو احنا الاثنين زي بعض، وافرض مثلا يعني حظنا السيء ان احنا الاثنين عندنا نفس الـ المشكله، عندكم دروب او قصور في حاجه معينه، مثلا احنا الاثنين بطاء، او احنا الاثنين قصيرين، او احنا هتبقى مشكله باينه بالظبط، هتبقى مشكله. انما مثلا واحد قصير واحد طويل، واحد يساعد الثاني كده. انا بالنسبه لي ببسط اكتر لما الاقي حد بيكمل. بعد احتراف حجازي، بعد احتراف حجازي، مين الاقرب للتفاهم؟ مجموعه متميزه جدا موجوده، سليف كوليبالي، ايمن اشرف، سعد سمير، مجموعه من النجوم موجودين، نجيب، كل النجوم الموجودين. هل مطمئن ان المجموعه دي قادره على تحقيق الطموحات، وانكم مش محتاجين اسماء جديده تنضم لكم في الفتره الجايه في خط الدفاع؟ الاسماء الجديده اللي هتيجي دي بتاعه المدير الفني، ودي بتاعه النادي، دي قرارات النادي. انما احنا كجروب، احنا يعني كلاعيبه على ثقه ان قدراتكم بالظبط. احنا لعبنا مع بعض كتير جميل. يعني هو انا مش يعني عشان قلت ان انا بلعب مع حجازي يبقى هو ده اللي برتاح له، بس انا لعبت مع كتير، مع سعد لعبت كتير، مع نجيب، سليف كولبالي لسه ما لعبتش معايا، يعني ايمن اشرف برده لعبت معاه، كان برده معانا في المنتخب. فاحنا حافظين بعض. بس انا يعني كنت بشرح لحضرتك ان هو في واحد ممكن يعني يكملك في الملعب، فسعد ونجيب طبعا لعبت معهم كتير، ونجيب لعبت معاه في نهائي الكاس قدام المصري السنه اللي قبل اللي فاتت، وخدنا الكاس من المصري. سعد لعبت معاه ماتشات كتيره قوي مهمه، منها الترجي، ومنها النجم، ومنها والزمالك، ولعبنا ماتشات كتيره. فاحنا متفاهمين مع بعض. بس اللي انت كنت بتقوله يعني اللي هو انا حجازي بالنسبه لي عشان ايه، من صغرنا مع بعض قوي يعني، وبنتكلم بره الكوره كتير. طيب هل بتطمن جمهور القناه وجمهور النادي الاهلي في كل مكان على خط دفاع الاهلي؟ شيء احترافي ومحترم جدا، وعهدنا بيكوا دايما نجوم النادي الاهلي انكم بتتكلموا في الامور الخاصه باللاعب وحقوق اللاعب انه يتحدث عنها اعلاميا، زي ما قلت ان الامور الخاصه بالتعاقد او الرؤيه دي بالزبط. شغل مجلس الاداره ولجنه الكره والمسؤولين في النادي. لكن المجموعه اللي عليها المسؤوليه بالفعل، عندكم ارتباطات كتيره محليه وافريقيه، وان شاء الله دوليه بعد الوصول باذن الله لكاس العالم للانديه. هل بتطمن جمهورنا دلوقتي ومشاهدي القناه انه دفاع الاهلي الجيل الحالي على قدر المسؤوليه وكافي واكثر لتحقيق تطلعات الجمهور؟ هي الحاجه الوحيده اللي اقدر اطمن الجمهور النتائج. انت النتائج، انت دلوقتي بره ملعبك يعني ماتش الترجي زي ده ماتش تقيل جدا بره ملعبك، ما دخلش فيك اجوان، ماتشات تانية بتكسبها ما يدخلش فيك جوان، فدي حاجة تطمنك. ده دليل ان الدفاع كويس ايا كان بقى، رامي ما بيلعبش، رامي بيلعب، سعد، نجيب، ايمن، كولوبالي، اي حد من المجموعة ايا كان مين، انت النتيجة عندك بتكسب وما بيدخلش فيك جوان، فده يطمنك. يعني انا مش بتكلم بقى ان احنا جامدين ولا لعيبة كلام بالارقام، لا بالارقام. انت عندك ارقام دلوقتي، انت بتلعب بره ملعبك وكسبت 1-0 ما دخلش فيك جوان، مع ان مضغوط طول يعني في ضغوطات من الترجي ده طبيعي، وفي ملعبهم لان الموضوع صعب. فانا شايف ان النتائج لا، انت في مصلحتك لان انت بتبين كده ان انت دفاع قوي. فما شاء الله عليهم، هم ماشيين كويس جدا وماشيين باداء كويس ويكملوني. يعني انا لما ارجع من الاصابه هتلاقيهم هم شايليني، بيساعدوني، بيوقفوني على رجلي. لحد ما توصل تدريجيا للتوب فورم بتاعتك كلاعب. بالظبط، احنا تعودنا في النادي الاهلي على كده. يعني ما فيش حد بينافس حد انه يوقعه، لا انا ساعدك وننافس بعض، ومدرب ليه اللي حقيقي. طيب هرجع لقصه احمد حجازي تحديدا في امر خاص بطموحاتك في الاحتراف الخارجي قبل ما نرجع الأفريقية، ورؤيتك لمستوى المنافسين والمنافسين في الدوري في البطولة المحلية هذا الموسم. أحمد حجازي بعد ما تكررت إصاباته، كانت إصابات أيضا مؤثرة جدا، قدر يرجع بقوة فنيا وبدنيا، وقدر يوصل لأعلى مستوى في مشواره كلاعب ويحترف في دوري من أقوى الدوريات في العالم. هل ده بيحفز رامي ربيعة وبيخليك يعني شايف القصة دي ممكن تشجعك أنك ترجع بقوة كمان حلم الاحتراف في أوروبا كمان في الفترة الجاية؟ الاحتراف ده يعني حق كل لاعب. يعني أنا مش شايف أنه هو غلط في لأي لاعب، أو أنه هو ده يبين أن أنا بقلل من قيمة النادي الأهلي أو حبي للنادي الأهلي أو انتمائي للنادي الأهلي. احتراف بره مصر طبعا دي حاجة تفيد المنتخب وتفيد بلدك، وتبقى خطوة زي ما شاء الله النني ومحمد صلاح و كوكا، يعني ببارك له طبعا ان هو انتقل للنادي، راح نادي اولمبياكوس، واحد من اشهر انديه اليونان، وطبعا النادي له اسمه. فكل ده بيفيد النادي، بيفيد المنتخب. فالاحتراف بالنسبه لي انا يعني انا شايف ان هو من حقي، بس يعني دلوقتي في حاجات مهمه للنادي الاهلي، في امم افريقيا لسه، يعني قصدي البطوله الافريقيه للنادي الاهلي محتاجين نركز فيها، لان بقى لها كتير غايب عن النادي الاهلي. فالواحد ما بيفكرش دلوقتي في اي احتراف، يعني اعمل حاجه للنادي اللي هو شالني كتير
بعد كده افكر في نفسي. عندك حلم الاحتراف بالظبط يعني، حتى لو مؤجل بالظبط هو اصله مش عيب يعني، بس دلوقتي في اولويات، هي بتتحسب بالاولويات. انت النادي محتاجك او محتاج سين من اللعيب من اللعيبه، فانت دلوقتي بتفكر في مصلحه النادي دلوقتي، وساعتها النادي لما يلاقيك انت بتقدره هو هيقدرك يعني. هي حاجه مش ايه الدوري اللي لو جات لك فرصه في يوم من الايام والاهلي فتح لك الطريق لده وقال احنا دايما النادي الاهلي فلسفه مجلس ادارته ان احنا بنبحث عن الافضل للاعب وللنادي بالظبط، هو ده صفقه واحده وفي قرار واحد. هل لو جات لك الفرصه في وقت من الاوقات الاهلي وفر لك المناخ اللي يسمح لك بالاحتراف الخارجي وكان عندك عروض، ايه الدوري الاقرب اللي تتمنى تكون فيه؟ هو الانجليزي يعني، انا شايف ان هو اقوى دوري واحسن دوري ودوري الناس كلها متابعاه، فده بالنسبه لي ده حاجه كويسه يعني، او ده بالنسبه لي التوب يعني. فالدوري الانجليزي ده انا شايفه احسن حاجه، بس زي ما قلت لك يعني انا ما بفكرش في الستيب دي غير لما احقق حاجه مع النادي الاهلي اللي هي بطوله افريقيا اللي هي غايبه بقالها كتير يعني. انا نفسي اعملها. ده هدفك، ده التارجت دلوقتي المرحلة. او تارجت اللعيبه دلوقتي كلها، اللعيبه دلوقتي تركز ان هي تعمل حاجه للنادي الاهلي، لان زي ما قلت لك النادي الاهلي مش هيربطك او مش هيكتفك ان انت تسافر. لا طبعا النادي الاهلي طول عمره ما بيديك فرصه، بالعكس بيقول للاعب دايما بالظبط استنى الفرصه المناسبه والعقد المناسب لك كمان اللي فيه قيمتك ويساعدوك بالظبط ويودوك وانت واقف على رجلك مش هاي. طب التجارب اللي فاتت سبورتنج لشبونه، لا دي حظي ومش فيها قوي، ايه اللي حصل او التجربه ليه ما وصلتش او ما حققتش النجاح اللي كان متوقع لها؟ هو المدرب ما بيحبناش يعني، حتى شيكابالا كان قبلي موجود هو ما بيحبش شيكابالا ولا بيحبني يعني. هو اللي جايبنا رئيس النادي يعني، رئيس النادي هو اللي متعاقد معانا. فلما رحنا قابلنا مدرب كان هو المدرب القديم كان مشي، فجي مدرب جديد هو مش ماركو سيلفا هو اللي بالظبط كان ماركو سيلفا، فهو مش حبيبنا ولا حبيب شيكابالا ولا حبيبني. فاللي هو انت ما استحاله تعمل حاجه واحد ما بيحبكش. طب سؤال، هل كان انطباعك وانطباع شيكابالا في الوقت ده لو كنت اتكلمت معاه وممكن تعبر عن وجهه نظره طبعا لك الحق في ده او لا، هل كان رؤيه فنيه من المدرب هو مش مقتنع بقدراتكم الفنيه ولا امر شخصي؟ لا لا هي تبقى رؤيه فنيه يعني، ما فيهاش حاجه شخصيه شخصي يعني، هو ما كانش مقتنع بقدراتكم. لا لا ملهاش امر شخصي يعني، دي من وجهه نظري يعني ما اتكلمناش، بس هي بتبقى وجهات فنيه وانا شايفك ان انت في لعيبه تانية اصح منك انها تلعب، دي وجهه نظره. زي مثلا انا شايف مثلا ان في لعيبه تانية احسن مني بس موجوده في انديه تانية، بس انا الحظ ان انا موجود في النادي الاهلي وهم بره النادي الاهلي. هي بتبقى كده، فانا شايف ان هو دي وجهه نظره الفنيه ان هو احنا ما بنلعبش، فكانت الموضوع صعب بالنسبه لي. وانا رحت كمان حصل لي برضو دروب كده، كان في كنت مصاب من النادي الاهلي هنا ورايح وانا مصاب، بس كان برضو حصل برضو جدل وان انا بعمل الكلام ده عشان امشي من النادي الاهلي وبضغط على النادي الاهلي ان انا امشي واحترف وبتاع. فلما رحت هناك اتضح ان انا عندي مشكله في عضلات بطني السفليه وعملت عمليه هناك فده عطلني اكتر من مدرب ما هو معطلني اصلا. فده صعب عليك مهمه كمان انك تقنع المدرب بنفسك بالظبط كده، انك ما بتشاركش ومش جاهز او بتتعالج من فانا عشان ماشي بطريقه كويسه برضو والنادي الاهلي ماشيني بطريقه كويسه، لما طلبت ان هم كانوا حصل في ان النادي الاهلي كلمني وكانوا عارفوا ان انا خلاص يعني عايز امشي من سبورتنج وان انا اروح حته تانية، كنت المفروض اروح تركيا. فالنادي لما عرف فبدانا نتناقش ونتكلم ورجعت على طول. ده بقى وجهه نظري اللي انا بقولها لحضرتك، اللي هو لما امشي وانا متفاهم مع النادي الاهلي احسن ما امشي غصب عنه طبعا. اللي هو لما احتاجه هلاقيه. فدي العكس، ده اولاد النادي الاهلي ابنائه اللي بيحترموا النادي ويعرفوا النادي الاهلي حق المعرفه وحق قدره، اعتقد ان دايما بيبقى لهم مكان في ناديهم حتى بعد الاعتزال. دايما النادي بيبقى فاتح لهم مكان وابواب وفرص، لانه حتى لو واحد مش من الجيل اللي خرج من ناشئين من النادي الاهلي، لا مش من اولاد النادي، طالما خد بطولات معاه وانتقل للنادي الاهلي، طالما خد بطولات حب النادي ده حضرتك النادي ما بينساش ده ابدا، وبيشوف دول مستمرين ولهم مكانتهم في النادي. دي حقيقه، وبيديله مقدرته او مديله حجمه في النادي. لا يعني انا شايف ان انا يعني حلمي ان انا احترف تاني ان شاء الله لو في بعد ما ترجع بقوه، بس بعد ما ارجع بقوه وبعد ما اثبت نفسي وبعد ما اشارك البطولات للنادي. دي انت حتى هتخرج وانت واقف على رجلك. طيب هرجع للبطوله، مسيره زملائك الجهاز الفني واللاعبين، الجهاز الفني الجديد بقياده باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف مع المجموعه من النجوم الموجوده حاليا، انهم قدروا يقلبوا الامور لصالحهم مره تانية بعد التراجع اللي حصل في رصيد النقاط والعوده للتالق وصداره المجموعه والفوز على اقوى منافس في المجموعه على ملعبه. شايف الاهلي ازاي حاليا؟ طبعا النادي الاهلي يعني عدى شوط كبير قوي يعني، كان اخر مجموعه وكان في مشاكل وكان في ناس بتقول لك الاهلي مش هيصعد ومشكله ده مش لاعب النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، بس طول عمره النادي الاهلي معروف بالتحديات يعني. احنا كلعيبه كمان
ما تحسش بقيمة اللي بتعمله غير لما يعني زي ما بيقولوا كده بتحط نفسك في مواقف صعبة. يعني لما تحط نفسك في مواقف صعبة انت بتلاقي تخرج منها تعرف بتحس بقيمة روح النادي الاهلي وفانيلة النادي الاهلي. فانت بالنسبة لك بتبقى فرحتها احلى. يعني انت كان انا فاكر مباراة الترجي هناك, احنا هنا متعادلين 2-2, رحت هناك في الترجي يعني كانت فرحتها احلى انك انت اتصعدت بعد مجهود وبعد معاناه وبعد, فبتبقى فرحتها احلى. انا شايف ان النادي الاهلي يعني دلوقتي فرحتها احسن ان انت دلوقتي اول المجموعه, تبتدي تركز في الماتشات الجايه برده تاخدها على محمل الجد, وتبتدي تركز في زي ما انت كنت ماشي يعني بدات تمشي كده مع المدير الفني, طبعا بدات تمشي بخطى كويسه, واتمنى ان هم يكملوا على يستمروا في الاداء ده بحيث ان هم احنا هدفنا السنه دي بطوله افريقيا ان شاء الله. شايف ان قيمه البطوله بالنسبه لكم هتزداد ان شاء الله بعد ما رجعتوا بقوه بعد ما الموقف كان صعب؟ دي حقيقة. احنا السنه اللي فاتت كنا بنفكر فيها قوي, يعني وصلنا للنهائي وما كانش فيه حظوظ قوي او ما كانش فيه نصيب ان احنا ناخدها. السنه دي نبتدي ان شاء الله ناخدها باذن الله. يعني انا شايف ان هي ستيب باي ستيب برضو, يعني ان شاء الله وصلنا للنهائي السنه اللي فاتت, السنه دي ان شاء الله بتاعتنا باذن الله. طيب المنافسه في الدوري, انطلاقه الدوري, الاهلي دايما ارتباطاته كثيره جدا محليا ودوليا, ولاعبي الاهلي بنقول انهم من اللاعبين اللي ما بيلحقوش فعليا ياخدوا راحه بين الموسم. ودي مشكله في الاصابات دي كمان, يعني دي مشكله تانية. يعني الاصابات حوار ان الدوري مع بطولة افريقيا مع ماتشات مع كلها ضغط الدوليه من كل بتكون بالظبط ما بتاخدش راحه, فدي مشكله كبيره. يعني بره انت بتقول يعني بره ما بيتصابوش كتير لعده عوامل. انت عندك الاراضي, الملعب اللي بتلعب عليه في مصر لوحده ده كفيل انه يسيب اي حد. يعني الملاعب اللي بتلعب عليها مش مجهزه. يعني انا واحد من الناس بتعب دلوقتي, شايف ان الملاعب اللي بتلعب عليها ماتشات الدوري فيها مش مجهزه. انا نفسي بتعب, يعني انا يعني ما يعني يعني تخلي الواحد يلعب وهو متضرر. يعني بتبقى عايز تلعب وتكسب, بس انت في نفس الوقت الارض مش مساعداك. يعني بره الارض انت بتشوف عامله ازاي حتى في الكاميرا يعني. فالموضوع بالنسبه لي انا صعب, وغير كده ضغط الماتشات مع الدوري مع الحاجات دي, فدي طبعا بتبقى بتخلي اللعيب بيبقى عليه لود او عليه حمل زياده, فدي بالنسبه لي بتبقى صعبه يعني. طيب المنافسه في الدوري هذا الموسم, المنافس التقليدي دائما ابدا مباريات القمه دائما, والمنافسه بين الاهلي والزمالك. الاسماعيلي فريق له تاريخه دائما في حسابات المنافسه, فريق زي المصري اتطورت نتائجه بدرجه كبيره وشكل اداؤه الفتره اللي فاتت مع انديه اخرى ظهرت بقدرات تمويليه كبيره وبقى عندها قدره على التعاقد مع عناصر متميزه. شايف ازاي حسابات المنافسه الموسم ده؟ هو البطوله المحببه للنادي الاهلي الدوري, ايا كان بقى تمويلات ماليه ضخمه, تجهيزات, منافسين, طبعا كل ده يساعد ان الدوري يبقى شكله حلو. بس انت في نفس الوقت النادي الاهلي هو النادي الاهلي, هو المنافسه بتاعتك على الدوري ما فيهاش نقاش. يعني ممكن تخسر دوري, ده طبيعي, دي سنه الحياه انك تخسر, بس ما تطولش خسارتك او هزيمتك ما بتزودهاش او ما بتاخدش وقت. يعني الحمد لله احنا بناخد كبوه يعني مثلا سنه ما بتحصلش تاني يعني. فانا شايف ان المنافسين طبعا دي حاجه كويسه, او حاجه بتبقى الماتشات المشاهد بيستمتع ان هو يتفرج على الماتشات دي, او بيبقى فيه منافسه. انا شايف ان هي حاجه حلوه. شايف الدوري هيبقى اصعب من الموسم اللي فات شكل المنافسه فيه, لان الاهلي كان حسم البطوله الموسم الماضي يعني من بعد الدور الاول تقريبا, وبدا بقى الفرق يتسع مع المنافسين بالزبط. كانت محسومه من بدري قوي. انا شايف ان هو يعني النادي الاهلي دلوقتي يعني لازم يركز اكتر من كده في الدوري. احنا برضو يعني احنا كل شغلنا على البطوله الافريقيه زي ما بقول لك. يعني الدوري برضو مهم, بس معروف ان النادي الاهلي بيعرف يلم نفسه بسرعه, يعني يراجع نفسه بسرعه. فان شاء الله نبتدي الدوري المكاسب واحده ورا الثانيه, وتبتدي بقى تحدد يعني نص الدور الاول. ابتدي اقول لك مين اللي هياخد الدوري نص الدور الاول. نص الدور الاول, لان هتبقى في مشاكل يعني, او في اخر الدور الاول هتبقى في بقى بنات بتضيع في مثلا فرق مثلا تبتدي تظهر او تتعب. بيبان بالارقام مين الفرق مع الاهلي اللي قادره تمشي وتجمع اكبر عدد بالزبط. من النقاط. وطبعا الزمالك هو دايما اللي بيبقى معانا, ودايما بيبقى طبعا لان نادي كبير ونادي ليه طعم المنافسه حتى في البطوله. بتبقى احسن الزمالك دايما, بتبقى احسن يعني. انا لما اشوف ان الزمالك ياخد منك كاس او ياخد منك دي فعلا بتبقى حاجه كويسه, لان انت بتبقى حاطط في دماغك ان السوبر لا انا لازم اكسبه, انا خسرت الماتش اللي فات لا لازم اعوض الماتش الجاي. فدي بتبقى ليها طعم كلاعب كوره يعني. الحياه ملهاش طعم طول ما انت بتكسب على طول. انت نازل عامل حسابك انك هتكسب في مباراه السوبر في الامارات, وانت بتشاور للجمهور كنت بتقول لهم ايه؟ عايز تقول للجمهور ايه؟ اللقطه اللي شفتها في التقرير. لا لانه يعني
يعني كانت الكلام كله ان هو الزمالك بعد السنه دي يعني خد كاس وخد دوري والدوري السنه الجايه والدوري اللي بعديها، الناس كانت بتتكلم بتقول كده، فاللي هو النادي الاهلي عمره ما يسيب الفرصه دي تضيع. يعني هو ده اللي بقوله لك، يعني لو الزمالك خد كاس تبقى انت حاطط في دماغك ان انت لازم تاخد الكاس الجاي، تاخد الدوري الجاي. فهو ده متعه الماتشات، انت بتلعب عشان كده مش بتلعب عشان تكسب طول الوقت، بتحب المنافسه بين انديه القمه والانديه. انت شفت الحماس بتاع حسام غالي في المباراه دي؟ يعني طبعا. حسام غالي كان بيطير في المباراه، تلاقي الالتحامات حتى من لعيبه الزمالك، الزمالك برضو عملوا جيم كويس جدا، كان فيه التحامات كويسه، الماتش كان حتى الناس اللي قاعده في المدرجات يعني انت حابب المباراه بتتفرج ومستمتع، في جون هنا وجون هنا وتخسر شويه وتكسب شويه، ده احنا كلعيبه بنبسط، انا مبسوط، انا في الملعب مبسوط، فعشان كده المكسب كان ليه فرحه. على ذكر حسام غالي، بما اننا اشرنا اليه في الحوار ده اكتر من مره، شعورك أساس إنك صغير وإن شاء الله قدامك سنوات في الملعب ومع المنتخب كمان إن شاء الله، لكن رأيك إيه في فلسفة النادي الأهلي إنه بيجدد الدماء في مراكز كتيرة في النادي وفي مناصب النادي بيعتمد عليها في أمور فنية مهمة جدا، شايفين نجوم من جيل الشباب، كابتن حسام غالي، كابتن محمد فضل، شايف ده إزاي في الفترة الجاية؟ شايف إن هما بيستفيد بخبرة حسام غالي طبعا، الراجل سافر كتير جدا والراجل عنده خبرات دولية كتيرة وعنده فكر احترافي، فأنا شايف إن هو برضو كابتن محمد فضل برضو يعني راجل مثقف أنا بحب أتعامل معاه جدا، فشايف إن هو الموضوع دلوقتي ما بقاش بالسن، يعني أنا شايف إن السن دلوقتي إن هي خبراتك اللي تكتسبها من حياتك، من شغلك، من سفريات، يعني أنا شايف إن مبسوط بإن النادي بدأ يعتمد على جيل الشباب في الشباب في عامة في البلد برضو، يعني الشباب دلوقتي بقت هم هو الأساس يعني، فأنت تستفيد طبعا من الشباب وتستفيد من خبرات كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل، فدي حاجة كويسة وحاجة تحسب لهم وحاجة إحنا نتعلم منها، إن إحنا برضو أبقى حاطط في دماغي إن أنا لازم أطور من نفسي، لازم أثقف في نفسي، لازم ابقى عندي درايه بالامور اللي حواليا بحيث ان انا بعد كده يبقى ليا منصب ان شاء الله. ان شاء الله. تعال نشوف معاك ومع مشاهدينا في كل مكان راي بعض الجماهير الكابتن رامي ربيع. اقول له شد حيلك، احنا محتاجينك على اقل تقدير، انت احد ولاد النادي الاهلي ونتمنى لك السلامه والتوفيق في كل وقت. لعيب طبعا كويس جدا وكبير، ويعني ربنا يديه الصحه ويعافيه، وهو اساسا يعني كان كويس، كنا محتاجينه في منتخب مصر، كان هيعمل دور كبير، بس يعني هي يعني كانت حاجه يعني مش كويسه ان هو ما شاركش في منتخب مصر. يرجع بالسلامه والنادي الاهلي محتاجه ومحتاج مجهوده، لان هو من اللعيبه المحترمين واللعيبه اللي بيبذلوا مجهود في الملعب يعني بمستوى عالي جدا جدا، وبروح قتاليه وبروح النادي الاهلي. ربنا يشفيك وربنا يقومك بالسلامه وربنا يكرمك يا رب ويعدي الفتره اللي انت فيها دي ان شاء الله خير، وهيرجع بطل برضه. الحمد لله على السلامه يعني، وكفايه اصابات وان شاء الله ترجع احسن من الاول، وان شاء الله يعني تحقق القاب مع النادي الاهلي، وان شاء الله يعني اشوفك، يعني نفسي اشوفك وانت بتعتزل في النادي الاهلي. بحب رأيي، ربنا يرجعه بالسلامه واحنا مفتقدينه في النادي الاهلي، وان شاء الله يعني يرجع للملاعب ونشوفه في احسن حال ان شاء الله. عايز اقول له ان هو يعني لاعب راجل جدا واحسن المدافعين اللي في الملعب وزي كل الناس، مع انه مش بياخد حقه كتير، بس هو من احسن اللعيبه، وعايز اقول ان شاء الله يرجع الاصابه هو كويس. ترجع بالسلامه رامي، يعني بجد كفايه كده قوي، يا ربنا يا رب يشفيك ان شاء الله باذن الله وترجع. احنا سمعنا امبارح ان انت ان شاء الله قدامك شهرين وان انت باذن الله في فتره تاهيل، فيا رب ترجع لنا، محتاجينك بجد، فعلا محتاجينك يعني. حابب ان شاء الله انه يرجع احسن من الاول من الاصابه، عشان الدفاع طبعا بتاع النادي الاهلي مفتقده جدا، بس هو مدافع طبعا مفيد جدا للاهلي والمنتخب مصر. الف سلام عليك يا كابتن، وان شاء الله ترجع بالسلامه، واحنا يعني انت لعيب مؤدب محترم، ما سمعناش عملت مشاكل طول فتره مسيرتك في النادي الاهلي، وكلنا بندعي لك، اولادي بيحبوك، ما في حد الا بيحبك يعني في من عشاق النادي الاهلي.
محبة الناس لا تقدر بمال طبعا. رأيك في الكلام الجميل اللي الناس والرسائل اللي وجهت إليك من خلال التقرير؟ أنا بشكرهم طبعا، يعني الناس محترمة كلهم وناس على رأسي طبعا، وده يديني حق إن أنا إن شاء الله لما أرجع أبقى عند حسن ظنهم وبحاول أعمل اللي عليا وفي الملعب إن شاء الله. يعني طول ما أنت بتجتهد ربنا إن شاء الله يديك الخير بإذن الله. شعورك لما بتسمع واحد من أعضاء النادي أو الجماهير اللي بتتكلم في أي تقرير ولقاءاتنا خارج الاستوديو اللي بيقول محتاجينك ارجع بقى الملعب، يعني حتى لو الفريق ماشي بشكل كويس وعندنا ثقة في كل العناصر اللي موجودة، لكن في ناس عارفة قيمة رامي ربيعة وقدراته وعايزينه يرجع بسرعة في الملعب. دي حاجة بتديني ان انا يعني ده برضو جزء من العلاج، يعني انا احس ان انا مبسوط، احس ان انا خلاص لازم اخف، لازم يعني بتدي لنفسك يعني سيجنال او اشارة كده ان انت لا لازم ترجع ولازم تثبت نفسك ولازم ثقة في نفسك. بالظبط، دي حقيقة بتساعدك على العلاج انك ترجع بسرعة يعني. فانا بشكرهم طبعا. طيب هتكلم معاك شوية عن الدوري الفترة الجاية. هل النادي الاهلي طيب احنا طبعا هنتوقف مع فاصل بعد قليل، ربما ما يتسعش الوقت الإجابة عن السؤال، لكن هنرجع نكمل كلامنا في اتجاهات كثيرة جدا، وهنتعرف على كمان رؤيتك عن أمور كثيرة تتعلق بثبات أو التغيير في عناصر الدفاع وخلال بطولة الأطول طبعا ومشوار وحجم الارتباطات في بطولة بحجم الدوري الممتاز. هنرجع نتكلم عن الأمور دي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومره ثانيه معاكم من خلال الاهلي الليله، ومع نجمنا نجم دفاع النادي الاهلي منتخب مصر الكابتن رامي ربيعه. برحب بيك مره ثانيه كابتن. اهلا بحضرتك. ارتباطات الاهلي في الدوري احيانا بتبقى فيها ضغوط شديده جدا، ايقافات، اصابات، تعرض عدد من اللاعبين للغياب في نفس المركز. هل دايما بنحتاج ان الاهلي يبقى عنده وفره في عناصر الدفاع المميزه، لانه ده المطلوب دايما في الانديه الكبيره اللي عندها ارتباطات كتير محليه ودوليه؟ ده مطلوب فعلا في النادي الاهلي والانديه الكبيره اللي هي بتلعب بطولات كتير او تدخل بطولات محليه وافريقيه وعالميه، دي محتاجه يعني بيبقى محتاج انت في كل يعني في كل النادي مركز في كل مركز لعيب بيلعب في كذا مركز، يعني اللي هو ايه ممكن لعيب تستغله كجوكر انك تلعبه في كذا حته، ده يعوضك عن حاجات كتيره. ممكن برده في المركز برده تحتاج انك يبقى موجود كذا لعيب زي ما حضرتك قلت، مثلا يبقى في الدفاع في كذا لعيب اللي هو في نفس الوقت هتغطي الثغره اللي هتبقى موجوده بعد كده في وقت اصابه، في وقت ضغط ماتشات، في وقت حاجه كتيره، فده تبقى مطلوبه طبعا. الانديه الكبيره طبعا بتعمل حسابها، والنادي الاهلي ماشي بالسياسه دي اللي هو لازم اجيب لعيبه ولازم ابقى يكون في وفره في اللعيبه بحيث ان انا بدخل بطولات كتيره محتاج ان انا ما اعطلش، وان البديل عندي لو اعتمدت عليه او احتاجناه في الملعب يبقى على نفس المستوى او قريب جدا من مستوى اللاعب. دي حقيقه انا شايف ده، ويعني دايما النادي الاهلي لما بيطلب منه لعيب بيلعب وما بيتكلمش، يعني ما بيأدي زيه زي اللي بيلعب بقاله فتره وما تحسش ان في اختلاف. وطول عمر الجمهور النادي الاهلي مطالب ان النادي يجيب بطولات ومطالب اللعيبه يكسب، ما بيقبلش بالهزيمه او ما بيقبلش بالتعادل. يعني احنا في حاله التعادل لو دخلت شفت الاوضه بتاعه اللبس عندنا تحس ان انت خسران، في حاجه هتحصل، في مشكله كبيره حصلت لك، تبقى قاعد ساكت، محدش بيبقى عايز يهزر، محدش بيتكلم. لو مثلا في سفر مثلا بتبقى راجع في الطياره محدش طايق التاني، بتبقى حاسين ان يعني التعادل ده طعم الهزيمه دايما. انت اتعودت ان انت يعني دايما تسمع كومنتات حلوه من الناس اللي هي الناس مبسوطه، انت بتفرح. حصلت حوارات بينك وبين المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة اللي فاتت، لقاءات وحوار دار بينك وبينه ولا لا؟ حصل قبل ما سافر ألمانيا تهيالي في شهر 6 أو في شهر 6. هل اتكلم معاك قبل رفع اسمك من القائمة المحلية؟ بالظبط كان مديني خبر، وبصراحة احترمته في الموقف ده، يعني الراجل محترم هو كابتن محمد يوسف والدكتور، يعني اصل هي ما فيهاش مشكله، يعني انا شايف ان هم بالعكس ده هو بيساعدني ان انا اخد راحتي في الاصابه، ان انا اخد راحتي في العلاج سوري من مرحله الاصابه، ما تبقاش مضغوط وهرجع امتى وانا مفروض، وفي نفس الوقت ما اشغلش مكان ان في واحد من زمايلي ممكن يشيل الفرقه دلوقتي، الفريق يحتاجه في الوقت ده. اللي انا قلته لحضرتك في البدايه ان احنا كلنا بنكمل بعض، ما فيش بقى اللي هو لا مصلحتي انا يعني حقيقي ما نزعتش وفكرت في المصلحه العامه، تفهمت ان المصلحه الجهاز الفني انا وجودي لازمته ايه في القائمه دلوقتي، ولا لي اي لازمه اشارك لمده شهرين او ولا لي اي لازمه، هبقى وجودي صوره بس ان انا الناس ما تقولش عليا ان انا النادي الاهلي مش عايزني، يقولوا المهم ان مصلحه النادي ان في حد تاني يخش يشيل الفرقه،
فمش مشكله الاهلي قبل بالزبط. يعني فكره الاهلي فوق الجميع بالزبط. الاهلي حسابات المصلحه العامه للنادي ومش رامي بس اللي بيعمل كده مش رامي بس اللي بيعمل كده يعني اي حد لو اتحط في الموقف هيعمل كده لان انت بتفكر في المصلحه يعني انا يعني مثلا دلوقتي مصلحتي من مصلحه النادي ان هو بيكسب يعني مثلا سي انا مثلا دلوقتي مش موجود ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي في النهائي بطوله افريقيا انا هبقى موجود دي الفكره فانت بتبص فيها لقدام يعني انا ممكن انا العب انا النهائي ما حدش عارف الخير فين ما حدش عارف بكره في ايه بالظبط كده بس بتقول ان ده المنطق فانا هستفيد ايه ما تكونش في القايمه المحليه الفتره دي ان ده منطقي بالظبط انا هستفيد ايه لما النادي الاهلي يخسر دلوقتي ان انا عشان ما بلعبش بقى ومتضايق واللي مكاني طيب هل ده زميلي حافز رامي ربيعه في الفتره الجايه يعني من جزء من حساباته الشخصيه انه عايز يرجع بسرعه ويشارك بقوه وعايز يستعيد مكانه في القايمه المحليه طبعا استعيد مكاني وابقى مشارك اشارك بصفه اساسيه مع الفرقه واحس ان انا بعمل حاجه للنادي يعني قرار الجهاز الفني الموسم ده يحفزك اكتر طبعا في برنامج يخليك ان انت بعيد بس انا هوريكم ان انا راجع بقوه وان انا موجود وان انا لا ما بعيدتش انتوا بس دي فتره بس لمجرد ان هي اصابه وراجع تاني انما لا دي حاجه تديك حافز كل حاجه في حياتك لازم تاخدها بحافز اي دروب في حياتك لو خدته ان انت همدان ده انت هتقع يعني ما تستسلمش يعني لازم دايما عندك حافز بالظبط يعني طيب سعيد بانضمام يعني الكوادر الموجوده في دفاع الاهلي متميزه جدا رامي ربيعه نجيب ايمن اشرف سعد سمير كل العناصر متميزه جدا انضمام لاعب جديد افريقي له خبرات وشارك في تحقيق بطوله مع المدير الفني نفسه فترة سابقة بطولة دوري رابطة الأبطال مع مازامبي الكونغولي هل ده حافز جديد ليكوا هل ده إضافة للفريق هل أنتوا بترحبوا دايما بده وبتشوفوا إن احنا ده لصالح النادي بشكل عام ولصالح المنافسة بيننا فبالتالي لصالح مستوى الفريق بالظبط أنا شايف إن هو برضو ده في مصلحة الفرقة وزي ما قلت لحضرتك من كلامي بيبين أي لعيب بيجي بيدخل في النادي الأهلي بسرعة أو اللعيبة بتشيله يعني لو لاحظت نجيب يعني مثلا ايه لا ما يتضايقش لا يساعد اللعيب اللي جاي ويقف جنبه ويساعد يشيله في الماتشات ومثلا علي يقول له يعمل كذا فاللعيب بقى حاسس ان هو يعني كانه بيلعب في النادي بقاله فتره فبقى بيأدي وهو مبسوط بقى مرتاح يعني احقاقا للحق بس عشان نقول كلمه في حق الراجل ده هو حاله فريده جدا محمد نجيب ده انه فعلا يستحق الاشاده لانه لاعب مش بيشارك دايما بشكل مستمر واساسي وعمره ما خزلنا عمره ما لعب مباراه حسيت ان اللاعب ده راجع من فتره كان بعيد فيها عن عدد من بالظبط شخص محترم دايما بيرجع كانه لاعب الماتش اللي فات دي حقيقة, يعني حقيقه ده في كل المباريات اللي بيشارك فيها بنفس درجه الاجاده والتركيز كانه كان في الملعب العشر ماتشات اللي فاتت دي حقيقه يعني لعيب تبقى جنبه ماتشات يعني كان قبليها بفتره ما بيلعبش الاقيه مثلا واقف على راجع في التوب راجع وراجع فيت في الملعب مركز وفاهمين بعض لا يعني حصل في ماتش مصري برده اللي قلت لحضرتك عليه بتاع نهائي الكاس يعني كان بقاله فتره كبيره ما بيلعبش وكان سعد حصل له دروب واتصاب قبليها بماتشين او مش فاكر لعب جنبي ماتش مصري ما شاء الله لعبنا يعني لعبنا اربع اشواط يعني ما شاء الله عليه يعني واضح ان عنده حاله اللي بيسموها متصالح مع نفسه بالظبط راضي رؤيه الجهاز الفني بالزبط. سواء بيشارك بالزبط. او لا ان دي اختصاصات خلي بالك التفكير الكتير بيخلي اللعيب مستواه بيقل ان انا ما بلعبش ان انا اعمل لا خلاص يعني بسيبها لربنا وهي لما بتيجي في وقتها هي بتيجي وتلاقي الظروف بتساعدك يعني الحاجه دايما اللي انت مش عايزها بتجيلك سبحان الله يعني بس اللاعب اللي بتقوله ده رامي ربيعه دايما له طابع في الملعب بنحس انه عنده حماس شديد جدا كلاعب فايتر عايز يكسب بيتحرك بيكلم زمايله حتى وسنه حتى لو كان من اصغر اللاعبين سنا اللي في الملعب بس بيقوم بدور القائد بدرجه من الدرجات او في اوقات معينه مع زمايله يعمل دور مهم كمان في انه يصحي الفريق لو بصراحه اللي خلاني كده لكن ده مش مأثر عليك في فكره ان انا اقعد اتناقش بقى مع الاجهزه الفنيه وابقى ترابل ميكر لا لا مش عامل مشكله طول لا لا ما بعملش مشاكل يعني انا زي ما انا ماشي بسياسه نجيب يعني مريح دماغي ده الافضل اركز في شغلي بالظبط عشان كده لما بتصاب او حد بيتكلم عني وحش ما بحبش ارد يعني اتكلم هتشوفني بعد مثلا فتره في الملعب فهتعرف انت من نفسك هتتحرج ان انت اتكلمت وحش فملهاش لازمه ان انا ارد عموما اللاعبين اللي سلوكهم بالشكل ده زيك وزي محمد نجيب كل اللاعبين الملتزمين اللي فاهمين يعني ايه لاعب كره محترف يعني ايه حقوق وواجبات في علاقه تعاقديه بينك وبين كيان كبير بحجم النادي الاهلي ده بينعكس على حب الناس لكم خلونا نشوف هنسمع راي خاص جدا في نجمنا رامي ربيعه نشوف مع بعض يعني هو كان بيلعب ورا سعد سمير وكان ما شاء الله على سعد سمير هو كان برضو ايه كان في مدرب انا كنت مش عارفه هو كان اسمه ايه يعني كنت مش فاكر انه هو صاحبي هو كان هو ما شاء الله عليه في النادي
وانه نحيي عمرو ربيع كده مع ربنا يرجعه بسلامه ويدي حسنات كده اهو ويعرف يلعب وما يصابش تاني كده اهو الحمد لله. هو بيعرف يلعب رامي؟ طبعا ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليك الكوره. تحياتي لي وان شاء الله ايوه ان شاء الله كوره وعند الله على سلامتك وان شاء الله مش هتتصاب ولا اي حاجه ومش عايزك مش عايز اي حد يصابك كده. عايز ايه اكتر من كده بقى؟ انا عايز النضاره بتاعته بس. اصغر مشجع للنادي الاهلي. لا ما شاء الله ربنا يحميه وربنا يخليه لوالده ووالدته يعني الناس دي يعني حاجه زي كده طفل صغير تحب ان انت تسمع يعني لو قال اسمك تفرح لو قال اسمك تفرح بالظبط يعني دي حقيقه لو قال اسمك تفرح ان هو فاكر حاجه زي كده او بيتفرج عليك او مبسوط او دي حاجه تفرحك وتديك تحطك على مسؤوليه ان انت تبقى عارف اكتر الحاجات اللي تفرحك كنجم او لاعب في النادي الاهلي لما تشوف اطفال بالظبط جايين لك عايزين يصوروا معاك عايزين يمضوا زي ما حضرتك قلت دلوقتي من شويه لانها بعفويه مش قصده ان هو يبص النجم او لعيب كوره او ان كان ممثل او حاجه لا هو بيحب شخص فبيروح يكلمه مثلا انا ممكن كبير اتحكم في تصرفاتي اتحكم ان انا لا مش هروح اسلم عليه لا هروح اسلم هو بيتصرف هو بيتصرف بالظبط كده فدي حاجه تفرحك يعني. طيب هنتكلم شويه عن رايك في عدد من النجوم الاجيال السابقه من المدافعين مدافعين كبار شفناهم في تاريخ الكره المصريه والنادي الاهلي ومنتخب مصر محرج وصريح وواضح بدأنا. مين افضل مدافع في تاريخ مصر من وجهه نظرك في تاريخ مصر نتكلم عن ولا محترفين اللي هم اعتزلوا حتى الان خلاص ما بقوش محترفين يعني كانوا محترفين هنا بنتكلم عن سواء لاعب مصري مدافع مصري سواء كان بيلعب داخل مصر او خارج مصر مين افضل مدافع من وجهه نظر في تاريخ مصر اصل في اسامي تقيله وفي اسامي اكتر يعني اسم انا شايف ان اسمين يعني كابتن عماد النحاس كابتن هاني رمزي مثلا عشان كده اسالك كان محترف كابتن سمير كمونة برضو احترف ففي كذا اسامي يعني في كابتن وائل الاباني بحب انا طريقه اللعب الهادي اللي هو يبقى فيه عقل شويه انا بحب الاسلوب ده ما يعني في برضو اسماء كتيره في برضو بحب المدافع اللو ستايل اللي بيستنى ويتوقع ويستنى الكوره اكتر من اللي بيلعب بقوه بدنيه او لا برضو اصل انا برضو بلعب بقوه بدنيه يعني انا برضو ما بحبش ابخل بالظبط انا ما بحبش ابخل بمجهود يعني انا احسش ان انا لعبت مباراه غير لما اكون انا حاسس ان انا جايب اخري بذلت مجهود بدني جايب اخري يعني انا بحب ان انا كده يعني احس ان انا لعبت مباراه او ان انا عملت اللي عليا ان انا خلاص يعني شغلي خلاص انا عملته فانا بحب الستايل ده من اللعيبه يعني حتى طب النجم وائل الجمعه كانت في اراء بتقول انه وصل لحاله كان فيها افضل مساك في تاريخ الكره المصريه متفق ولا مختلف مع الاراء دي الحاله التوب فورم اللي كان وصل لها وائل الجمعه لا طبعا ما فيش حد يختلف على كابتن وائل الجمعه كان افضل أخلاق راجل محترم لا بره الملعب مستوى انساني طبعا بالظبط راجل محترم ما خلي بالك ده برده بيكملك في الملعب راجل انساني هيخليك ينطبع في الملعب ان انت بتلعب بهدوء نفسي باخلاق مش متعصب مش تتعصب في الكوره حاجه وانك تشتم زمايلك او ان انت من غير تجاوز يعني يطلعك ملعب كبيره على فريقك بالظبط ما يطلع حاجه مهما كانت العصبيه بس ما تطلعكش من المباراه ما تخليكش مشتت لا كابتن وائل جمعه يعني من الشخصيات المحترمه واستفدت من زمالته في الملعب في وقت ومبسوط ان انا اتعاملت معاه بالظبط كده ولعبت جنبه كتير ويعني راجل وفي المنتخب لعبنا مع بعض فلا خبره كبيره جدا ويعني ما شاء الله عليه ربنا يحميه. طيب على المستوى الدولي افضل مدافع حاليا بتشوفه في العالم في كل الدوريات الاوروبيه اللي بتشوفها اعتزل ولا موجود؟ اعتزل او موجود خلاص كده مفيش حساسيه بتكلم عن المدافعين الاجانب يعني انا بعشق كارلوس بيول بعشق طريقته بعشق اسلوبه اجريسيف في الملعب وقوي ويعني لما يحصل مشكله بتحس ان هو ليدر فعلا بيهدي زمايله بيبقى امتى يهديهم امتى يديهم بوش او يديهم دفعه ان هم يعملوا حاجه فانا ببسط من ده يعني كارلوس بيول انا بالنسبه لي شفت بيول لحد اخر وقت بنفس المستوى ولا شفته موسم او لا بنفس المستوى شايفه بنفس المستوى يعني زي برضو اسماء كتيره برضو يعني هنا في مصر يعني كابتن محمد بركات اعتزل وهو كان قادر يدي عندك كابتن حسام غالي شفته في ماتش اعتزال عامل ازاي يعني يعتبر كان اكتر واحد بيجري فلا في اسامي كتيره بتبقى ما شاء الله عليها بس هو القرار هو دماغه يعني دماغه جابته ان هو بتشوف انه ذكاء من اللاعب ان يعتزل وهو واقف على رجليه ولسه الناس بتقول له انت تقدر تكمل والموضوع عامل جدل بالظبط انا شايف ده احسن يعني ده احسن ما الناس تطالبه ان هو يعتزل
لا الناس تبقى متمسكه بيك اقيم من ان انت تعتزل. يعني شايف ان لو عندك لسه سنه هتلعبها في اخر مشوارك كلاعب محترف بس مش هتكون فيها في احسن حالاتك. لا بالظبط، او بتحاربني او في مشاكل موجوده معايا في النادي او عندي دروب مع المدرب، لا اعتزل بكرامتي احسن. مين ناديك المفضل عالميا بعد الاهلي طبعا؟ ما عالميا ما نتكلم في عالميا يعني. طب انت ايه؟ انا اقول لك انت برشلونه، ما احنا خلاص المصريين دلوقتي كل واحد له فريق في اوروبا. انت ايه ناديك المفضل؟ انا يوفنتوس. ده من زمان ولا عشان كريستيانو؟ المفضل من وانا طفل. يعني كنا زمان الدوري الايطالي اول دوري شفناه واهتمينا بيه في اوروبا وحبيت الفريق ده وطريقه لعبه، ولحد دلوقتي بشوف فريق كبير. ما بتشوفش يعني اي سي ميلان هي؟ ما فيش كلام، بنشوف انديه كبيره واي سي ميلان كمان عمل نتائج وعمل القاب اوروبيه كبيره، بس كل واحد فينا بتلاقي فريق هو مفضل. انا بالنسبه لي يعني برشلونه. يعني برشلونه. يبقى ميسي عندك احسن افضل من رونالدو المقارنه اللي بتحصل؟ هو كلاعب كوره ميسي موهوب يعني من صغره، ما بيطورش من نفسه، هو ستايله كده. انما انا بحب كريستيانو كلاعب كوره ان هو بيطور من نفسه. يعني انا عكس، يعني انا احب كريستيانو عن اصلا مش متعصب قوي برشلونه او ريال مدريد. يعني ما عنديش استمتع باداء الفريق بالظبط يعني. بس انا عندي اللعيب اللي بيطور من نفسه احبه يعني، انما دي موهبه من عند ربنا. يعني انت عندك موهبه انك بتعرف تتكلم، بتعرف تحاور الناس، بتعرف عندك موهبه جميله ما شاء الله. فانا بالنسبه لي دي موهبه من عند ربنا. شايف ان كريستيانو بيطور من نفسه بالظبط، فده عمل مجهود كبير قوي عشان يوصل للمرحله اللي هو فيها. هل يقدر ياخد معاه الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا؟ ده مثار دلوقتي لا صعب. في المواقع عالميا. انا شايف له 4 سنين بياخد دوري الابطال مع ريال مدريد والناس متوقع انه يكسر الدنيا لو خد البطوله مع يوفنتوس. انت شايف كده ان هو؟ لا انا بس عشان انت عشان بتشجع فرقتك. اتمنى دي فرقتك بس مش متوقع انه ياخد شامبيونز. انا مش انا متوقع كده برضو زيك، استحاله، صعبه جدا صعبه جدا. يعني دلوقتي الانديه دعمت صفوفها بلعيبه كويسه، ليفربول دعمت عملت صفقات كويسه جدا، صفقات كويسه. محمد صلاح معاه دلوقتي مجموعه مميزه جدا في ليفربول بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه. الانديه كلها عملت صفقات كويسه. شايفهم اقرب للدوري الانجليزي يعني الموسم ده؟ شايف كده دي حقيقه. بس اليوفنتوس صعبه قوي. انا كده ليفربول ومانشستر سيتي المنافسه متوقعه في الدوري الانجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي. مين تاني؟ في حد تاني شايفه قريب منهم في المنافسه؟ انا بحب تشيلسي، بحب لعب تشيلسي. بحب لعب تشيلسي يعني، ما دايما بتبقى موجوده، دايما على الاقل بتبقى قريبه، مش شرط تبقى موجوده. خسر لاعبين، حصل توتر في السنين اللي فاتت، قالوا في الصحافه ان كونتي عصبي جدا حتى لو مدرب موهوب، قالوا ان هو تسبب في مشكلات كتيره جوه الفريق، خلافاته مع لاعبين، الشد والجذب اللي حصل مع دييجو كوستا. شايف ده مش مؤثر وان تشيلسي رجع بشكل مستقر الفتره دي ولا لسه متاثر بمشكلات؟ تشيلسي دايما عليه جدل كبير يعني، دايما تشيلسي زي مورينيو ما جه وحصل برده مشاكل وبيكره لعيبه وبيحب لعيبه وبيدخل لعيبه وبيخرج. تشيلسي دايما كده، فعشان ده اللي انا بحبه في تشيلسي، ان هم مهما يحصل برضو قريبين. يعني مش شرط ياخد تشامبيونز ليج او حاجه، بس قريب، او ياخد مثلا دوري او ياخد، بس دايما قريب من المنافسه، بيبقى واقف على رجله. فانا بحب الشخصيه دي يعني. انا غيرت موضوع يوفنتوس بقى عشان ايوه عشان انت ما تضايقش، هياخدوا البطوله. نقلت على حاجات ثانيه. نجمنا محمد صلاح اراء مختلفه على انه وصل للبيك، لاعلى معدلات الاداء في الفتره اللي فاتت، وانه متوقعين انه ما يقدمش نفس النتائج الموسم ده، وناس تانية بتقول لا هيقدم زي الموسم اللي فات وربما افضل كمان، لان فريقه كمان حصل على صفقات او تعاقدوا على اكتر في الملعب، اضافه للملعب بالظبط للفريق. لا انا شايف ان هو السنه دي ان شاء الله هتبقى اضافه كويسه ليه قوي، وهيحاول يثبت نفسه، لان اللعيب بيثبت نفسه. هو لعيب ما شاء الله عليه بيثبت نفسه، فهو بالنسبه له تحدي قبل كده، عايز يبقى اكتر شويه، او بيبقى هيبتدي يفكر مثلا لو ما جابش جون الماتش ده هيبتدي يفكر لا انا السنه اللي فاتت كنت بجيب جون. هو اللعيب كده يعني، انا بقعد مع نفسي حتى لما الماتش اللي فات كنت مش قوي في الحته دي، ما غطيتش كويس، ما عملتش هجمه كويس، ما جبتش الكره دي، فهو غصب عنه برضه هيبتدي يفكر في ده. فان شاء الله ان شاء الله السنه دي يحاول يبقى احسن من السنه اللي فاتت، وده برضه في مصلحه منتخب مصر. يعني لعيب كويس قوي، لعيب شخصيه محترمه، وشخصيه ما فيش خلاف عليه يعني. حتى محمد النني برضه شخصيه محترمه يعني اصلا النني كان معاه على طول من صغرنا، كان دايما اوضه واحده، فعلى طول بكلمه على طول معايا. ف محمد صلاح في ميزه من محمد صلاح في الميزه اللي اتكلمت عنها، انها جزء من شخصيه كريستيانو رونالدو، انه كل موسم بنبدا نشوف في ادائه
تحركاته وشغله البدني والفني حتى طريقه احرازه للاهداف حاجات مختلفه. بيطور نفسه بيطور نفسه بشكل كويس جدا ما شاء الله عليه. يعني ده برضو اللي بقوله لحضرتك, يعني لعيب الناس تحبه اللي هو يعني موهوب بس في حاجات تانية ناقصاه وبيزود من نفسه بيطور من نفسه. يعني ما شاء الله ما شاء الله عليه, ربنا يزيده. يعني دي حاجه كويسه في اللعيب ان هو بيعرف غلطاته ويسمع للناس ونقد الناس ويعالجها, دي مش عيب. فان شاء الله يعني اتمنى له طبعا المستوى جيد السنه دي ويحاول يحقق حاجه تانية ان شاء الله. طيب هنتكلم شويه طبعا, نتمنى مزيد من النجاح لنجمنا محمد صلاح ولكل نجومنا المحترفين. هتكلم عن زميل الملعب, زميلك في النادي الاهلي ونجمنا المحترف خارج مصر وفي اوروبا في الدوري الانجليزي, حتى لو كانت الامور لم تكن بالشكل او على افضل سيناريو ممكن, نجمنا رمضان صبحي. شايف تجربته ازاي حتى الان وناس متوقعه رمضان الكثير والكثير لانه لاعب موهوب جدا؟ لا هي بتبقى زي ما قلت لك, هي بتبقى فتره هو اول ما طلع يعني ستوك سيتي برضو فريق متواضع, بس هو يعني دي مش حاجه عيب ان هو يطلع في فريق متواضع يثبت نفسه ويبتدي من اول وجديد. يعني الناس كلها دايما متوقعه له العكس, انا شايف ان هو لا يكمل ويثبت نفسه. اللعيب الكره دايما بيحصل له دروب طبيعي في حياته, الناس عايزه اللعيب يبقى على طول يعني البرفورمانس بتاعته تبقى عاليه نفس دايما. الدرجه يعني على طول عالي, لا طبيعي يعني انا بشر اكيد بفكر في حاجات, اكيد نفسيتي تعبانه مثلا من حاجه, اكيد انا مضغوط في حاجه معينه فببقى مش قادر. بس انا شايف رمضان صبحي لعيب كوره كبير جدا. لو حابب توجه له رساله تقول له ايه عن الفتره الجايه؟ لا يعني اتمنى له طبعا الخير واتمنى له ان هو يبتدي يركز اكتر ويبتدي يعني يسترجع امجاد النادي الاهلي طبعا والبطولات اللي كانت معانا, وكان صغير في السن وكان ليه شخصيه معانا كويسه جدا وشخصيه راجل في الملعب. هو مازال ان هو راجل بس الناس شايفاه ان هو مقصر في حاجات تانية, بس الناس مش عارفه مثلا ان هو ممكن يبقى مضغوط. انا برضو ما اعرفش ظروفه, يعني انا كرامي ما اعرفش ظروفه اللي خارج الملعب, عشان كده قلت لحضرتك يعني بره الملعب بتكمل جوه الملعب. يعني انا مثلا عندي مشاكل سي مع والدتي او والدي هتاثر عليا في الملعب, عندي مشاكل بره مثلا في دراستي هتلاقيني غصب عني متاقلم ولا لا على الحياه في المجتمع ده بالزبط. علاقته بالجهاز الفني المدرب مقتنع بقدراته فبيديله فرص ولا لا, دي حقيقه. ممكن يكون هو متضايق من رد فعل معين من حد فهو مش مرتاح, بس الجمهور عرفه وبدا يبقى فيه لقطات على مواقع السوشيال ميديا ظهر فيها في مباريات حتى لو في دقائق بشكل مميز جدا كلاعب وقدراته باينه. دي حقيقه, ما هو رمضان لعيب كويس جدا, بس هي الناس منتظره منه الاداء اللي عمله مع النادي الاهلي. فهو عشان في مثلا سنه ما لعبهاش او سنه بيلعبها متقطع, فطبيعي اللعيب بيرجع واحده مش 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 في احسن حالاته بالظبط. يعني مش هطلع على طول متفائل انه يقدر يكمل وينجح في تجربته ان شاء الله. يعني متفائل جدا, يعني هو لعيب كويس وشخصيه كويسه, يعني شخصيه ما يزهقش زي ما يقولوا كده من القعده في بره, او شخصيه مثلا تلاقيه لا هو حابب وعايز يكمل وعايز يعمل حاجه لنفسه. طيب انا هاخد بسرعه مجموعه من الاسئله اللي وصلت لنا من مشاهدينا كتير جدا, منها يعني سؤال من اول اسئله اللي جت لنا, ايه اصعب موقف عدى عليك في حياتك كلاعب؟ اصعب موقف عدى عليا كلاعب فتره اصابه ظهري, اول اصابه في ظهري عملتها في حياتي. دي كنت عندي 18 سنه, كنت صغير وكنت بدات العب مع مستر مانويل واول مره اطلع درجه اولى, فكانت بالنسبه لي الواحد عايز يطلع ويحط رجله ويكمل. انا وقعت فبقى عمال افكر بقى طب انا بعد الاصابه دي هرجع تاني ناشئين, هيتعاملوا معايا ازاي, هيبقى اسلوبي عامل ازاي, الناس بدل ما احط رجلي ارجع تاني يعني 10 خطوات لورا, فبقيت متخوف شويه. بس لغايه ما يعني مستر مانويل ريحني وادى قرار ان هو انا ما انزلش ناشئين تاني. يعني مين المدرب الاكثر تاثيرا, اكتر مدير فني له بصمات او تاثير على اداء رامي ربيع؟ هو انا عشان طلعت من ناشئين صغير ففي كذا مدرب مريت بيه وكذا مدرب ساعدني فعلا, يعني مش مجامله او مش عشان انا ما اقولش لحد, يعني مثلا فتره الناشئين في حد ساعدني ان انا اوصل لحته معينه, بعد كده في مدرب تاني خدني اني احجز لنفسي مكان ابقى لعيب درجه اولى, جه ادالي مدرب خدني وصلني لحته ثانيه, جه مدرب ثالث خدني صعدني درجه اولى, فاهم قصدي؟ ففي كذا مدرب في مشواري. اللي توج ده كله مين؟ اللي شايف ان هو يعني نقطه تحول في مشوارك كلاعب وادى بدرجه كبيره او اسهم في وجودك كنجم في يعني الوقت. انا هقول لحضرتك على اللي كانوا موجودين ساعتها في الناشئين في يعني المراحل. انا كنت بلعب مع كابتن سمير كمونه في فرقتي اللي هي مواليد كانت 93, فانا دول كان ماسكهم كابتن سمير كمونه, كنت بلعب مع كابتن ياسر رضوان, فكابتن ياسر رضوان كان دايما يصعدني مع فرقته, فده عنده قناعه بيا, فتصعيده للفرقه بتاعته
ده يخلي الدرجه الاولى تركز معايا. فعشان كده بقول لحضرتك كل واحد ليه حاجه بيعملها. فجي كابتن زيزو كان ماسك مدير قطاع الناشئين، طلع مسك الدرجه الاولى بعد ما كابتن حسام البدري مشي. فبقى كابتن ياسر رضوان وكابتن سمير كمون وكابتن عماد النحاس كلموا كابتن زيزو فصعدوني، فبقت هي ماشيه كده. فحضرتك فهمتني انه في تزكيه بتحصل على كل مرحله سنيه، وهم كل واحد بياخدني للسن الاكبر منه، فبقيت انا بقيت واصل. يعني نقدر نقول الشخصيات دي الثلاث اسماء دي كابتن ياسر رضوان كابتن سمير كمونه وكابتن عماد النحاس مع كابتن زيزو ومساعدينهم طبعا. يعني كان الاجهزه كلها اللي تولت المراحل كل الاجهزه الفنيه للثلاث مراحل بالظبط. وصولا لكابتن عبد العزيز عبد الشافي، شفت انك بدات تاخد فرصه حقيقيه معاه. دي حقيقه. والراجل يعني انا ما بقاليش مثلا 4 ايام بتمرن مع الدرجه الاولى، وجي اتكلم معايا مثلا اخر التمرين قال لي انت في ماتش بكره وانت هتلعب اساسي. صدمني، قلت له دي خبر بيبقى اللعيبه لعيبة مفاجاه. ايوه بس صدمني يعني بالسرعه دي صعبه جدا. يعني في لعيبه في الملعب يعني والله انا لسه فاكر الموضوع ده، بيندهولي يا كابتن ما عرفوش اسمي، لسه محدش يعرفك، محدش عارفني يعني مش عارفين يندهولي بايه. في الشوط الثاني بين الشوطين عرفوا اسمي لما بيسالوني انت اسمك ايه، انا نازل الماتش مش عارفين اسمي. فاللي هو ما لحقتش اتمرن في الدرجه الاولى عشان اللعيبه تعرفني عشان العب معاهم ماتش. بس دي ثقه في كابتن زيزو بصراحه. يعني كابتن زيزو يعني كان عنده ثقه فيا، عنده طبعا الخبرات انه يشوف اللاعب المميز ويختار بسرعه بالظبط. فنازل يعني في معظم اللعيبه مش عارفه اسمي. فبعديها بدات بقى واحده واحده بدا يعرفوك في الشوط الثاني بالظبط. في لعيبه ايوه يعني في لعيبه ما كانتش عارفه، لان تسمع في المحاضره بس مش هتركز قوي. يعني كل واحد بيركز في الماتش بطريقته، فاهم قصدي؟ يعني مش هركز في اللعيبه، يعني انا مش هركز مثلا في اللي هيلعب، ودايما بيبقى عارف التشكيل اللعيبه اللي نازله معاه قليل قوي، بيبقى حد بيشارك لاول مره ولسه الفريق مش عارف. دي حقيقه. التعامل مع تصعيدك للفريق الاول او المشاركه مع مدير فني شخصيته طاغيه جدا وقويه جدا وقدراته الفنيه عاليه زي مستر مانويل جوزيه، في جيل مليان نجوم، شفت يعني جيل نجوم كبار مع حفظ الالقاب للجميع، ابو تريكه، بركات، وائل جمعه، كل حسام غالي، كل النجوم اللي كانوا موجودين، كل الفريق ده كان يعني كان اعتقد 8 منه على الاقل بيكونوا في الملعب في نهائيات كاس الامم الافريقيه في منتخب مصر بالزبط. فده جيل كمان المنتخب، الناس قالت في الوقت ده الاهلي كان كيرف اداؤه عالي جدا واثر بالايجاب على منتخب مصر وساعد المنتخب انه يحقق. طول عمر النادي الاهلي طالما كويس المنتخب بيبقى كويس. يعني مش عشان حاجه، ازاي استفدت ازاي من النجوم الاكبر منك؟ كنت بتتعامل مع فكره وجودك كلاعب صاعد او لاعب شاب في فريق في حجم النجوم الموجودين والجهاز الفني بقوه مانويل جوزيه، بتتعامل مع ده كله ازاي؟ بصراحه انا اول ما عرفت ان مستر مانويل جه يعني حضرت شنطتي عشان اقعد في الناشئين تاني. يعني كان عندي علم ان هو ما بيحبش الناشئين، ما بيحفز او ما بيحبش يتعامل مع واحد مش يعني عايز اللاعب الجاهز، عايز الجاهز. فانا يعني متقبل الموضوع، حتى لما راح النادي والمؤتمر الصحفي انا ما حدش كلمني طبعا من الاداريين، ما حدش قال انت مجهز حاجتك، فانا ما رحتش التمرين اول يوم. يعني ما رحت الناشئين ما تعاملتش. يعني لقيت تاني يوم بيكلمني الاداري بيقول لي الراجل عايز الناس كلها وتبقى موجود بكره عشان في ماتش ودي هيشوف. فعلا رحت تمرين مرحلتك العمريه، ما رحتش بعد كده. تاني يوم بقى لما كلموني رحت لهم بقى، رحت الدرجه الاولى اشوف الماتش هيبقى عامل ازاي، وقالوا في ماتش ودي الناس تبتدي عشان يشوف مين اللي يقعد ومين اللي يمشي او يرجع تاني لفرقه الصغيره، عشان كنا احنا طالعين ناشئين كتيره في الفتره دي. فلعبت ماتش ودي لقيته اتبسط من ادائي واتكلم معايا، ومره واحده لقيته في الماتشات بدا يلعبني ليبرو. يعني انا عمري ما لعبت ليبرو في الناشئين طبعا، ما حدش يلعب ليبرو، بنلعب باربعه يعني او ما بنلعب. ده بدايه معرفتنا بيك، بدايه بالزبط. معرفه الجمهور بيك لاعب صاعد اسمه رامي ربيعه بيلعب ليبرو، وشكل اداؤه مميز. يعني في الفتره دي كان الناس بتشبه يعني بتشوف مثلا زي ظهور حسني عبد ربه ان ظهر في البدايه. أيوة كنا بنشوفه ليبرو عنده امكانيات كنتروله على الكوره كمان مميز، نفس الامر كنا شايفينه معاك كمان في الملعب. هو مستر مانويل كان دايما يعني هو شايف ان هو العب ليبرو بحيث ان انا سريع وصغير، فممكن يعني ابقى بغطي بعمل كفر للخط كله. عنده كانت وجهه نظره تاني يعني مختلف عننا شويه، هو بيبص لقدام يعني. فهو يعني حتى اول ما ماتشات لي لعبت معاه بطوله افريقيا بتاعته يعني بتاعه النادي، بدا يلعبني يعني بدا يشاركني اساسي، وبدا انه بدا يلعب باسلوب 3-4-2-1 او 3-4-3، الشكل بالزبط. خلاص كان ثابت فيه ليبرو في الاهلي بالظبط. فبدات العب ليبرو وبدات بدا يعتمد عليا وبدا يديني الثقه واحده بواحده ويفهمني. دي انطلاقتك الحقيقيه كلاعب بالظبط. وبدا يديني الثقه، هو المدرب يدي اللعيب ثقه، هتلاقي اللعيب بيطلع كل اللي عنده. اي لعيب يعني حتى لو مش كويس قوي او لعيب امكانياتي على قدي، بس انت لو اديتني الثقه انا هطلع كل اللي عندي.
هبدع. هل انفعل عليك في يوم من الايام؟ هو كان قاسي جدا لانه تكليفاته بيبقى عايز يلتزم بيها، وهو مدرب عصبي، مدرب موهوب وعصبي في نفس الوقت. دي حقيقة. هل انفعل عليك في يوم من الايام كمان سنك صغير في مباراه كده كنت كان ليا اخطاء صغيره، فيعني انفعل بطريقه جامده شويه في اوضه اللبس، وكان ليه كلمه اللي هو انا يعني كنت فاكرك يعني شخص كبير مش بتعامل معاك كناشئ، بس انت شكلك ناشئ فعايز ترجع ناشئ امكانياتك بتعمل اضافات على بعض. هو بزود يعني، فقال لي شكلك هترجع ناشئ تاني، بس هو بيحفزني مش بي طبعا ما عملتهاش تاني ولا جنبها. طيب هنتكلم شويه عن طموحاتك. نقول لو رتبنا اجنده رامي ربيعه باذن الله بعد العوده، الفوز بالبطوله المحليه تحقيق شيء، والمساهمه مع زمايلك في تحقيق البطوله الافريقيه ان شاء الله، بتهيألي كاس العالم للانديه كمان خطوه مهمه قوي بالنسبه لك ان شاء الله كلاعب، وخطوه شاركه فيها الاهلي ظهر فيها بشكل حلوة مميز جدا، ولا وكمان يعني بطوله جميله، يعني بطوله مش يعني انت حاسس تحس انك بتلعب كوره، يعني انت لو سالت اللعيبه اللي راحت كاس عالم هتحس ان انت كنت بتلعب كوره في حته ورحت تلعب كوره في حته ثانيه خالص، يعني النظام والملاعب والاجواء واحساسك ان انت رايح كاس عالم انديه، فتنظيم حلو بيحسسك ان انت رايح تلعب كوره فعلا وراحه نفسيه بالظبط بالظبط. فدي حاجه احنا نفسنا نجربها تاني، يعني رحت كاس عالم مرتين، مره في اليابان ومره في الامارات يعني. طيب هنتكلم كمان عن بعض الامور الاخرى. لو اتيحت لك الفرصه تتمنى تكون في نادي كبير حتى ان شاء الله مستقبلا في اوروبا في الفتره الجايه، لانك يعني دايما بيقولوا اتس اباوت تايم، يعني لو رجعت بقوه وحققت حلمك بتحقيق بطوله لناديك مع زملائك في الفتره الجايه البطوله الافريقيه او الدوري وجات لك فرص احترافيه، دايما بيقال ان سن 26 27 ده مناسب، وان اللاعب لو تجاوزه بتقل قوي فرصه الاحتراف، يعني مفترض نحترف بدري يعني كده، لكن ده سن فيه عطاء جيد للاعب. هل تتمنى تروح نادي من الانديه الاكبر او الاشهر لو جات لك الفرصه، حتى لو مش هتشارك او فرصه المشاركه صعبه، ولا تتمنى تروح نادي اقل بس هكون فيه موجود في الملعب؟ لا نادي اقل بس هكون موجود في الملعب. عايز تلعب، عايز تكون محترف موجود في الحضانه، لعيب الكوره باللعب. ما ده اللي قلته لحضرتك على رمضان صبحي، راح بس يعني حظه كان وحش ان هو ما بيلعبش، فغصب عنه انا برضو رحت سبورتنج قابلت حد ما بيلعبنيش، غصب عني مستواي هينزل، ده طبيعي. فانا اروح فرقه قليله واثبت نفسي وادوس على نفسي، هتشاف وهتعرف، بحس ان انا ابقى عملت لنفسي اسم، بعد كده اروح نادي كبير، اروح وانا كبير، ما اروحش نادي كبير واقعد وفي الاخر انزل لفرقه اقل من ان انا كنت هختارها. عندي سؤال كمان اكتر من سؤال هنا بمناسبه يعني الاحتفال واستقبال عيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين. اكتر من سؤال بيسال عن، بما انك في فتره راحه فتره استشفاء، بيقولوا عندك فرصه تستمتع باجازه العيد بشكل مختلف عن زمايلك، بتعمل ايه في العيد وذكرياتك عن العيد، مباريات كنت فيها في مصر او خارج مصر، يعني ذكرياتك عن العيد على المستوى العائلي ومستوى وجودك مع فريق الكوره؟ لا انا دلوقتي والدي ووالدتي في الحج، يعني ان شاء الله يرجعوا بالسلامه، فيعتبر انا قاعد مع اخويا يا رب ان شاء الله. فللأسف ما بقاش فيه اجازات قوي، لان اول يوم العيد مباراه الاهلي ووادي دجله، فده بالنسبه لك ما فيش اجازات، يعني الناس مقتنعه ان احنا ناخد اجازه، يعني انا بالنسبه لي مش موجود في الفرقه او يعني بتاهل او مصاب، موجود لازم تبقى موجود في التدريبات، لازم تعمل التدريبات المناسبه لك بالظبط، لازم تبقى موجود في الفرقه، لازم تبقى موجود بتاخد كانك بتلعب كانك بتسجل في القائمه بالظبط، برنامج العلاجي بتاعك بينزل. كابتن طارق عبد العزيز طبعا بيبقى مستنيني، بنعمل شغل، فلازم ابقى موجود. للاسف العيد يعني مش في ناس كتير قوي برده مش هتاخد اجازه طبعا من اللعيبه، عشان عندهم اول ماتش وهيبقى بعديها مثلا بثلاث ايام كمان او اربع ايام في مباراه ثانيه على ما اعتقد، فالعيد بالنسبه لنا السنه دي هيبقى مش طيب. هل الكابتن طارق مع الجهاز الطبي للفريق ومع الاخصائيين اللي يعني عرضت عليهم في المانيا، هل طمنوك ان شاء الله بعد استكمال برنامجك التاهيلي والاستشفائي تماما ان الاصابه دي مش مقلقه في حاجه انها ترجع لك مره ثانيه او تاثر على مش اصابه بتتجدد؟ لا مش مقلقه، لان هو الراجل الالماني اللي انا بتعالج عنده مولر وولفرد، ده الدكتور بتاع بايرن ميونخ ومنتخب المانيا، كان معاهم في كاس العالم، عشان كده انا في فتره كاس العالم رجعت القاهره، لان هو كان معاهم في كاس العالم، فمحدش يعني هو اللي بيعالجني مش موجود معاك خلاص بالزبط. فهو قال لي بنفسه يعني الاصابه دي جت لروبن، روبن عمل فيها عمليه ما جابتش نتيجه، هي بتاخد وقت، يعني العمليه ما جابتش نتيجه زي ما هو كان عايزها، برده كان في وجع وبدا يلعب عليها، فقعدت سنه عنده، يعني ده مش سنه بقى اللي هو دي بتختلف من لعيب للتاني، انا جسمي بيتقبل بسرعه هو جسمه ما بيتقبلش، دي بتختلف، يعني الوقت بيختلف من اللعيب للتاني لمده الاصابه، بس يعني خدت سنه لحد ما رجع الملعب ده روبن. بس انا بالنسبه لي ممكن يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني في الفتره دي الاصابه بدات تهدى
والراجل هناك طمني يعني ولا مزمنه ولا اي حاجه. هل انتوا على اتصال في تنسيق بين الجهاز الطبي هنا في النادي الاهلي والفريق الدكتور في المانيا عشان يبداوا يعملوا الاختبارات وتصعيد درجه وحده الاختبارات على العضلات وعلى العظم وعلى المفاصل تدريجيا باعت ريبورت يتاكدوا من استجابتك الكامله قبل المباراه؟ دي حقيقه. وهو باعت ريبورت على الايميل بتاع النادي وبحيث ان هو المرحله الجايه تبدا كذا والمرحله اللي بعديها تبدا كذا لو ما لقيتش في وجع تدوس تعمل كذا. ففي تنسيق مع الدكتور هنا والدكتور بره بحيث ان انا خلاص مفيش استعجال لعودتك لا خالص لحد خالص ما يقولوا 100% انك جاهز بالظبط مفيش استعجال خالص. انا عندي لسه ومنها احساسك بان الالم انتهى خلاص بالالم بالظبط كده. طيب وجود بقياده الكابتن محمود الخطيب الخبرات الكرويه والرياضيه الكبيره الموجوده في النادي الاهلي على مستوى مجلس الاداره وعلى مستوى لجنه الكوره كابتن زيزو كل الخبرات الموجوده مع كمان الجيل الجديد اللي بيشارك زي النجوم حسام غالي ومحمد فضل، شايف ده تاثيره على المناخ العام للكوره ازاي في الفتره الجايه والاهتمام بالناشئين واكاديميات الاهلي كل ما اعلن عنه مجلس الاداره؟ متفائل بمستقبل الاهلي حتى على مستوى الناشئين والاكاديميات؟ يعني انا كان معايا كابتن محمود الخطيب طبعا صادفت الحظ حلو يعني ان كان معايا في نفس الفتره اللي انا كنت موجود في المانيا. لما اتكلمت مع كابتن محمود يعني هو دماغه يعني استفدت منه حاجات كتيره جدا يعني هو يعني برده كان شخص لما كان لعيب كوره قوي ومر بظروف صعبه جدا في اصابته ومر بضغوطات الحقيقه كان يعني بيتاذي كتير في المباريات اللي ما كانش اللوائح والقوانين بالزبط. بتمنع او بتحمي وهو كان مختلف عن زمايله فكان دايما الناس بتستقصده في الماتشات فهو حكى لي حاجات يعني اتعلمت منه بجد يعني ابقى هادي ما بقاش بفكر باستعجال افكر في يعني هو في حاجات كتيره قوي برده يعني في شخصيته هاديه في شخصيه قال لك ما تشغلش بالك بحاجه غير برنامجك العلاجي بالظبط يعني بالظبط قال لي يعني انت لو فكرت في حاجه غير كده انت هتاخر نفسك فلا بصراحه يعني حظي كان حلو ان انا قعدت معاه القعده دي استفدت منه حاجات كتير وشخصيه محترمه وشخصيه جميله ويعني شخصيه قياديه يعني انت متفائل كابتن رامي متفائل بمستقبل النادي الاهلي ان مجلس الاداره المسؤولين في النادي لجنه الكوره مركزين على قطاع الناشئين وعلى الاكاديميات وشايفين انها عايزينها تستعيد بارقها وانها تبقى هي الداعم الاساسي للفريق الاول مستقبلا قبل حتى الصفقات والاحتراف من خارج النادي والمنتقلين الى النادي الاهلي. شايف ده ازاي؟ شايف ان ده دايما ده الصح اللي هو بيعتمدوا على الناشئين ده اساس النادي الاهلي يعني طول عمر النادي الاهلي اللعيبه اللي بتبقى طالعه حاسه بقيمه النادي الاهلي وحاسه بالظروف اللي مرت من تحت لفوق فبيبقى شايل المسؤوليه اكتر يعني. فلا يعني انا اتمنى لهم الخير واتمنى لهم التوفيق طبعا في النادي الاهلي وهم ماشيين بخطه ثابته والحمد لله يعني بدانا الحمد لله ونبقى الاول على بطوله افريقيا وانا يعني من يعني اتمنى طبعا ان احنا ناخد بطوله افريقيا دي عشانهم ويبقى عملنا حاجه للنادي الاهلي وان شاء الله تبقى خطوه جديده لينا. كم اسبوع من وجهه نظر طبعا المنافسه صعبه والعبره بالعطاء والجهد لكن اكيد لك رؤيتك وتوقعاتك من خبراتك كواحد من النجوم في النادي الاهلي منتخب مصر بعد كم اسبوع الجمهور يطمئن على مشوار الاهلي في الدوري ونلاقيه في مكانه الطبيعي وفي الصداره ان شاء الله. يعني توقعاتك انت الشخصيه؟ انا توقعاتي مع اصحابك بعيد عن الاهلي انا اخر الدور الاولاني الدور الاولاني في اخر الدور الاولاني بيبتدي يخلص اقدر اقرر امتى احنا حتى كلاعيبه بنحس ان ده الدور الثاني عندنا مثلا الماتش ده هيبقى بره ده هيبقى صعب جدا فممكن الرؤيه بتبان بالنسبه لكم بالظبط يعني بس مع نهايه الدور الاول تبقى حاطط في دماغك بقى ان الماتش ده لا لازم نوصل له واحنا واصلين للنقطه كذا عشان نبقى حاطين في دماغنا ان احنا خلاص بقى بعديها نبتدي نريح شويه بعديها نبتدي نركز في بطوله افريقيا بعديها مثلا ممكن المدرب نفسه يريح لعيبه محتاجها عشان خاطر الماتشات الثانيه مهمه فبتبقى الامور بتبقى ماشيه بالشكل ده. عموما عندنا امنيات كثيره جدا من مشاهدينا من جمهور النادي ومن مشاهدي القناه بيتمنوا لك العوده بقوه بيدعوا لك بالشفاء العاجل ان شاء الله وترجع وتكون اضافه لزملائك في النادي الاهلي ولفريق الكره في النادي الاهلي ولمنتخب مصر الاول ان شاء الله. هل تحب توجه اي رسائل او اي كلمه اخيره لجمهورنا النهارده؟ لا طبعا افتقدناهم كتير طبعا جمهور النادي الاهلي في المباريات يعني الواحد لما بيبقى موجود جمهور في المباراه يعني بيديك دفعه كبيره جدا فافتقدناهم بيبقوا واقفين جنبنا في كل حاجه يعني انت بتبقى خسران وراجع من بره من ماتش مثلا هناك خسران وراجع في بلدك تقول ان الجمهور هيبقى متضايق تلاقيهم جم استاد التتش وبيشجعوا الفريق واقفين جنبك وييجوا الاستاد واقفين جنبك ولا يعني حاجه جميله بصراحه النادي الاهلي مثال بصراحه وجمهوره مثال يعني انا اتمنى عودتهم تحلم بعوده الجمهور للمدرب حاجه هتفرق معانا كتير جدا يعني حاجه بجد كل لعيب فينا مستني اللحظه دي يعني عارف انت تعودك لصوت الجمهور النادي الاهلي هتفرق كتير معاك اكتر فريق متضرر من غياب الجمهور بالظبط والله دي حقيقه هتفرق معاك كتير جدا ان انت تسمع جمهورك وتسمع حماس
الجمهور بنفسك في الملعب دي تفرق. فاتمنى عودتهم ان شاء الله، واتمنى ان اللي انا اللي اتحقق امنياتي السنه دي ان انا اخد بطوله افريقيا مع النادي الاهلي والدوري طبعا، وان شاء الله نبقى ماشيين بخطه كويسه في النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن رامي ربيعه اسعدتنا بوجودك معانا النهارده في هذه الليله، بنتمنى لك الشفاء العاجل وترجع لنا بالسلامه وبقوه، وتكون اضافه كبيره لزملائك في الملعب في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، واسعدتنا جدا بوجودك معانا في هذا الحوار. كل سنه وانت طيب واسرتك بخير، وان شاء الله نسعد بيك دايما في الملعب ومعانا كمان على شاشه قناه الاهلي ان شاء الله. بشكر نجمنا منتخب مصر والمدافع المتميز الكابتن رامي ربيعه. نهايه هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعه، ابقوا معنا في قراتنا مستمره من خلال هذه الحلقه حتى تمام العاشره مساء بتوقيت القاهره مع كل من زميلي العزيزين كابتن خالد العاضي وزميلي العزيز امير هشام. هترك حضراتكم مع زميلي امير هشام. بشكرك زميلي العزيز محمد الجندي، وبشكر اكيد رامي ربيعه احد نجوم النادي الاهلي الكبار اللي اطمنا عليه بشكل كبير جدا من خلال هذا الحوار المميز، واللي بنتمنى له طبعا العوده سريعا عشان يكون داعم رئيسي لتشكيله النادي الاهلي في مختلف البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. زي ما احنا متعودين النادي الاهلي اكيد بينافس على كل البطولات، فبالتالي هو محتاج لكل ابنائه، فان شاء الله رامي احد النجوم المهمين والمميزين جدا. نتمنى له ان شاء الله العوده السريعه للملاعب ويكون متواجد في تشكيله النادي الاهلي الاساسيه كالمعتاد. بالتالي كان حوار مهم وشيق وممتع جدا مع رامي ربيعه. دلوقتي جه ميعاد الجزء الثاني من حلقة الأهلي الليلة النهاردة، وأكيد هيكون معانا بعض الفقرات الهامة، لكن دايما لازم نبتدي بجمهور النادي الأهلي اللي بنحاول دايما نوصله بأكبر قدر ممكن، نعرف آراءه وتطلعاته المستقبلية بالنسبة للنادي الأهلي. علشان كده هنروح نشوف التقرير الخاص بجمهور النادي الأهلي ونرجع مرة تانية. طبعا اجدادي واجداد اجدادي بقى طبعا بيحبوا الاهلي، فانا طالع الموضوع في دمي طبعا. بس ليه حاجات كتير يعني، بيتي مثلا حاجه كده ما اقدرش اغيرها يعني، الانتماء يعني. هو حياتي اصلا نادي، انا متربي هنا اصلا وبتدرب هنا، فانا بعتبر نفسي لو حد غلط في النادي يبقى غلط فيا. احنا اتولدنا أهلاوية، وطبعا دي نعمه كبيره جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان فعلا انتماء لكيان كبير وعظيم زي ده شرف كبير جدا لاي حد يعني. عايز اقول لحضرتك كمان ان الانديه الاخرى كانت بتتمنى ان هي تتولد أهلاوية. الاهلي فوق الجميع زي ما احنا عارفين، اكبر شعبيه في مصر وفي الدول العربيه وفي يعني في كل العالم يعني، المصريين كلهم يعني 3/4 المصريين اهلاويين يعني. النادي الاهلي طول عمره فيه روح. انا لما اتولدت لقيت والدي اهلاوي ولقيت الاسره كلها اهلاويه، في رموز في النادي الاهلي خلوا النادي الاهلي حاجه جوهره، مثال كابتن صالح سليم المايسترو، حتى امتدادا لكابتن محمود الخطيب، اسباب كتيره قوي. اهلاوي عشان الاهلي اعظم نادي في الكون، من ساعه اتولدنا ما فيش اعظم من النادي الاهلي. بالفطره احنا اهلاويه يعني، احنا طلعنا لقينا نفسنا كده بننجذب للنادي الاهلي. وانا صغير والدي من وانا صغير حاطط شعارات الاهلي في البيت عندنا، وبعدين اكتشفت ان احنا مشتركين في حاجه اسمها نادي، يعني كبرنا ان احنا خلاص النادي الاهلي اتعودنا عليه وبقينا فعلا حبينا النادي، وفعلا يستحق ان الواحد يحبه يعني. طلعت لقيت اهلي كلهم وعيلتي كلها اهلاويه، فحبيت الاهلي من خلالهم طبعا. الاهلي هو مصر، هو ابو الرياضه في مصر، الرياضة ككل، وأعاظم مصر هم الذين أنشأوا النادي الأهلي.
الواحد في الحقيقه والله جسمه بيقشعر من الهتافات الجميله بتاعه جمهور النادي الاهلي، وكمان ارائهم المميزه كمان اللي قالوها من خلال التقرير بتاع النهارده. هم ليه اهلاويه اكيد بتبقى حاجه في الدم، يعني الواحد بيبقى فخور دايما ان هو اهلاوي وبيشجع فريق كبير جدا بحجم النادي الاهلي. بالتالي ده كان تقرير مهم جدا خاص بجمهور النادي الاهلي. لكن لسه فقراتنا مستمره من خلال برنامج الاهلي الليله، ومعانا فقره اخرى خاصه بعائله الاهلي. واحنا عارفين ده كان برنامج عائله النادي الاهلي، وكان عنوان وشعار حمله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ايام الانتخابات. بالتالي خلاص هي بتتنفذ او برنامج بيتنفذ خلال هذه الفتره. بالتالي معانا تقرير مهم جدا مع اللواء حسن مسعود مدير مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، عشان يكلمنا عن استعدادات مقر النادي الاهلي في مدينه نصر عيد الاضحى المبارك. نروح نشوف التقرير ونرجع مره تانية. بالنسبه للنادي الاهلي عموما، مجلس اداره النادي وبرنامج عائله النادي الاهلي الاهتمام بالشق الاجتماعي للاعضاء بجانب الشق الرياضي، ففي جميع المناسبات النادي بيهتم بتقديم احسن خدمات للاعضاء. فبالنسبه للعيد الاضحى المبارك، احنا طبعا جاري تجهيز النادي وتدعيمه بعدد كبير بحوالي 1000 كرسي لتدعيمه، طبعا لان يبقى اليوم ده الاعضاء بتتوافد باعضاء كبير باعداد كبيره على النادي. فاحنا جهزنا كل اماكن جلوس الاعضاء الحمد لله، مرتبين العاملين بتوعنا والمطاعم ومنافذ البيع، وكل الناس جاهزه لاستقبال الاعضاء نتيجه طبعا التوافد الاعداد الكبيره. فبنوفر كل سبل الراحه للاعضاء عندنا هنا في النادي. بالنسبه لعيد الاضحى، في صلاه العيد بيتم في المسجد الكبير بالنادي، بيتم تجهيز الساحه الخارجيه للنادي لاستقبال الساده الاعضاء الصبح يوم العيد، ودي عاده حميده دايما احنا بنعملها. الاعضاء بتتقابل الصبح وبتهني بعضها، وبنجيب بعض الحاجات للاطفال عشان بنشجعهم، فبيبقى فرصه للقاء الأعضاء وتهاني الأعضاء بعضهم بعض وتلاقيهم مع بعضهم. في نفس الوقت تم إعداد برنامج لترفيه للسادة الأعضاء. عندنا ثالث يوم العيد في حفل أطفال، حفل كبير من الساعة 3، وفي حفل غنائي للمطربة فاطمة محمد علي من الساعة 6:30، فده ثالث يوم العيد. يبقى عندنا من الساعة 3 إن شاء الله لغاية نهاية اليوم حفلات وبرامج للسادة الأعضاء. بالنسبة لرابع يوم العيد عندنا حفل أطفال في فنون شعبية وعرايس وحاجات خاصة بالأطفال من الساعة 5 للساعة 8. عندنا ورشة فنية للأطفال برضو الفنانة سهى كحيل، وده بيعلموا الأطفال بعض المهارات. فاحنا عندنا تقريبا كل يوم في حاجة مجهزينها لسادة الأعضاء، بحيث إن هم ييجوا النادي يستمتعوا بوقتهم، وإن شاء الله يبقى عيد جميل على الأعضاء وعلى النادي وعلى جماهير النادي وعلى الشعب المصري كله. طبعا بالنسبة لكافة البرامج وكافة الأنشطة وكافة الخدمات اللي بتقدم، ده بيبقى بدعم كامل من المدير التنفيذي، ويتم التنسيق لأن احنا عندنا 3 فروع، عندنا النادي مقر الجزيرة، عندنا مدينة نصر، عندنا الشيخ زايد. فالنهاردة دور المدير التنفيذي دور كبير جدا، لأن هو بيتم توفير كل البرامج الترفيهية وكل الخدمات للثلاث فروع. فده مجهود جامد، وإحنا يعني يمكن امبارح كنا قاعدين في اجتماع مطول برئاسة المدير التنفيذي ومدير الفروع للترتيب والتجهيز والتأكيد على ما سيقدم للأعضاء خلال عيد الأضحى المبارك.
استعدادات اكيد كبيره وقويه جدا من قبل افرع النادي المختلفه سواء في الجزيره مدينه نصر الشيخ زايد طبعا لعيد الاضحى المبارك، واكيد تقديم العديد من الامور الخدميه لاعضاء النادي الاهلي اللي بيتناوبوا على افرع النادي الاهلي المختلفه وبالتحديد كمان في العيد. لكن عشان كده هنروح ايضا نشوف تقرير مع اللواء محمود الفشاوي مدير فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد ونرجع مره ثانيه. طبعا احنا بنحط خطه لعيد الاضحى المبارك بحيث ان احنا نسعد اعضاء النادي الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه. احنا في فرع الشيخ زايد هنا بنهتم بالناس باعضاء الجمعيه العموميه باعضاء النادي هنا طبعا زي كل الفروع، واحنا كجزء من منظومه عائله النادي الاهلي حطينا خطه بنعرضها على السيد المدير التنفيذي وبتتعرض على مجلس الاداره تصدى عليها. عملنا خطه في خلال عيد الاضحى المبارك وذلك بتزيين النادي ببلالين وتهيئته وتوضيبه وفرش النادي بحاجات كتيره، شيلات جديده، كراسي جديده عشان استقبال عيد الاضحى المبارك. اول يوم طبعا هيبقى فيه اضحيه، وفي احنا من تاني يوم كمان مستعدين هنا لان احنا بنحاول نعمل حفله صغيره هنا في تاني يوم العيد الاضحى المبارك بالمجهود الذاتي باعضاء النادي هنا. تالت يوم العيد يوم حافل في عندنا من العصر او من الظهر حفله للاطفال، شو عرايس، تنوره، دي جي، ميني ميكسر، شوات كتيرة، الساحر، الأراجوز. وبعد كده هنختتم اليوم تالت يوم عيد الأضحى المبارك بإحياء حفل للمطربة رنا سماحة. هتسهر معنا من الساعة 8 لغاية إن شاء الله ما ينتهي نقفل النادي، ينتهي اليوم يعني. رابع يوم عيد الأضحى المبارك عاملين ورشة فنية للأطفال، عاملين أكوا بارك على حمام السباحة، عاملين برضو حاجات للأطفال وفرش ورشة فنية وعرايس في خلال الرابع يوم، وأكوا بارك على حمام السباحة من الصبح إن شاء الله الساعة 10 لغاية نهاية اليوم بإذن الله. كل اللي قائمين على النادي الاهلي ما بتعملش غير حاجه واحده، هي مصلحه النادي الاهلي وعضو النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كلنا بنشتغل في هذه المنظومه في هذا الاتجاه، عائله النادي الاهلي بتشتغل للمصلحه، المصلحه العليا للنادي الاهلي. هذا ده حاجات راسخه فينا، النادي الاهلي هو ايه يعني، نبراس لينا احنا، تملي بنسهم في حاجه بسيطه في النادي الاهلي بحيث ان احنا نقدر نكون عملنا شيء في الفترة اللي احنا متواجدين فيها بين الناس لإسعاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. طيب يعني خلاص كده كل اعضاء النادي الاهلي اللي بيروحوا دايما سواء فرع النادي في مدينه نصر او في الشيخ زايد، جبنا لكم كل البرامج اللي هتكون متواجده في عيد الاضحى المبارك في النادي الاهلي، وده احد الاهداف الاساسيه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، دائما بيحاول اراحه جميع اعضاء النادي الاهلي وتلبيه كل طلباتهم والخدمات اللي بيطلبوها تكون موجوده داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه. بالتالي كانوا تقريرين مهمين جدا سواء مع اللواء حسن مسعود مدير مقر النادي الاهلي في مدينه نصر او اللواء محمود الفشاوي مدير فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. لكن خليني سريعا استقبل مداخله مهمه جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يا محمد بيه صباح الفل عليك، مساء الفل عليك، عفوا مش صباح الفل، اخبارك كله تمام؟ الله يخليك حبيبي بخير.
طبعا عايزين نتكلم عن اعداد لائحه النظام الاساسي، وده شيء مهم جدا جدا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي ان يكون في لائحه خاصه بالنادي. احنا عارفين الفتره اللي فاتت احنا كنا ماشيين باللائحه الاسترشاديه، امور كلها كنا عارفينها خلال الفترات السابقه، لكن عايزين نطمن على لائحه النظام الاساسي واللي تم اعدادها مؤخرا، وكمان التواصل مع الاعضاء فيما يخص المقترحات اللي بيقدموها اعضاء النادي الاهلي المختلفه. طبعا اولا يعني سيبني بس اقول عيد على اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي ومع النادي الاهلي كل سنه وهم طيبين، بعيد الفتح المبارك وجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله يا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات وفي اعياد على طول. بس كل سنه وهم طيبين، واتمنى على مستوى ثلاث فروع، انا كنت سامع التقرير اللي انت مقدمه، اتمنى على مستوى ثلاث فروع سواء مدينه نصر او الجزيره او الشيخ زايد ينول رضا الاعضاء وابناء الاعضاء شبابنا اللي هم يبقوا موجودين معانا في النادي، واحنا الحمد لله مركزين كويس قوي قوي على اطفالنا وعلى شبابنا وعلى رواد النادي الاهلي اللي هم نوفر لهم الامكانيات ونوفر لهم البرنامج اللي هو فعلا يجي النادي الاهلي ويبقى موجود في النادي ويقضي العيد في النادي زي شم النسيم زي عيد الفطر. الحمد لله رب العالمين، متهيألي كان في نوعا ما نوع من الرضا من اعضاء الجمعيه العموميه على البرامج اللي بتتقدم اداره الانديه، وبرضه هنتهز الفرصه اوجه الشكر لاخويا الكبير سيادة اللواء حسن مسعود واخويا سيادة اللواء الفيشاوي واخويا خالد مرسي على المجهود اللي بيبذلوه، وكل الاداره التنفيذيه بالعاملين في النادي بالادارات اللي موجوده كلها، كله بيبذل اقصى جهد عشان خاطر اعضاء الجمعيه العموميه وعائله النادي الاهلي. اكيد. كل سنه وهم طيبين. حضرتك طيب. الحاجه الثانيه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. طبعا احنا مجلس اداره النادي من ساعة ما استلمنا الحمد لله شغالين في كل الملفات وشغالين على مستوى الحمد لله مرضي والحمد لله ماشيين بخطوات ثابتة. أكيد. مشروع لائحة النظام الأساسي ده لائحة النادي الأهلي اللي احنا بنرجو وبنتمنى المشاركة الأكبر لأعضاء الجمعية العمومية إن شاء الله. أكيد. تحديد. وزي ما أنت عندك الشعار بتاع النادي، أعضاء النادي الأهلي يقررون تفصلوا، وهي دي كلمة حقيقية، لأن في تصميم من رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة اللي يكون في مشاركة حقيقية في اللائحة. كل عائلة النادي الأهلي تشارك معانا، ما فيش حاجة اسمها احنا نزلنا لائحة عشان خاطر احنا هندافع عنها او حد يخش في جدال، لا، احنا بنقول النهاردة احنا بننزل مشروع لائحة، طرحنا هذا المشروع بعد اللجنة الأساسية اللي برئاسة المشار محمود فهمي وله كل الشكر، ومجلس الإدارة في الجلسة اللي فاتت قرر توجيه جزيل الشكر على المجهود اللي المشار محمود فهمي وأعضاء اللجنة بذلوه، وطرحنا مشروع لائحة النظام الأساسي على أعضاء النادي الأهلي. تمام. وعملنا الميل الخاص بالنادي الاهلي اللي هو شارك برايك اقتراحاتك، وصلنا لغايه النهارده في خلال 72 ساعه 102 اقتراح و18 استفسار، ودي حاجه اتعلمت. ده عدد جيد جدا، عدد مميز جدا طبعا. تواصل مهم قوي اكيد مع اعضاء النادي الاهلي. ومن خلالك انا بناشد عائله النادي الاهلي، ارجوكم ابعتوا اقتراحاتكم، انا متابعين على السوشيال ميديا، في اقتراحات بتتقال على السوشيال ميديا لو سمحت ابعتوها على الميل. ابعتها على الميل، وان شاء الله بعد العيد هيتوفر ثلاث اماكن في الثلاث فروع ان شاء الله باذن الله سواء الجزيره او مدينه نصر الشيخ زايد باستقبال كافه الاقتراحات مكتوبه من الاعضاء، وممكن تسلم في السكرتاريه، لكن السوشيال ميديا لوحدها مش هتقدر توصل. انا ال 102 اقتراح النهارده كان في اجتماع لجنه مركزيه برئاسه كابتن عمر الخطيب والمشار محمود فهمي ودكتور سعد شلبي واستاذ محمد فتحي الشؤون القانونيه، واحنا كنا موجودين بصفه مدير تنفيذي، واكتشفنا ان النهارده ال 102 اقتراح اللي وصلوا رسميا على الميل كان في جدال حوالي اربع مواد، الاربع مواد دول الاقتراحات دي كلها اتحولت للجنه المركزيه، الاربع مواد دول كانت الماده 33 الخاصة بالهيئات القضائية والجهات القضائية. تمام. كانت مادة أضافوا مادة، في مادة جديدة عشان خاطر إضافة مادة خاصة بلجنة التظلمات، يبقى في لجنة موجود لجنة التظلمات. تمام. تحديد للجزاءات وجعل قرار الإسقاط بيد الجمعية العمومية. في مواد كتير، أنا عايز بس أوصل للناس إن في مواد كتير النهاردة أما جت الاقتراحات على الميل الرسمي اتدرست النهاردة وتحولت بالفعل على طول، يعني تدرس على طول، ما بتقعدش لسه شويه عبال ما تجمعوا كل الاقتراحات، لا، يعني اي اقتراح بيجي بيتم دراسته عشان يتم عرضه سواء الموافقه او الرفض عنه. انا عايز اقول لك اللي يعني الناس هتلاقي فعلا ان في تفاعل للاقتراحات دي، وهيبقى في تعديل فعلا، وهنقول هنعلن كتير بكره او بعده على تعديلات المواد، وفي انتظار يا جماعه اقتراحاتكم، في انتظار مشاركتكم. اللي يقول النهارده اللي احنا منزلين اللائحه دي وفي لائحه ثانيه ده راجل بيضلل الراي العام للجمعيه العموميه، رئيس النادي مصمم على نجاح برنامج عائله الاهلي ومصمم على مشاركه عائله الاهلي بالفعل، ان شاء الله لو بكلمه لو بحرف، طالما هذه الكلمه او الحرف
مطابقه لمبادئ وقيم النادي الاهلي بالزبط. متوافقه مع القانون الرياضي الجديد، متوافقه مع النطاق الاولمبي، احنا مش هنتاخر. الدكتور محمود فهمي رئيس اللجنه والدكتور سعد شلبي والاستاذ محمد فتحي واعضاء اللجنه النائب رئيس مجلس الاداره العامري فاروق والاستاذ ابراهيم الكفراوي وطارق انديل والجرح، كل اعضاء اللجنه وكل اعضاء مجلس الاداره فعلا منتظرين تفاعل بالكامل من اعضاء الجمعيه العموميه عشان خاطر في الاخر احنا فاتحين الاقتراحات لغايه يوم 9/9 ان شاء الله باذن الله. تمام. بعديها دي هيبقى في لجنه اسمها لجنه صياغه اللائحه، عشان برضه الناس اللي بتقول الصياغه، لا في لجنه اسمها لجنه صياغه اللائحه، احنا ماشيين بالمراحل بالترتيب مظبوط جدا جدا، مش عايز حد يقلق. في ورش عمل هتبدا تتعمل ان شاء الله باذن الله عقد انتهاء اجازه عيد الاضحى المبارك ان شاء الله، في لقاءات موجوده، هيبقى في شخصيات عامه موجوده، في دعوه عامه لاعضاء مجلس الاداره السابقين بالكامل اللي هم يشرفونا ويخشوا ويقولوا علينا اقتراحاتهم معانا وان شاء الله نستفيد من اقتراحاتهم اللي موجوده فيها. هيبقى موجود شخصيات عامه اقتصاديه زي الدكتور فاروق العقده طبعا اللي هو مشارك اساسي في الاستثمار في اللائحه بتاعتنا وبند الاستثمار، وده الدكتور العقده طبعا قيمه وقامه. يعني عايز اقول للناس اطمنوا، احنا فعلا بنتكلم بمنتهى الشفافيه، بنتكلم اللي احنا عايزينكم تشاركوا معانا، لو في حاجات موجوده للائحه للنقاش احنا فعلا قاصدين ان انتوا لازم تناقشونا وقاصدين ان انتوا تقولوا رايكم، مفيش حاجه الزام على حد طالما اقتراح هرجع اقول ثاني يتناسب مع مبادئ النادي الاهلي، يتناسب مع قانون الرياضه الجديد، احنا مش هنتاخر فيه، واللجنه المركزيه شغاله فعلا على مدار 24 ساعه، الميلات اللي بتوصل كلها احنا بنرحب بيها، انا بقول لك 102 ميل عايزهم يزيدوا، احنا 140,000 عضويه ده هيزيدوا اكيد. اتمنى فعلا ان هم يزيدوا بالفعل وربنا يوفق الجميع باذن الله. لو هو تواصل اعضاء في حد ذاته يا محمد بيه يعني يدل على الوعي الكامل عند اعضاء النادي الاهلي على ضروره واهميه ان يكون في لائحه للنظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، ده شيء مهم ومميز جدا، الاعضاء نفسهم يعني حريصين بكل قوه ان هم يقولوا ارائهم، وشيء مميز كمان من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ما اكتفاش بس ان هو يجيب حد يعد لائحه خاصه بالنظام الاساسي وبعد كده تتعرض على اعضاء النادي الاهلي، لا كانت المناقشه شيء ضروري ومميز جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في التشاور واشتراك الاعضاء في اختيار اللائحه الخاصه بنظام النادي الاهلي الاساسي. خلينا نتفق يا امير ان الهدف الاساسي من عمل اللجنه من يوم اما مجلس الاداره اختار اللجنه برئاسه المستشار محمود فهمي كان هدفها الاساسي الوصول لافضل لائحه اساسيه للنادي الاهلي. بالظبط. تعيش معانا وتعيش معانا لفتره كويسه من الزمن. ثاني حاجه عايزين يبقى في احساس حقيقي بالملكيه العضو نفسه لهذه اللائحه. لازم يبقى في مشاركه فعاله ان شاء الله لو بحرف، ان شاء الله لو بتعديل، لازم يبقى في مشاركه ويبقى عندك احساس ان انت شاركت في صنع لائحتك. بالظبط. الحاجه الثالثه احنا بنفعل فعلا شعار تاريخ مبادئ تطوير اللي هو ده اصلا اللي احنا طول عمرنا في النادي الاهلي متربيين عليه، الناس اللي بتبحث عن مبادئ النادي الاهلي بتشوفهم يا جماعه مبادئ النادي الاهلي موجوده، الحمد لله رب العالمين بنحافظ عليها في الوقت دوت وبنحافظ عليها بكل قوه لان هي دي اللي بتعمل تراث للنادي الاهلي، عايزين دايما نقول ان النادي الاهلي بنرسخ الرياده في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما هو الرائد في المشاركه بتاعته، دايما هو اللي هيبقى عنده اكبر لائحه، اكبر جمعيه عموميه غير عاديه بتقرر مصيره يوم 28 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الاهداف الاساسيه للائحه وان شاء الله شغالين عليها، وهرجع اقول تاني النهارده انا بعلن انت اول واحد النهارده موجود، وهنعلن بعد كده في الموقع الرسمي النسخ المطبوعه لمشروع اللائحه. تمام. عشان خاطر الناس ما تقولش اللائحه ده مشروع، اللائحه النظام الاساسي موجوده على مستوى الثلاث فروع من الساعه 10 صباحا للساعه 10 مساء، اي عضو جمعيه عموميه احنا سعداء اللي هو يجي وياخد النسخه، وموجود في النسخه دي في الاخر خالص في ست صفحات فاضيين موجودين عشان خاطر تكتب رقم الماده وتكتب التعديل المقترح وحضرتك تقدمه لنا، ثاني هناخد بالتعديل وهندرسه، لجنه موجوده لدراسه هذا التعديل عندنا لغايه يوم 9/9، لو سمحت شاركوا بمقترحاتكم لغايه يوم 9/9 ان شاء الله عشان يوم 28 يبقى فعلا يوم عرس حقيقي للنادي الاهلي اللي هو بيقرر رائحته باذن الله اللي بتحدد مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وقال لنا خبر مهم جدا وفيما يخص لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي ومشروع زي ما هو قال هو لسه مشروع لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، خلاص النسخ هتكون متواجده في افرع النادي المختلفه من الساعه 10 صباح الغد ان شاء الله، فبالتالي اي عضو من اعضاء النادي الاهلي يقدر ان هو يروح ياخد النسخه الخاصه بمشروع لائحه النظام الاساسي، ودي جزئيه وقضيه مهمه جدا.
النادي الاهلي يشاركوا فيها خلال الفتره المقبله، علشان اعضاء النادي الاهلي يكون المشروع اللائحه الخاصه بيهم هم جايه من عندهم هم من خلال تشاورهم واقتراحاتهم اللي بيقدموها دايما لمجلس اداره النادي الاهلي. فبالتالي شيء مميز جدا من المجلس ان هو يتفاعل مع اعضاء النادي الاهلي، مش بس ان انا اعد لائحه او مشروع لائحه وبعدين اعرضه على اعضاء النادي وهم يوافقوا او يرفضوا، لا، المشاركه ويعني التشاور ما بين اعضاء النادي الاهلي ومجلس الاداره شيء جيد وشيء ايجابي ومميز جدا جدا، وخطوه اكثر من رائعه من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. بالتالي نتمنى لهم كل التوفيق في هذه الجزئيه بالتحديد علشان النادي الاهلي ان شاء الله يكون ليه لائحه خاصه بيمشي من خلالها، وده شيء اكيد مهم ومميز جدا. كانت مداخلة أكثر من رائعة ومميزة جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. نكمل بقى بقية فقراتنا النهاردة من برنامج الأهلي الليلة، وجي معادنا مع فقرة من برة الأهلي. دي فقرة مهمة جدا، بنحاول نشوف أبرز الأخبار خارج أسوار النادي الأهلي، علشان كده هنبتدي بجزئية عودة الجماهير للمدرجات. خلاص زي ما احنا عرفنا ان من المنتظر ان شاء الله مع بداية الشهر المقبل شهر 9 القادم ان تعود الجماهير للمدرجات، حتى لو تدريجيا او بأعداد محددة، لكن اكيد شيء مهم ومميز جدا ان الجمهور يعود للمدرجات، وده اللي كان كل المصريين بيأملوا وبيطمحوا ليه، ان نرجع بقى الامور لطبيعتها، ترجع الجماهير للمدرجات، كل جمهور يآزر فريقه. فبالتالي جزئية كانت مهمة جدا. هنروح نشوف الخطوات اللي اتخذتها طبعا الدولة من خلال وزارة الشباب والرياضة والوزير أشرف صبحي، الدكتور أشرف صبحي. نروح نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية. كان في شفافيه ووضوح في الملف ده من البدايه، يمكن وتعاون بشكر فيها الاتحاد المصري لكره القدم واللجنه الاولمبيه المصريه والانديه، كان اجتماع مثمر يمكن عشان من فتره طويله اول مره يحصل الاجتماع بالشكل دوت. في البدايه يعني كان في نقاش، ووصلنا طبعا مع اللي كانوا موجودين كمان وزاره الشباب والرياضه والمسؤولين عن الملفات تنفيذيا في مصر. البيان اللي خرج هو ده اللي احنا بنعمله بعد الاجتماع مباشره على طول. كان في اقتراح طبعا، احنا الاساس ان احنا نبدا متدرجين بعدد، واتحاد الكوره هو الجهه المسؤوله عن اداره ملف كره القدم، وبالتالي الملف وادارته هيكون منقول الى الانديه في التنظيم من خلال اتحاد الكوره. وزاره الشباب والرياضه يعني كان في تحديد ادوار بتمثل الشق اللي بيحافظ على المنظومه ككل من الخلف، بيحافظ على اولادنا ان هم يدخلوا مش يمنعهم، ده دورنا. فتحديد الادوار كان مهم في الفتره ديت، ثم بناتي ازاي ننفذ الادوار. فبالتالي كان في اقتراح من الانديه واتحاد الكوره، كان اقتراح محترم ايضا، ان بيه 1500 من اتحاد الجامعات او طلبه الجامعات ووزاره الشباب والرياضه، 3000 من جامعات العمومية أو من الفان اي دي اللي بتقدمه للاتحاد والاتحاد بيتابع دوت، و500 للفريق الضيف. يعني انت بتتكلم في 5000، اكيد ستيب باي ستيب، خطوة خطوة نبدأ نتدرج، نعمل براكتس لينا كلنا، ممارسة، نشوف الاستادات اللي هيتقام عليها، الدورة ازاي بيقوم بيها اتحاد الكورة. اكيد لما نثبت اقدامنا في ال5000 طبعا بيستثنى من دوت البطولات او المباريات العربيه او الافريقيه، وزي ما حصل في الدوره العربيه في الحقيقه سمح ب 10000، لكن في الدوري لما الموضوع يبقى شكله كويس الجماهير كمان. احنا عملنا التوعيه بتاعتنا، لو حضرتك في اعلانات نزلت وعملنا تدشين ده دورنا عملناه وبشكل سريع جدا. اذا الملتقيات كلها تلتقي لما نلاقي المنظومه كلها ماشيه ستيب باي ستيب، اكيد مش هيبقى فيه هيزيتيتد او في تردد ان احنا كمان نفتح الجماهير لما يتم التاكد ان في حرص على اولادنا، وباكد وهم كمان يبقوا حريصين على ان هو الاستدامه، لان لو حصلت مشكله تانية اكيد هيبقى الموضوع مفيش جماهير، واحنا مش عايزين ده. اتحاد الكوره بينفذ الموضوع، احنا كمان تم الاحاطه في مجلس الوزراء بالموضوع من خلالي، وطبعا طلع بيان. فبالتالي خلاص هو يعني احنا بنتابع ده، والمفروض يكون يعني في اجتماع بعد العيد ولا حاجه نشوف بس ايه اللي بيحصل، لكن اكيد اتحاد الكوره هو الملف بتاعه وان شاء الله ينفذه بخير. يعني
يا رب ان شاء الله الجمهور يرجع في اقرب وقت ان شاء الله. هم خلاص قالوا في اول شهر 9 الجمهور يرجع المدرجات، هتكون حاجه مميزه جدا بقى نرجع نشوف المباريات بتواجد الجمهور. بصراحه بيبقى شيء ممل جدا. على فكره احنا عندنا مباريات على المستوى الفني، مباريات جيده جدا في الدوري المصري، يعني عندنا مستويات جيده ومباريات بتبقى شكلها الفني شكل كويس جدا، لكن اللي بينقص دايما المباريات دي تواجد الجمهور في المدرجات اللي بيدي صوت وبيدي اكيد حماس في الملعب بالنسبه للاعبين. فبالتالي ان شاء الله عوده الجمهور اصبحت قريبه جدا زي ما شفنا التقرير اللي فات مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. نتمنى لهم كل التوفيق في هذه الجزئيه بالتحديد. نروح لخبر اخر وهو خاص باستضافه القاهره للاجتماع مشترك للاوكسا والالانوك. ده اكيد يعني اتحاد الانالوج ده عايزين نوضح شويه لجمهور النادي الاهلي او الجمهور المصري بشكل عام. احنا عارفين ان كل دوله بيبقى عندها لجنه اولمبيه خاصه بيها، اللجان الاولمبيه دي كلها في كل الدول عملت اتحاد ليهم كلهم وهو اتحاد الالانوك. ده اتحاد اللجان الاولمبيه الوطنيه على مستوى العالم ويترأسه الكويتي الشيخ احمد الفهد. ده اكيد شيء مهم ومميز. وايضا الاوكسا هو اتحاد تحت مظلته مجموعه أو مجموعة اتحادات أفريقية رياضية وأيضا اللجان الأولمبية المختلفة النوعية والشاطئية. خلينا طب نروح نشوف التقرير ده مع اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الأوكسا ونرجع مرة تانية. والله أنا بس عايز في الأول أقول إن الدكتور أشرف صبحي عامل فرق كبير جدا على مستوى أفريقيا حاليا. زيارة سيادة الوزير الأولى للجزائر بعد 11 سنة من زيارة أي وزير جه في مصر للجزائر، وخصوصا بمناسبة إقامة دورة الألعاب الأفريقية، كان ليها أثر كبير جدا في القيادة السياسية الجزائرية وكان ليها أثر كبير جدا في المجال الرياضي الجزائري. اللقاءات اللي تمت ما بين معالي الوزير وما بين معالي وزير الشباب والرياضة الجزائري كانت مثمرة للغاية. النهارده واحنا في مش دي اول مره بيقابل معالي الوزير حد من الافارقه اللي جاي في مصر. قابل الوزيره الوزيره اميره الفضل اللي هو المفوضه الاجتماعيه اللي تحتها الرياضه في الاتحاد الافريقي السياسي، بمناسبه ان مصر ستتولى ان شاء الله رئاسه الاتحاد الافريقي 2019. سياده الرئيس السيسي سيتولى الرئاسه، فبهذه المناسبة بيتم تنسيق كبير جدا على مستويات مجالات الرياضة والشباب والبداية مع الاتحاد الأفريقي بشكل مختلف. النهاردة وجود الوفد اللي موجود من اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، من الاتحاد الأفريقي، من الأوكسا، الثلاثة المسؤولين عن الرياضة بصفة عامة في أفريقيا. الأوكسا مسؤولة بالصفة الفنية، الأنوكا مسؤولة بصفة الإدارة وصفة التسويق، والمسؤول عن الحكومات هو الاتحاد الأفريقي. النهاردة فرصة كويسة أن معالي الوزير بمقابلته مع الوفد ده بيثبت للوفد كل يوم أن مصر في داعمة لأفريقيا، داعمة للرياضة، داعمة للشباب، داعمة للمشروعات، داعمة للبطولات، داعمة لكل النشء والشباب، داعمة للمسؤولية الاجتماعية الناجمة عن الرياضة، داعمة لمحاربة الأمراض من خلال الرياضة ومن خلال التجمعات الشبابية الواعية عن المشروعات اللي هتتم. النهاردة معالي الوزير في لقائه مع المجموعة اللي موجودة بيثبت للناس أن مصر بدأت وستظل إن شاء الله هي الحاضنة لأفريقيا في كل وقت وفي أي توقيت. في خلال 10 أيام كانت موجودة المفاوضة الاجتماعية من الاتحاد الأفريقي. النهاردة الاتحاد الأفريقي المنفذين كلهم القائم بأعمال المدير في المفوضية والخاصة بالرياضة والخاصة بالشباب، وأيضا مديرة الرياضة اللي حضرتك شفتها، وأيضا أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية السيد مهندس أحمد أبو الجاسم، ومعاه السيد رئيس اللجنة الأولمبية المالية من مالي، وفي نفس الوقت اللي فيه هو عضو اللجنة الفنية، فعضو اللجنة الفنية في الاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية. وموجود أيضا الدكتور أشرف الميداني أمين عام
الأوكسا والدكتور عماد البناني مدير عام الفني للأوكسا، كانوا في اجتماعات، واجتماعات الحقيقة قوية جدا، قعدنا فيها على مدها يومين من 9 صباحا لحد الساعة 8 مساء بنخلص كل يوم، للتنسيق ما بين دورات الألعاب الأفريقية والأنشطة اللي هتتم في خلال الفترة بعد توقيع الاتفاقية اللي تمت في يناير الماضي للتوفيق ما بين التنسيق ما بين الاتحاد الأفريقي واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية واتحاد الأوكسا. طيب نروح بقى لفقرة أخرى من فقرات الأهلي الليلة، وهي خاصة بالأهلي في كل مكان، وهي الفقرة اللي بتتكلم عن الأندية اللي بتحمل اسم النادي الأهلي، فبالتالي أكيد بنهتم بأخبار هذه الأندية. هنبتدي من ليبيا وأهلي طرابلس بالتحديد، اللي خلاص هياخد أجازة عيد الأضحى المبارك، هتكون راحة بالنسبة لهم. زي ما احنا عارفين اللي بيتولى تدريب فريق أهلي طرابلس هو الكابتن إيهاب جلال المدير الفني المصري. الراجل عمل لهم معسكر في تونس لمدة 10 أيام، خلص المعسكر خلاص، فبالتالي هو هيعود للقاهرة يقضي أجازة عيد الأضحى المبارك. وأيضا لاعبي فريق أهلي طرابلس هيكون عندهم أجازة فترة العيد كلها، بعد العيد مباشرة هيستأنفوا تدريباتهم واستعداداتهم للموسم الجديد وبطولة الدوري الليبي، فبالتالي أكيد نتمنى لهم كل التوفيق، سواء أن هم اسمهم النادي الأهلي أو كمان عندهم مدير فني مصري هو الكابتن إيهاب جلال. الإمارات وإمارات وأهلي دوري والبطولات المحليه بشكل عام في الامارات، بالتالي هم خلال الفتره دي هم تعاقدوا مع لاعب اسمه فيتشو من نادي سانتوس البرازيلي، ده لاعب ارجنتيني، لكن بيبحثوا ايضا على لاعب اخر برازيلي عشان يكون بديل للوفانور اللاعب البرازيلي المتواجد اوريدي في صفوف فريق اهلي دبي. زي ما احنا عارفين فريق اهلي دبي عنده مورو دياز ده من الارجنتين، وايميليانو فيكو، وايضا الاكوادوري خامي ايوفي، فبالتالي هم بيحاولوا يدعموا صفوفهم باقوى اللاعبين وامهر اللاعبين علشان يكونوا لائقين للمنافسه في مختلف البطولات اللي هيشاركوا فيها، فبالتالي اكيد نتمنى الفريق اهلي دبي كل التوفيق خلال المرحله المقبله. اسم اللاعب البرازيلي يعني ما حدش عارف الاسم لسه، لكن في تكهنات عند الاعلام الاماراتي ان هو هيكون لاعب برازيلي مميز جدا ينضم لصفوف فريق اهلي دبي خلال المرحله المقبله، فبالتالي اكيد نتمنى لهم كل التوفيق. اي نادي بيحمل اسم النادي الاهلي دايما بيحاول، او احنا بنبقى نتمنى او بنتمنى له ان هو يرفع اسم النادي الاهلي عاليا دايما، زي ما احنا شايفين النادي الاهلي المصري دايما بيحقق مختلف البطولات، فبالتالي اي فريق في الوطن العربي زي ما احنا عارفين الوطن العربي كبير جدا، في انديه عديده اسمها النادي الاهلي، فبالتالي كان الاسبقيه للنادي الاهلي هو اللي اسمه في البدايه كان اسمه النادي الاهلي، لكن بعديه جه انديه كتير جدا على نفس هذا الاسم العظيم، فبالتالي نتمنى كل أندية النادي الأهلي في ربوع الوطن العربي كل التوفيق، ونتمنى لهم كلهم كمان هم يحققوا كل البطولات اللي بيشاركوا فيها. لسه مكملين معاكم فقرتنا، فقرة الأهلي في كل حتة من برنامجنا برنامج الأهلي الليلة، وخبر آخر عن الكابتن عظيمة محمد عبد العظيم. عظيمة طبعا عارفينه كان متواجد في الجهاز الفني الأسبق لمستر مارتن يول أثناء تولي قيادة النادي الأهلي فترة من الفترات، كان هو المدرب العام والمساعد لمستر مارتن يول، طبعا هو بيتولى في هذه الفترة أو تعاقد بشكل رسمي مع فريق مرباط العماني، بالتالي مرباط العماني ده على فكرة مسكه أكثر من مدرب، سواء كابتن شوقي غريب، كابتن محسن صالح، كابتن ضياء السيد مسكوا فريق مرباط العماني ده كده، وحققوا معاه كمان نتائج جيدة، فبالتالي أكيد نتمنى كل التوفيق كمان للكابتن عظيمة. بالمناسبة هو خلاص لعب أول مباراة ليه في الدوري العماني بعد تولي المسؤولية بحوالي 10 أو 15 يوم بالكتير يعني، وفاز في أول مباراة بنتيجة 3-1 على فريق مسقط العماني، فبالتالي بداية جيدة وموفقة جدا للكابتن محمد عبد العظيم عظيمة خلال توليه أو بداياته مع فريق مرباط العماني، فبالتالي إن شاء الله نتمنى هو يستمر على هذا النسق وهذه النتائج الجيدة ويقدر يحقق يعني ما هنقول مركز جيد في بطولة الدوري العماني، لأن فريق مرباط مش من الفرق الكبيرة قوي، فبالتالي أكيد نتمنى له كل التوفيق. أحد المدربين المميزين جدا بالمناسبة كابتن عظيمة كان يعني متواجد في جهاز الفني مستر مارتن يول، وقدر ان هو كمان يحصل على بعض الرخص التدريبية المهمة جدا من قبل الفيفا، سواء رخصة تدريبية A أو رخصة تدريبية
بيه، فبالتالي راجل طموح ومطلع بشكل كبير جدا، وعلى المستوى الاخلاقي مميز جدا جدا جدا، هو احد ابناء النادي الاهلي، طبعا ابن من ابناء النادي الاهلي، فاكيد اخلاقيا اكثر من رائع، فبالتالي نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره المقبله. طبعا دي كانت بعض الفقرات الخاصه ببرنامج الاهلي الليله النهارده، واخر فقره معانا كانت خاصه بالاهلي في كل حته، فقرات اكيد عديده ومهمه جدا، بنحاول من خلالها نقول لكل جمهور النادي الاهلي مختلف الاخبار اللي بتخصهم سواء جمهور او اعضاء النادي الاهلي. لكن دلوقتي طبعا جه معادنا مع فقره اخرى ومهمه جدا ومميزه مع الكابتن خالد العوضي اللي هيقدم لنا فقره الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي، هيقول لنا طبعا بعض التقارير وبعض الاخبار الخاصه بالالعاب الاخرى، وايضا هيكون معاه ضيف مميز جدا وهو الكابتن حاتم البحيري لاعب الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي، فقره مميزه جدا تابعوها لكن بعد فاصل. مساء الخير على كل جماهير الاهلي وكل جماهير المصريه، مساء الخير على اعضاء النادي الاهلي، مساء الخير على كل لاعبين الالعاب الاخرى في النادي الاهلي. كل سنه وكل حضراتكم جميعا طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، اعاد الله علينا وعليكم باليوم والبركات. فقره الالعاب الاخرى بتشوف استعدادات كل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي عن الموسم الجديد، استعدادات جاده، استعدادات شاقه، كل اللاعبين يعني بيموتوا في التدريبات علشان خاطر يطلعوا النادي الاهلي في المراكز الاولى اللي هم دايما معودينا عليها. هنبدا فقره الاخبار باخبار لكره اليد بالنادي الاهلي. فريق كره اليد بالنادي الاهلي بيستعد للسفر للشارقه خلاص بعد العيد مباشره، ودي اول مرحله اعداد لمراحل اعداد عن بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه المقامه في ساحل العاج. البطولة اللي جاية في الإمارات من يوم 29 أغسطس ل 5 سبتمبر بيشارك فيها فرق كتيرة، من بيشارك فيها النجم الساحلي، بيشارك فيها نادي سموحة المصري، بيشارك فيها أندية من الإمارات. أعتقد أن كابتن عاصم حماد قال أن البطولة دي بالنسبة له مهمة، وهي أول فترة الإعداد أو دي المرحلة الأساسية في فترة الإعداد لعب المباريات الودية مع المدارس المختلفة في بطولة الشارقة الدولية. هنستمر مع كرة اليد واللاعب التونسي المحترف الجديد يوسف معرف، لاعب مكارم المهدية السابق وهو لاعب الآن بالنادي الأهلي المصري. اللعيب بدأ ينتظم، راح أجازة بعد ما مضى العقد في النادي الأهلي، راح أجازة لتونس يخلص بعض الحاجات الخاصة به ويسلم على الأهل ويسلم على الأسرة ويرجع ينضم إلى فريق النادي الأهلي لكرة اليد عشان استعداده للموسم الجديد. بدأ تدريبات، اللعيب هيسافر إن شاء الله معاهم لدورة الإمارات البطولة اللي جاية من يوم 29 أغسطس ل 5 سبتمبر. في وسط الفريق اللعيب أنا شفته في الملعب شخصيا، في وسط الفريق اللعيب بدأ يتجانس، لعيب محتضناه جامد جدا، هو ده النادي الأهلي وهو ده وأسلوب لعيبة النادي الأهلي إن هو يحتضنوا كل الوافدين الجدد من الخارج. النادي الأهلي بيخوض مباريات تجريبية، كان امبارح عنده طيران، النهارده كان بيلعب نادي الزهور في إطار اللي هو بيستعد للموسم الجديد. أعتقد إن شاء الله إن النادي الأهلي يحقق في الموسم الجديد، أتمنى ليه تحقيق كل بطولات في الموسم الجديد. هنسيب كرة اليد ونروح لكرة السلة وكابتن طارق خيري ولعيبة النادي الأهلي واستعدادات، ودي الفترة الأولى في استعدادات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي. عندهم مراحل كتيرة بياخدوها، بياخدوا صالة جيم، بيتمرنوا في تراك ملعب التتش. طارق خيري بيستعد خلاص لخوض المباراة الودية، ويعتبر دي المرحلة الثانية ليه بإذن الله بعد العودة من عيد الأضحى، هيبتدي يخوض المباراة الودية استعدادا برضو للبطولة العربية والبطولة الأفريقية وبطولة الدوري العام ودوري المرتبط. نسيب الألعاب الجماعية ونروح لألعاب المضرب وشريف أبو حباجة والفوز ببطولة الجمهورية. ما شاء الله شريف أبو حباجة نجم كبير عندنا في النادي الأهلي، فاز ببطولة الجمهورية على محمود عزت برضو من النادي الأهلي، فاز عليه بمجموعتين 2-0 6-4 و6-2.
كان شريف ابو حباجه فاز على محمد عفوا محمود عزت فاز على محمد سيد برضو لاعب النادي الاهلي في الدور قبل النهائي، وشريف ابو حباجه فاز على بلال ابراهيم برضو لاعب النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي 4 مراكز الاولى في بطوله الجمهوريه. البنات ميار شريف بتفوز على دانا ابو حباجه اخت شريف في المباراه النهائيه ببرضو مجموعتين 6-1 و6-0. فريق سيدات الاهلي، نرجع نسيب الالعاب المضرب وهنروح لفريق سيدات الاهلي لكره اليد واستعداداتهم الشاقه والجاده لموسم ان شاء الله البطوله العربيه عندهم شهر 10 خلاص هتقام في الاسكندريه في نادي سبورتنج، هو يستعدوا ليها استعدادات بطوله مهمه بالنسبه لهم. كابتن ياسر صلاح لما كنت بتكلم معاه كان بيقول ان بطوله مهمه جدا جدا، ظهروا بمظهر مشرف في البطوله الافريقيه اللي فاتت وعايزين يكملوا هذا المظهر ويبتدي يعلو منصات التتويج. هنخرج التقرير مع كابتن ياسر صلاح وتقرير عن سيدات اليد، وهنرجع نستقبل ضيفنا الكبير والمنتقل حديثا والوافد الجديد لكتيبه النادي الاهلي في كره السله كابتن حاتم البحيري. نطلع تقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. احنا بادئين بقالنا حوالي شهرين، المفروض ان احنا هنبتدي السيزون بتاعنا 20/9 اول حاجه في ماتشات اللي هي بطوله الجمهوريه، وعندنا بطوله عربيه في سبورتنج 15/10، والحمد لله في النادي في مجلس الاداره وافقنا ان احنا نشترك فيها، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونعمل فيها حاجه كويسه. احنا دايما متعودين احنا بنبتدي بدري لان احنا بيبقى عندنا السيزون بيبقى طويل، والحمد لله هو ده اللي بيخلينا نكمل لغايه الاخر، لان احنا عندنا السنه دي عندنا 4 بطولات، عندنا دوري وعندنا كاس وسوبر ومنطقه، الى جانب طبعا البطوله العربيه دي هنلعبها خلاص، في بطوله افريقيا في شهر 4 دي ابطال الكؤوس، بس احنا لسه طبعا على حسب برضو هتبقى ميعادها امتى، فاحنا بنستعد من بدري عشان خاطر يعني نقدر ان احنا نكمل لغايه الاخر على نفس المستوى. احنا بدأنا يمكن آخر 6، احنا الفرقة الوحيدة تقريبا في مصر اللي بتبدأ بدري بالشكل ده. بدأنا فترة قوية، فترة إعداد، درجات، ميتس اند بولز، حاجات كده يعني، وإن شاء الله ربنا يوفقنا. يعني احنا فترة إعدادنا هتفضل مستمرة لحد قبل يمكن الدوري بأسبوع مثلا، الدوري هيبدأ على شكل خميس وسبت عشان الفرق يمكن زادت السنه دي 6 فرق زياده، فهنبدا خميس وسبت وبعد كده سبت بس، وان شاء الله نعمل زي ما بنعمل كل سنه وناخد بطولاتنا كلها ان شاء الله. احنا عاملين فترة اعداد قوية جدا، تقريبا ما فيش نادي في مصر بيعملها، كل يوم تقريبا تراك مدرجات بنعمل كل حاجة، ولسه هنروح الجبل برضو، يعني في فترة اعداد قوية جدا على اعلى مستوى. طبعا احنا البطولة العربية هي اهم هدف احنا باصين له دلوقتي، هنبدأ الدوري يوم 20/9، واخدين اول كام ماتش هما حاجة تدريبية او تدريجية للبطولة العربية. طبعا احنا مش باصين غير على المركز الاول في البطولة العربية، يعني ما مش بنلعب على اي حاجة تانية، هو مركز اول ان شاء الله يعني، وهتفرق معنا بقية السيزن، يعني ان انت تبقى اول عرب دي حاجة تفرق طبعا، خلاص ما فيش حد في المحلي هيفكر فيك او هيفكر ان هو ينافسك اصلا، كل فرقه هتيجي تلعب وهي مستسلمه خلاص يعني، بس فان شاء الله خير يعني ان شاء الله. رجعنا بعد تقرير من فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي واستعداداتهم للموسم الجديد واستعدادات على قدم وساق في كل الأجهزة في كل النشاطات في كل اللعبات. النهاردة معانا نجم كبير، نجم وافد جديد لكرة السلة، عندنا
النهاردة كابتن حاتم البحيري المنتقل من نادي الاتحاد السكندري إلى النادي الأهلي. نرحب به كابتن حاتم، مبروك وجودك في النادي الأهلي. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. يعني من اسكندرية، من عظماء في كرة السلة لعظماء لكرة السلة في النادي الأهلي، وتاريخ كبير، ودايما لازم نسأل النجم بتاعنا ونسأله السؤال المهم، إزاي وصلت بلعب كرة السلة؟ والله انا مفروض بابايا كان بيلعب باسكت وهو صغير. تمام. كبرت لقيته بيدرب، لحقت يعني اخر ايامه. فطبعا الفضول اخدني اني لازم اجرب اللعبه اللي هو بيلعبها. كويس. بصراحه جربته، وجربت هاندبول وجربت سباحه وبعدين كويس حاتم. اكيد كويس. كويس. اكيد كويس. اتفضل. بس انا ارتحت ان انا حبيت اخد الكارير ابقى زي بابايا. كويس. بس فعلا اتمرنت وبدات في نادي سبورتنج. بدات من المدارس للناشئين، يعني واحده واحده كده، ولقيت الدنيا واخداني ان انا مبسوط وان انا ماشي كويس والناس مبسوطه مني وانا مرتاح. بس لحد ما بقيت في النادي الاهلي. بقيت وصلت النادي الاهلي. طب بداياتك انت من اسره رياضيه زي ما قلت ان باباك كان مدرب كره سله، ما حاولتش تروح اي ملعب تاني؟ هو الملعب ده اللي استهوى قلبك يعني قعدك؟ يعني بقول لحضرتك انا جربت كذا رياضه انما حبيت اخد الكارير اللي بابايا كان فيه. طب عايز اسالك السؤال كده بره الصندوق. انا بابايا مثلا مدرس عربي، فكان كنت مش كويس في العربي كان بيضربني. قول لي بقى، بابا زقك لكره السله ولا ما حصلش ده؟ لا خالص بصراحه، يعني انا لما بدات اول حاجه بدات هاندبول. كانت عجباني اللعبه وكانت الناس قرايبي بيلعبوها، فحبيت برضو ان انا لا عايز ابقى هاندبول. انما في مره كده اختي، انا عندي اخت اكبر مني بسنتين، بدات باسكت. كويس. ففي مره وهي بتتمرن خدت كوره وفضلت انا برضو اعمل زيها. قلت بابا، بابا انا عايز اجرب. تمام. قال لي طب والهاندبول؟ قلت له لا اجرب الباسكت بجانب الهاندبول واشوف انا هكمل فيه. تمام. ومن ساعتها بصراحه خلاص استقريت في الباسكت. استقريت في الباسكت. ملعب مختلف برضو ملعب الباسكت. لعبه شيك. لعبه شيك. يعني الهاندبول مش شيك. ماشي. لا حتى طبعا مفيش مشكله. مفيش مشكله. لكن قول لي انتقالات من مفيش ثلاث انديه لعبت فيهم؟ لعبت في سبورتنج وبعد كده الاتحاد السكندري، برضو نادي كبير في كره السله وعالم كبير في كره السله، وبعد كده النادي الاهلي. انتقالاتك الثلاثه دول في عصر الاحتراف رايك فيه ايه؟ والله هقول لحضرتك حاجه، انا واحد من الناس راحتي النفسيه عندي بتبقى عندي نمبر 1. يعني لو انا مرتاح نفسيا في المكان ده، حدي اكتر ما انا في مكان تاني يمكن امكانياته احسن، انما انا نفسيا فيه مش مرتاح. فاول انتقال ليا من سبورتنج للاتحاد، انا جات لي فتره في سبورتنج انا ما كنتش مرتاح فيها. اضطريت ان انا اسيب، وده كان يعني انا من جوايا مش مبسوط. حاسس ان انت زعلان ان انت مشيت؟ يعني احساسي طبعا. في الاول، في الاول كنت ناديك. زعلان ناديه وان متربي فيه فقلت لا عايز اجرب اشوف نادي تاني قبل ما انا اقفل من باسكت خالص. يعني انا كان الموضوع وصل معايا ان انا يعني لو ما مشيتش خلاص انا الموضوع خلاص. تمام. رحت جربت في نادي الاتحاد. كويس. بصراحه الناس يعني شالتني فوق راسها. عندهم الكويس هو اللي بيلعب. مفيش اي تدخلات عائليه، مفيش الكلام ده خالص، اللي شادد نفسه في الملعب واللي كويس واللي بيدي واللي بيتعب هو اللي بيلعب. بصراحه رحت جربت معاهم، لقيت المدرب بتاعهم بيقول لي تمام انت معانا من السنه دي لو عايز. قلت له تمام انا معاك. رحت لبابا قلت له خلاص انا استقريت في الاتحاد. اسكندريه وجو مختلف تماما عن جو القاهره واجواء مختلفه في الاتحاد السكندري. يعني انا شخصيا كنت زمان يعني قبليك شويه اتفرج على كابتن مدحت ورده واستمتع في كره السله باسكندريه. قول لي ملعب كره السله في نادي الاتحاد كان بيمثلك ايه في حياتك؟ وانا صغير كنت بروح اتفرج على الماتشات اللي كانت بجمهور، كنت ببقى يعني نفسي ابقى مكانهم. الملعب يعني متقفل. حتى كنت بتروح تشجع؟ مش بشجع. بس ببقى قاعد في وسط الجمهور مبسوط جدا. الجو والناس وفرقه الاتحاد بصراحه زمان ايام، يعني حتى من بعد جيل كابتن مدحت ورده. الاجيال القديمه كابتن اسماعيل احمد، كابتن الجزار، الناس القديمه دي كلها كان جيل. طبعا كابتن طلبه، الناس دي كلها جيل قوي قوي. كان بيمتع الناس، ما كانش بيلعب باسكت بس، كان ليه لمسات كده برضو باسكت نظيف. لعب تتمتع وانت تتفرج عليه.
فبصراحة كنت بروح أتفرج، وكنت يعني بستنى بقى المجمعات أو بستنى ماتش مثلا الاتحاد وأهلي أو الاتحاد وزمالك، اتحاد جزيرة، لازم الماتشات دي كنت أتفرج عليها. تروح تتفرج عليها هناك طبعا. طيب هنسيب ذكريات اسكندرية وهنروح بقى للحاضر في القاهرة. قول لي دخلنا النادي الأهلي إزاي، ومين اللي بدأ الكلام، وأول يوم دخلت في النادي الأهلي، يعني قول لي الأول بس دخلنا النادي الأهلي إزاي. أنا كان عندنا السنة اللي فاتت آخر مجمعتين، كان في مجمع في اسكندرية وبعديها مجمع في القاهرة. مجمع اسكندرية طلع كلام إن أنا حاتم مضى في نادي في سبورت كويس، فلقيت بصراحة كابتن إسلام علي بيكلمني، إيه الأخبار، عامل إيه، تمام، قول لي أنت فعلا مضيت؟ قلت له لا. قال لي ده الناس كلها تقول إن أنت خلصت في سبورتنج. قلت له لا لسه ما حصلش. قال لي طيب إيه رأيك لو تيجي النادي الأهلي؟ قلت له مفيش مشاكل، اقعد واسمع منكم الدنيا هتمشي ازاي. كويس. بس قال لي طيب تمام، انتوا كده كده جايين القاهره في المجمعه الاخيره. تمام. قلت له تمام. قال لي نبقى نظبط ميعاد مع كابتن طارق وكابتن رؤوف عبد القادر. كويس. ولو في نصيب وخير وانت يعني مرضي بالكلام تمام. فعلا رحنا القاهره في المجمعه الاخيره، نزلت مع كابتن طارق وكابتن رؤوف، وبصراحه كلامهم ريحني جدا. ما كانش اول نادي قعدت معاه، كنت قعدت مع 3 أو 4 انديه من الدوري الممتاز. تمام. بصراحه لا كلامهم مريح، مش ناس بتقول كلام كويس مجرد ان هي بتحاول تشتريك. لا، حسيت بمصداقيه في كلامهم، حسيت ان الناس فعلا شارياني، حسيت ان المكان نفسه مكان كويس، اسم كبير، فبصراحه ما ترددتش. روحت خلصت بصراحه، صليت استخاره وسالت والدي ووالدتي طبعا، ربنا يخليهم لك، وتوقعت ان انا يعني بابا ما بداش اعتراض على النادي الاهلي. لا خالص، وافق عشان هو كان معايا في القعده بتاعه القاهره. كويس. هايل. بس روحت صليت وتوكلت على الله وكلمت كابتن طارق، قلت له انا ان شاء الله معاك السنه الجايه. ده كل ده القعده بتاعه القاهره بعد الدور المجمع. بعد دور المجمع، يعني بعد الدور المجمع لما تمام. خلصت وبعديها بيومين ثلاثه كلمت كابتن طارق، قلت له انا خلاص خلصت وصليت وتوكلت على الله ان شاء الله ايه معاكم السنه الجايه. تمام. ده اللقاء الاولاني. تمام. اللقاء الثاني انت راح تمضي فيه. قول لنا بقى دخلت النادي الاهلي ازاي. والله ما اضحكش عليك، احس ان انا كنت بعمل حاجه غلط، يعني بقول ايه ده، انا في مش مصدق اكيد مخضوض برضو، يعني عمري ما توقعت ان العب في القاهره مش في النادي الاهلي. يعني انا توقعي ان انا كله في اسكندريه. البحر حلو برضو طبعا، الجو نفسه حلو. تمام. مخضوض، المكان كبير، الاسم كبير، حاسس ان اللي انا بعمله ده يا ترى صح، يا ترى هتمشي معايا كويس وهفضل ادي وواقف على رجلي. بصراحه كنت مخضوض. بس بصراحه من اول ما دخلت باب النادي، من اول يعني اول واحد قابلته كان كابتن رضا الاداري. طبعا قابلته على باب النادي، ابتسامه على وشه، الامن نفسه، اهلا بك يا كابتن. الناس بصراحه إليجنت وشيك قوي في طريقه تعاملهم. فبصراحه انا ابتديت اتبسط وابتديت احس ان الموضوع انا داخل بيتي. تهدى، هديت شويه. بس دخلت قعدنا شويه مع كابتن رؤوف، بصراحه كل حاجه كانت جاهزه، رحت مضيت وباركولي بصراحه ومشيت. نزلت بقى الملعب بعديها وبدات التدريب خلاص مع النادي الاهلي على طول بعديها. بعديها. طيب دخولك النادي الاهلي، دخلت النادي الاهلي في احتراف، في عصر الاحتراف، دي حقيقه. اخبار الاحتراف الخارجي ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، الباسكت مش يعني في مصر مالوش صيت قوي بره، يعني تمام. اللي يطلع يحترف بره لازم يكون مثلا في جامعه في امريكا الاول. كويس. ومنها يكون في ايجنت اللي هو رجل يعني ليه علاقات بالانديه، هو اللي يبتدي يوديك النادي الفلاني عايزك او النادي الفلاني عايزك. الموضوع ده طلع برضه مؤخرا. يعني جات لي فعلا فرصه ان انا اروح جامعه في امريكا، بس انا كنت خلاص يعني في ثالثه كليه وفي الترم الثاني اشترطهم عليا ان انت هتيجي از فريشمان، يعني هتبدا من سنه اولى. بصراحه بابايا قال لي روح. تمام. قال لي يعني حتى لو انا بقول لك روح. انا بقول لك روح. يعني حتى لو لا قدر الله الباسكت ما مشيتش هتمشي بشهاده، وشهاده كويسه طبعا، وهتشتغل بيها. كويس. انا بصراحه ما وقفت. لا وقفت. كان قرارك. كان القرار قراري. بصراحه قلت لا، يعني هو لازم اكمل بقى اللي انا فيه. انا يعني الكفايه ان الباسكت مع الدراسه الموضوع صعب. حاتم مش ندمان على القرار؟ بصراحة لا.
بصراحه لا. طب لو رحنا للدراسه بتاعتك قول لنا بتدرس ايه؟ انا خلصت اكاديمي بزنس. اكاديمي بزنس. طب اكيد اكيد الشباب بتوع الصغيرين اللي بيتفرجوا عليك في مصر كلها ولاعيب نادي الاهلي عايزين يعرفوا ازاي راجل محترف زيك كابتن كبير ونجم كبير بيوفق بين الاثنين. نقول لهم ايه يعني؟ انت عارف وانا صغير كنت دايما اجري في الملاعب وكده وطلعت مهندس في الاخر ازاي؟ ما اعرفش مفيش مشكله. فقول لنا ازاي بتوفق بين الاثنين. انا الميزه عندي ان انا كانت بابايا زي ما قلت لحضرتك كان رياضي، فكان العقاب ممسوك بالباسكت. يعني حتى من النهارده مش كويس في المدرسه مفيش تمرين. انا كان الموضوع ده بالنسبه لي لا هعمل ايه بس انزل التمرين، انزل النادي. انا نفس الكلام. فبقوا يمسكوني من الحته دي بقى. بالظبط ده عمل وعي كده. مفيش دراسه مش تبقى كويس في الدراسه هنوقف النادي. مفيش باسكت خالص. اه حياتك باسكت بصراحه كده. انا كان يومي حتى لو مفيش تمرين يومي في الملاعب من الصبح اول ما اصحى لحد بقى بالليل كده. طبعا صغير لما تروح الملعب معاك لبسك لابس جينز وتخش بكره الباسكت تلعب. العب على طول. مفيش. فكانوا ماسكيني بقى بالحته دي لحد ما ابتديت اكبر شويه بقى دخلت جامعه. بصراحه الاكاديميه كانوا يعني بيساعدوا جدا الطالب الرياضي. اوفرز بقى ان انت ما تروحش مفيش اتندنس بس تيجي على الامتحانات. كويس. بصراحه عديت الاربع سنين عديتهم وقلت الحمد لله. تمام تمت. يعني هو المواظبه على التدريب وللعيب يواظب تدريب ويعمل نفسه معيد بلان يشتغل طبعاً. عليها طبعا دي حاجه مهمه بالنسبه للعيب جدا. في ايام كنت باجي يعني معظم الوقت ما كنتش بخرج. يعني مفيش صحاب مفيش نازلين مفيش طالعين مفيش خارجين. لا هو الوقت اللي بتروح تمرينك والوقت الفاضي بترجع تذاكر عشان ما هو تاني يوم عندك مدرسه. روتين يومي. هو الروتين اليومي ده لكل الرياضيين ودي اكتر حته عايزين نبرزها للناس ان الرياضي فعلا في حاجات كتيره بتمنع عنه جدا علشان يقدر يبقى بطل ونجم كبير. جدا 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 لحد دلوقتي. يعني انا لو عندي مناسبه مع اهلي، فرح بنت خالتي، فرح ابن خالي، بيزعلوا. الحاجات دي بيزعلوا منك بس طبعا. هي فعلا مش بايدي. عايزين يعني برضه صاروا مع النجم يا كابتن حاتم. كابتن حاتم قول لي علاقتك ايه بلعيبه الاهلي؟ والله لعيبه الاهلي يعني معظمهم او في ناس كتيره منهم لعبت معاهم في المنتخبات. حبني وانا بصراحه من يعني انا نفسي كنت مخضوض من اول ما حصل فيه مكالمات لقيت اللعيبه بتكلمني. حاتم انت بجد ممكن تيجي؟ انت في فعلا اوفر؟ اه يا جماعه طب بجد يلا وتعالى. حسيت ان في تكاتف، حسيت ان الناس فرحانه مش ناس متضايقه. دي حاجه برضو من الحاجات اللي اثرت فيا ان لا طب ما الناس شرياني والناس عاوزاني لعيبه واداره. ما هي مكسب الفريق دايما في المجموعه طبعا في اللاعبين يعني اكيد. طيب معانا مداخله على التليفون قول له كده مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. كل سنه وحضرتك طيب. شوف قول لي مين انت قول كمل. مين؟ لا انا كابتنك بس حاتم. كابتن مصطفى الشافعي طبعا. كابتن مصطفى الشافعي معانا طبعا. طيب كابتن مصطفى مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد ازي حضرتك؟ منورنا ربنا يخليك. عندنا نجم وافد جميل يعني من نادي كبير وهو لاعب كبير. تقول ايه لنجمنا كبير النهارده حاتم البحيري؟ والله يا كابتن خالد يعني انا على المستوى الشخصي الصراحه من الناس اللي ببقى معجب بحاتم جدا حتى في طريقه لعبه. ان هو من اللعيبه القليله جدا اللي في الدوري المصري اللي يقدر يلعب في كذا بوزيشن يعني. فانا من اكتر اللعيبه الصراحه اللي مبسوطه بوجوده معانا في النادي. ان انا حاسس ان هي هتبقى اضافه كبيره قوي ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي يعني. ده غير ان هو كمان سنه صغير يعني. فانا صراحه حابب اقول له يعني ان شاء الله تبقى بشرة خير كده علينا باذن الله السنه دي وان احنا نحقق كل البطولات باذن الله كده وتبقى انت سبب من ضمن الاسباب في المكسب ان شاء الله باذن الله السنه دي. مصطفى عايزين نعرف جانب مختفي عن حاتم مش قادر يقوله على الهوا، عايزينك انت تقوله. لا والله 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 ما فيش حاجه يا كابتن خالد. والله حاتم من اللعيبه المحترمه جدا يعني. انا الصراحه حتى وهو كان بيلعب في نادي الاتحاد لما كنت حتى بنتسلم على بعض مش عارف ايه. لا لعيب محترم جدا. ما يعني عمري في حياتي ما سمعت ان حاتم عمل مشكله مع لعيبه او حاتم عمل مشكله مع مدرب. عمري في حياتي ما سمعت الكلام ده كله. فعشان كده للاسف يا كابتن خالد ما فيش جانب مختفي خالص. هو حاتم زي ما حضرتك شايفه كده قدامك هو ده حاتم في الحقيقه يعني. في الحقيقه. طيب كده. مصطفى طمنا على احوال الفريق وطمنا على استعداداتكم للموسم الجديد. والله يا كابتن خالد احنا السنه دي طبعا البدايه برضو تعتبر مختلفه عن السنين اللي فاتت. احنا بدانا فتره اعداد
تعتبر قويه جدا عن السنين اللي فاتت. طبعا ده بسبب ان احنا عندنا زي ما حضرتك عارف تصفيات افريقيا خلاص كمان شهر، وبطوله افريقيا ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله، والدوري، وعندنا بطولات كتيره والمنافسات كتيره قوي، الفرق كتيره قوي بتنافس. فانا بقول لحضرتك ان احنا لا، فتره الاعداد السنه دي مختلفه جدا وجامده، والحمد لله يعني قليل قوي ان احنا كنا نلاقي فتره الاعداد فيها لعيبه كتير كده، ان احنا الحمد لله يعني تقريبا كاملين في فتره الاعداد دي، فهي دي الميزه. فربنا يسهل كده ويكرم ان شاء الله باذن الله، وتبقى دفع خير ان شاء الله للسيزون السنه دي باذن الله. يا رب يا مصطفى ان شاء الله كده سيزون جميل عليكم، ونبارك لكم في اخر السيزون بموسم حافل كامل بكل البطولات ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا مصطفى. ربنا يخليك يا كابتن خالد، ميرسي جدا، شكرا ليك. شكرا، ميرسي. قال عليك شعر. قال عليك شعر بصراحه. انا مش عارف اتكلم يعني. هو قال عليك شعر الراجل، قال لي التزام واخلاق وكل حاجه. صفه مهمه في الرياضيين يكونوا كده اكيد. على الاقل يعني سمعتك، طريقتك هي اللي هتحبب فيك الناس. معلش انت هتقعد تلعب كام سنه، في الاخر هتقابل الشخص ده، هتشوفه هيسلم عليك بعد كده ولا هيشوفه يدور وشك. بصراحه كابتن مصطفى الشافعي يعني انا نفسي اتخضيت ان هو من الناس الملتزمه جدا في التمرين. كابتن مصطفى الشافعي يعني تاني واحد بعد كابتن طارق الغنام، فقلت كبير بقى من الناس اللي هي ايه يعني شاريه دماغها بقى يعني بتمرن بس ايه على قد. لا بصراحه زي ما هو بيقول فعلا شادد جدا في فتره الاعداد، واول واحد فينا في الجري يلا يا جماعه، في باسكت يلا يا جماعه، يلا الوقت، يلا نلحق، يلا نشوط. بصراحه حاجه انا فخور بيها ان انا لعبت جنبه، ويا رب زي ما هو بيقول ان احنا نحتفل فعلا في اخر السيزون بجميع البطولات السنه دي ان شاء الله. حاتم بحيري هادي، خالد العودي كان شرس في الملعب. انا عارف ان الرياضيين لازم يكونوا عندهم شراسه شويه، الشراسه دي موجوده عندك في الملعب؟ جدا جدا. انا بكره الخساره جدا يعني، انا لما بلعب بلاي ستيشن حتى بره بتضايق يعني ما اخسرش. مش هلعب لو حاسس ان انا هخسر او اللي قدامي احسن مني، مش هلعب، هتموت على المكسب. انا احب المكسب جدا. اعتقد ان انت جاي من الانديه كلها كده يعني. بالظبط. الحافز ده مهم جدا 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 جدا. يعني نادي الاتحاد هو اللي لعبت فيه فريق كبير، كان اهم حاجه ان احنا نكسب. ازاي بقى دي بتاعتكم؟ ما يعني لو بتلاعب فرقه مع احترامي ليها اعلى منك جدا، برضه احنا عايزين نكسب. ولما بتخسر بتتضايق جدا، يا جماعه ازاي احنا ازاي خسرنا؟ فحاجه فعلا ربت فيا ان انا لا في الملعب بقى ال 40 دي انا هموت نفسي. قويه جدا عندك. جدا مفيش. لا لكن بره الملعب، بره الملعب انا هادي هادي. مستغربك بس ماشي، مصدقك، مفيش مشكله. حاتم قول لي، عيد الاضحى اللي احنا داخلين عليه اكيد في مواقف بتحصل كتيره، هتعيد على مين في عيد الاضحى ده؟ قول لنا كده. بص هقول لك في موقف انا مش هنساه. كنا في العيد، احنا دايما في العيد بنروح عند جدتي. كويس. العائله كلها تتجمع، بيبقى في بقى ايا كان خروف هنذبحه، عجل، ايا كان، ايا كان بقى. كويس. ونروح لازم كلنا نتفرج على الموضوع ده من واحنا صغيرين. ففي مره بقى كنا حاطين خروف في بير العماره. هايل. فليلتها بقى واحنا خلاص بقى طالعين نذبح، الخروف فك ما تفهمش منين وطلع يجري. واحنا كلنا العيال الصغيره بقى طلعنا وراه عشان فرحانين. طبعا 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 فرحانين. موقف بقى ما حصلش غير يعني ما شفناهوش غير قدامنا دي، ما حصلتش. مسكتوه في الاخر؟ الحمد لله جبتوه، لحقناه وراه، ما فيش لحقناه. بس عيد جميل ده، بيلم الاسره وكل حاجه. اعتقد دي فتره استرخاء كويسه ليك. هي فترة استرخاء ليا وفرحة لأهلي ان هم يعني يقعدوا معايا وقت كبير فاضي، ما وراكش تمرين، ما وراكش نزول، ما وراكش ماتشات، مفيش ارتباطات. مفيش ارتباطات بالظبط. فبالتالي تبقى فرحة بالنسبة لنا احنا كلنا متجمعين، وان هم مع حاتم بقى. طب احنا كده هدينا الملعب شوية معاك، وقفنا عند فترة العيد، هنرجع لمنتخب مصر معاك. حكايتك ايه مع منتخب مصر؟ السنة اللي مشيت فيها من نادي سبورتنج ورحت فيها نادي الاتحاد، كان سنة كنت أول سنة تحت 18 سنة. كويس. كان في تجميعات ومنتخبات، يا جماعة ده في بطولة أفريقيا، كان الموضوع إن يبقى في منتخب ناشئين ما كانش بارز قوي. فلا يا جماعة ده بجد في السن ده في منتخب وفي تجميعة فطبعا حلمي زي أي واحد في السن ده إن أنا نفسي أتجمع ونفسي أروح، نفسي ألعب باسم مصر، دي حاجة كبيرة قوي. فالحمد لله تم اختياري، اتجمعنا، ابتدينا نتصفى لحد ما وصلنا للبطوله، لعبنا بطوله افريقيا كانت في رواندا، كابتن طارق خيري هو اللي كان ماسكها بالعموم.
خدنا اول الحمد لله، كانت مؤهله لكاس عالم السنه اللي بعديها في لاتفيا. حيل. بس طبعا برضو مشاركه كاس عالم وانت صغير منتخب ناشئين برضو كانت حاجه يعني انا بحلم بيها والحمد لله حققتها. حيل. بدانا بقى خلاص بقى سنك كبر، دخلت في الدرجه الاولى. الموضوع طبعا في الاول بيبقى صعب انك تتجمع، بس الحمد لله ان اول سنه ليا في الدرجه الاولى اتجمعت كويس، ما كملتش لحد الاخر بس اتجمعت كويس. بس السنه اللي بعديها الحمد لله اتجمعت، لعبت بطولات وديه. تمام. لعبت بطوله افريقيا للانديه. لعبت بطوله افريقيا للمنتخبات، بس العاب افريقيه، العاب افريقيه، واخدنا فيها مركز تاني كويس. وبس هي السنه دي انا ما يعني ماليش حظ في المنتخب. عايز اعرف حاجه، اتفضل. انا كنت كابتن كبير معانا، عايز اعرف ايه الفرق بيننا وبين الافارقه في كره السله؟ الفرق كبير. احنا قريبين في الدرجه الاولى ولا مش قريبين؟ وبصراحه شديده الفرق بيننا وبين الافارقه ان هم بدنيا اعلى مننا 10 مرات. دي حقيقه، دي وفيها في الباسكت دلوقتي. الباسكت للاسف بقى مش فن على قد ما هو بقى قوه وسرعه. هايل. وهم دي بيتميزوا بالموهبه دي، سبحان الله، ربانيه. دي حقيقه. فمعظمهم يعني 70% من الفرقه مثلا، تلاقي لو الفرقه 12 لعيب ممكن 8 او 9 منهم بيلعبوا في دوريات بره في اوروبا. فلما بييجوا يتجمعوا عشان يلعبوا بقى بطوله افريقيا بيبقى الوضع طبعا هم بيلعبوا في انديه كبيره جدا. واحنا هنا برضو ما عندناش حد محترف غير يمكن عاصم مرعي بس. عاصم محترف فين؟ عاصم الدوري السنه دي اللي هتبدا ان شاء الله، هو لسه ماضي في تركيا. في تركيا. وتجربه لسه جديده اعتقد، يعني في الجيل بتاعكم لسه. هو جيلي جديد. هو يعني هو قد 92. لعب في ليتوانيا ولعب بعديها في المانيا، والسنه دي راح تركيا. عايز ارجع بيك للزمن اللي ورا شويه. ولو دايما انا كنت بتفرج على الهاندبول في نجوم كبار في حياتي، اكيد عندك نجوم كبار شفتهم في ملعب كره السله، في الاتحاد، في سبورتنج، في الاهلي، في اي نادي، مين هم؟ قول لنا كده. اي حد لعب في الاتحاد او في مصر عموما هيقول لك اسماعيل احمد. كان اسمه ايه؟ هو اسمه اسماعيل احمد. كان ليه اسم اسماعيل اعتقد. سمعه. اعتقد كان ليه اسم تاني. هو انا كنت بخلص وهو كان بدا يطلع كابتن اسماعيل، بس هو كان ليه اسم تاني مش فاكر بصراحه، مش حاضرني. انا بس هو كان ليه اسم عالمي كبير. اي حد يعني، هو ما شاء الله لحد دلوقتي بيلعب في لبنان اعتقد. اي حد طبعا شاف باسكت لازم يقول لك اسماعيل احمد. اسماعيل حاجه، قدره غريبه في اللعب، في التعاون، في السيستم، في التمارين، في حاجه. وانا حاجه من الفرحاني جدا ان انا لحقت ولعبت معاه. لعبت مع اسماعيل. قول لي مين كان بيسموه اسمه المعجزه؟ في واحد اسمه المعجزه اعتقد، صح؟ معجزه. لعيب كبير عمل 3 بونت اعتقد في الاخر كده، في اخر كوره في الباسكت اعتقد. ده كان زمان شويه. ده ممكن انا ما حضرتوش. ما حضرتوش. قول لي يا حاتم، مدربينك في حياتك بيمثلوا لك ايه؟ مع انك انت قلت لي صراحه انا ما اتمرنتش على ايد مدربين كتير في حياتك، بس في حد اكيد ليهم موقف معاك او حاجه مهمه غيرت لحاتم بحري مجرى حياته. هقول لحضرتك حاجه، هو لازم يعني انا بتمرن مثلا مع سين، لازم اخد الميزه اللي في سين كويس واسيب العيب كويس. رحت المدرب تاني هاخد الميزه فيه واسيب العيب. فاحنا بنحاول، او مش حاتم بس، جميع اللعيبه بيحاولوا ياخدوا الميزه اللي في كل مدرب بيلعبوا معاه. فانا الحمد لله مريت يعني بعض المدربين قليل مش كتير، انما كلهم برضو بصراحه اسامي وناس كبيره، ناس تحترم. كابتن عمرو ابو الخير، كابتن وسام جابر، كابتن عماد محمود، كابتن احمد مرعي، طبعا كابتن طارق خيري. تمام. كل مدرب اخذت منه حاجه طبعا وتعلمت منه كتير. بس انما موقف حصل مع حد معين يعني ما. طب خلينا نشوف مدربينك كلهم اللي انت قلتهم دول، وهناخد مدرب تاني خالص بره اللي هو كلمك اول مره في التليفون وقال لك انا عايزك تيجي النادي الاهلي. كابتن اسلام مساء الخير. مساء الفل يا كابتن خالد، اخبارك ايه؟ زي الفل، ربنا يبارك فيك. ازي حضرتك؟ اسلام شفتك امبارح في الملعب، انت المفروض تلعب اسلام. اسمع كلامي، يعني ايه رايك؟ مش لعب احسن برضه ولا ايه؟ نفسي ارجع العب تاني يا كابتن خالد. صح؟ اللعب ارحم كتير قوي يا اسلام. طبعا مفيش مقارنه يا استاذ. دي حقيقه. دي حاجه ثانيه خالص. اسلام طمنا على استعدادات الفريق كره السله في النادي في الموسم الجديد. والله الحمد لله السنه دي فتره الاعداد بادئه بشكل كويس جدا، مختلف عن السنين اللي فاتت. في عوامل مساعدانا في الموضوع ده. اول عامل ان
زي ما مصطفى شافعي كده اتكلم في من شويه وقال ان عدد اللعيبه المتواجده حاليا بشكل كبير، يعني خلاص احنا ما عندناش غير ثلاث لعيبه بس في المنتخب. الحمد لله احنا يعني عندنا اكتر من خمس ست لعيبه في المنتخب، بس تم اعتذار لظروف بعض اللعيبه، فاللي مكملين مع المنتخب ثلاث لعيبه بس، فمعظم الفرقه موجوده بشكل جامد كويس. مساعدين مجموعه كبيره من الناشئين على مستوى جيد يعني، فالعدد في التمرين كويس، فتره الاعداد بدأ بشكل كويس. مش عايز اقول بس يعني مش عايز اقول قدام حاتم الكلام ده، لا قول. مجموعه اللعيبه العناصر الجديده اللي موجوده معانا من ضمنهم حاتم عامله روح كويسه جدا في التمرين. طبعا عايزين يثبتوا ان هم كوف النادي الاهلي، طبعا هم طبعا سوبر كلهم يعني اللعيبه الصفقات الجديده، وهم بيتمرنوا باخلاص بالتالي شادين معاهم كل الناس. ففتره الاعداد شكلها كويس جدا السنه دي، ان شاء الله تكمل بنجاح كده، وتبقى البدايه ان شاء الله كده من تصفيات افريقيا 30/9 ان شاء الله في تنزانيا باذن الله. نرجع مبسوطين وتبقى بدايه خير للموسم ان شاء الله. بصراحه اسلام انا شايف احمد علي كان موجود معايا والنهارده حاتم البحيري، واتفرجت عليهم في الملعب في ملعب الباسكت، بصراحه انا حاسس ان الروح بقت مختلفه قوي في كره السله في الملعب. يعني يا كابتن خالد ده انا برضه ليه اعتب عليك، عمال تجيب في اللعيبه وسايب المدربين. لا صح يعني بص عندك حق، ولكن يا اسلام الطلعه الجايه انت خلاص مفيش، انا لازم هيكونوا موجودين. قول لي نروح كده خلاص هنرتب بعد العيد باذن الله. قول لي فعلا في ملعب كره السله انا حاسس ان اجواء مختلفه، لما قعدت اتفرج امبارح ساعه ونص عليكم اجواءكم مختلفه تماما. بالظبط وده اللي انا بقوله في وسط كلامي، وده اللي الناس كلها حاساه، وده اللي ان شاء الله هيبان الفتره الجايه بشكل اكبر لما الفرقه بالكامل تكمل ان شاء الله. برضو النقطه الثانيه اللي عايز اقولها في مجموعه اللعيبه الجديده، لو قلتها في كده هقولها ثاني، مجموعه اللعيبه اللي جايه بالكامل الاربع لعيبه الجداد بالكامل عندهم فعلا زي ما حاتم قال ما بيحبوش خساره، الاربع لعيبه من النوعيه دي. انت عارف طبعا يا كابتن خالد طبعا مفيش حد بيحب الخساره، او مفيش حد كله بيحب المكسب، بس في فرق بين لعيب بيبان عليه الكلام ده ولعيب من جواه. لا اللعيبه دي فعلا من نوعيه اللعيبه اللي ما بتحبش الخساره، فعلا عندها غل ودافع كبير جدا، وده باين عليهم في التمرين. وزي ما قلت لك هم شادين معاهم كل الناس، يعني الناس كلها جاده وعاملين فتره بشكل كويس. ان شاء الله يبقى شكل الفرقه السنه دي احسن بكتير باذن الله. اسلام يعني بقول لك طبعا كل الامنيات الطيبه والتوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه، وباذن الله بعد العيد اكيد لينا لقاء هنقعد انا وانت كده نتحدث ونتحاور في حاجات كتيره، ونرجعك تاني بلعب كره السله. ميرسي قوي يا اسلام، واشوفك على خير. ميرسي يا اسلام، ربنا يبارك فيك. شكرا. شخصيه البطل موجوده في الوافدين وموجوده في اللاعبين، ده كابتن اسلام بيقول لك يعني حاجه سعاديه. بصراحه انا حاسس من ساعه احمد علي ما كان موجود معايا حاتم البحيري شفتكم جوه الملعب، لا الموضوع مختلف فعلا، في شده كبيره جدا بالنسبه لكل جهاز او كل لاعبين. ايه رايك؟ صح، يعني كابتن اسلام اتكلم في نقطه ان احنا يعني طبيعي ان احنا لسه جايين، فبالتالي لازم نبقى شادين في الملعب، لازم الناس اللي معاك هيشدوا هم كمان، فهي دي عامله روح حلوه للفرقه، كله بيتمرن بجد، كله عايز يثبت نفسه. وانا شايف ان دي حاجه مسموح بيها طالما كل مصلحه الفريق، دي حاجه فير جدا ان انت تشد وتشد حيلك وتعمل اللي عليك كله، والاحسن ان ربنا يوفقه ويشيل لو كل المصلحه. لو ما كانش حاتم البحيري طلع لعيب كره سله كان راح فين؟ كان بلعب هاندبول. حاتم اسئله سريعه جدا ونقول ايه، تقول ايه للاسره الكريمه؟ طبعا انا عايز اشكرهم جدا، فعلا هم السبورت نمبر 1 في حياتي. مامتي، بابايا، اختي، ماما اساسي هي لازم تتشكر بصراحه. اسالني انا جدا شافت مني كتير قوي، بالذات بقى ان هي كانت رابطه فعلا الدراسه بالباسكت، فكانت هي اكتر واحده يعني تعبانه معايا في الموضوع ده. بابايا طبعا ربنا يخليه لي، كل قراراتي في الباسكت هو نمبر 1 فيها. هو نمبر 1 فيها. نادي سبورتنج. بيتي الاولاني. نادي الاتحاد. بيتي الثاني اللي ليه الفضل بعد ربنا طبعا في وجود حاتم بحيري. جماهير نادي الاتحاد. ناس مجانين باسكت. دي حقيقة. مجانين باسكت يعني. أنا بحب الملعب ده بصراحة. وأنا كمان بصراحة. ناس يعني بيقدروا اللعبة الحلوة ووقفوا ورايا كتير. وانا بكن لهم كل الاحترام والتقدير.
بس في الاول وفي الاخر احتراف. جماهير النادي الاهلي بصراحه من اول ما جيت النادي الاهلي وهم حاطين عليا لود كبير وبيكلموني وخير وهنعمل وهنسوي وهناخد اول وعايزين البطولات كلها، ده بصراحه اداني دفعه بس برضو لود عليا، بس ان شاء الله باذن الله نكون قدها. وانا بقول لهم ان الفرقه فعلا يعني انا حاسس ان السنه دي احنا شادين حيلنا، وخليكم ورانا دعمونا وان شاء الله في الاخر نحتفل بيها كلها. حاتم نورتني وشرفتني. ربنا يخليك حاتم نورتني. كنا مع نجم كبير النهارده في نهايه حلقتنا النهارده، نجم كبير كابتن حاتم البحيري، يعني فعلا استمتعت معاه بالحوار، حوار جميل، حوار شيق. ان شاء الله كره السله في النادي الاهلي بخير، كره السله هتروح لابعد الحدود مع جماهير النادي الاهلي ومع الاجهزه الفنيه بالنادي الاهلي. كل امنياتنا طيبه ليكم، كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك علينا وعليكم يا رب كده، وان شاء الله باذن الله يتسنونا كل يوم من الساعه 7 ل 10 والاهلي ليله.